خير كي دايرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الشباب معنا الاخ مصطفى سوينغا اللي كنعيط ليه ديما سوينغا خويا الله يستك الله يحفظك يقول لك كي داير اخي سوينغا شنو نقول اسمح لي اخي راه تنقول نقول مصطفى ولكن اخي سميا صاي برانديت الله يحفظك ليا تيقول لي بنادم السيمو الله يحفظك ليا الوالد ديالي ولا تيقول لي السيمو واخا ما تيقولش السيمو ولا تيقول السيمو تيقول سيمو لا لايف لا ولكن كانوا شي عيطوا لي محمد محمد بابيت بعبيت لان فهمتي حنا الجدود ديالنا الجد ديالنا قال لك سيدي هو اول واحد خطا دار وباع بيت باعها حلف والله خينا هذه القصه اللي وصلات هذه القصه اللي وصلات هذه ديال الرسوم متعرقه فهمتي قلت دونك حنا سيل زمان من ابن عندي بعبيت بعبيت دابا انت بعتي بيت ما بعنا لا بيت لا والو انت هو كاين البيع والشراء اخي نتسناو بالدقه غادي نتسنى اللايف عندي دراري اللايف جوج شوايه جوج شوايه انا فايت سوينغا انت اخي جديد شحال عندك اخي سوينغا من فولو عندي 1 مليون واش تقارن انا الله عندي 500000 لا تبارك النص 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 الريتش زوين والناس زوين لا دابا كطلع في الكونتر الريتش كيقلال وي 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 ياك هادشي اللي كاين عاوتاني لا عاوتاني اخي الناس واش الناس ملي تيتكونكاجا ولا ناس هير ديزين هادي كيفاش جمعهم كل اللي كيشري الملال تيشري تيجمعهم فهمتي ديك اللعبه ديال والتخصص الا كيعجبك هذا الفنان هذا ضرب لايك صور هو ماشي حتى هو يوب ومول الحرفه تلقى الناس داروا لايك ومن بعد تيطلع لهم خونا خونا ما فاهمينوش كاع ما عارفينوش هو ماشي هو تيقول لي جمع الفنان الا عجبك هذا يعجبك هذا الفنان دير لايك الناس كتمشي دير لايك ديال داك الفنان هو اللي عنده اللي عنده وشنو علاقتهم به وتقول لك انا عندي 4 المليون انا صاحب الفنان اللي كون يقول صاحب الفنان لا ما كاين فهمتي تلقى الناس متابعينه ما عارفينش حتى علاش متابعينه شي عجيب واخا تلقى الريتش طايح كتلقى المهم هذا موضوع على حكايه عندنا واحد السيده انفلونسر عندها 200000 وشوف اخي عندنا واحد السيده ديال الايكوميرس 200000 كتبيع يوميا كتبيع تبارك الله كتبيع واحد 40 60 الف درهم في النهار و 200000 فولور نقيه ولكن مربوح ماشي فولور حقيقي تيعرفوا سميتها سميتها اختها سميتها امها سميتها باها سميتها حياتها كامله ماشي بحال هاد خونا هذا اللي جمعهم بلايك هذا موضوع ثاني هو بين مين تجمعوا الشباب حيت ندير واحد 3 دقائق جماعه اخي سوينغا عاد من ورا غادي ندوزو اخي نبداو سوينغا من الازديان ترى عرفتي كون خليتيني ندوي ونخليك الدواء اخي انا ما دابي انا راه بكيت وحق الله الا الشباب هو كيعاود ليا والرب اخي سوينغا الا بكى بالضحك ماشي بكيت بالضحك بكيت طفاك انا جاي طفاك غادي نزيدو دقيقه الشباب وغادي نبداو اللايف تبارك الله عليكم نهار كبير هذا واحد الجمله كنقولها لهم رمضان مبارك سعيد يوميا غنبقى نقولها لكم الدراري من اليوم حتى الاخر ديال رمضان كيفاش اخي سوينغا تعرفنا كنت عقلت كنا في واحد البرنامج ديال ميديا ان تي في عندنا هذيك البديل الاولى دايوغ هذاك اول برنامج غادي نسال قياس هذاك البرنامج هو ما كتبتش كاع تما خاصنا نكتبو مع سميتو كنا غادي نديرو بحث عليك باش ندويو عليك كنت درت شي بلان وي المليونير نموت ديك العيب المليونير عنده الحياه فريك لا في الفيديو فهمتيني وقال تيتي ليا ولا ودوينا عليك ودوينا على سفيان البحري واعتقد بسبب داك الفيديو تلاقيتي مع سفيان البحري والله الا بسبب داك الفيديو تلاقيت مع واحد الصاد توفيق الدباب ياك سميتو اي توفيق الدباب توب عليك وهو قال لي راه صيفط لي قال لي اخويا السيمو راه دويتي على سفيان سفيان راه عشيري راه كنعرفو داك داك الا كان نتلاقاو قلت له انت واش شحال كان توفيق الدباب ديك الساعه دوا معايا 16 عام صاحبي 16 عام دابا تبارك الله ولا عندك الحياه ولا كيبان لها دوك الحايد الجامع ما تنقول للدراري شوف كاين الدراري وباكس بلا الحياه تنقول لها ما تشوفنيش انا داير الحياه تمشي انت دير الحياه حيد الحياه اصاحبي انت اخي تجي معاك للحياه كاين دراري ما تجيش واش فراسك ولا بلا انتقلك في السيل فراس الله يعزك والله العظيم انا شفنا انت تقول شنو هذا هو السيل كاين ولا لا ديري انا بلاد يو الدراري يو جايز يو جايز سيبو في الليل تقري ولا واش قال لهم ولا فلسفه ولا ما عرفتش ولا واحد فلسفه حياه شكون هذا اخي اللي قال رمزي صاحب ايو عرفتيني في اللايف ابا
واي خيقين تاعي والله خيلا لا لا العجب دابا راه فاتني في عدد المشاهدات لا بداو الدراري تخرجوا من الدار على المليون على الدراري جينا على بركه الله بلوكي لي كومونتير اخي سوين كان بلوكي كان البلوكي انت دير هكا كلي كي بحال هكا طق دير ديزاكتيفي لي كومونتير صح ندير هكا نديرو تورن اف كومونتينغ مابقاش تيمشي باش مابقاش يمشي التركيز من الكومونتير عاود لي اخي زوين كان بدا معاك من الاول فين تزاديت اجي عندي هنايا انا اخويا فين تزاديت انا تزاديت انا بعدا هو الطفل اللي عند والدي ديالتي الخامس تبارك الله انا هو الخامس عندي ثلاثه خوات هذه جيت اللي جا معاك ديك النهار شنو هو صغر مني السادس يوتيوب كيما كبر مني هو راه صغر مني بعامين يوتيوب عاد كانت الوالده كل عامين كتولد ولا اللهم بارك الله يحفظك انا في انا كيفاش تولدت في الصيف في شلوح في ايمتانوت كنا ساكنين في سباته وكتمشي الوالده في الصيف عند امها سيرت ولا كانت حاملات ولا الوالده من ايمتانوت الوالده ديالي من جوي ايمتانوت اللهم بارك شنحه الوالد عندي شايب عرب دونك مشات لايمتانوت في الصيف لانه في الصيف القرايه وكذا الدراري وتولدت تما بطريقه عاديه ما كاين لا سبيطار لا والو اللهم بارك قول لي اخي شحال في لاش دابا انا في لاش ديالي 35 عام اش كيدير الوالد الوالد ديالي بعد توفى الله يرحمه خدمته كان لاحظك حتى الوالد توفات وانا عندي 7 سنين و 8 سنين دونك الوالد ديالي كان خدمته بحال قلتي كان كيتشارط في الجوامع خاصكم تعرفوا شحال هذيك باش الناس كيتشارط في الجوامع وكيعيشوا مع الجامع فقيه طلب الناس كذا مع الوقت جمع شي بركه كذا وبدا كيدير المحلات ديالو دار واحد القهوه كذا بالادويره ديالو داكشي ولا عايش بحال هكا ولا عايش عنده محل ديال ماشي طاحونه عنده محل قهوه كذا كيتفقي ديال الجام لا لا مابقاش خرج ولا كيعيش حياته كيصيد القنص ودير ديورو وكذا هادشي الله بي دير دور هو السي الوالده راه ديجا قلتيها ديريكت ولكن يعاود لهم الوالده ربات بيت الوالده ديالي ربات بيت ربات بيت عاود لي اخي من الاول تزاديتي فين مشيتي تقرا قريت بعدا في الاول الجامع ولا ليكول قريت في الجامع في الاول دابا حنا كيفاش القرايه ديالنا عاديه ان غادي تقرا في الجامع عند عامس عرفتي عامس تيكون عنده واحد التيو حمر عرفتي كتقوم مريح في الجامع انت مريض الناس هو كيتشكى عليك هنا تزيد ديك هذا هو البريسكولير عندنا البريسكولير اللي قريت فيها انايا ديال انك يتهناو منك الدار كيحطوك على عامس أديت إنه منك الدار جاي بنجي ولا على خدش جيم عشان نشوف أخي إن الوالدين كانوا يديك لعبة ديال فكنا من هذا فكنا كتحكي أرجو اللي وقع لي أنا كنت إيبراكتي تولدي دابا إيبراكتي يا قاعد نتحر ما كنجلش ما كنتش داصر ADHD ما كنتش ما كنتش داصر بمعنى شرير وكندير بلانات ولكن كنت كنتحرك تكتشف أي حاجة خاصة تكتشفها أنا كندخل عند صحابي الدار كيقول مصطفى ما تحركش اهدا ديما مخاميه طايحه شي بلا بلا ما نحس والله العظيم طارق قص يقول لينا اليوم شنوره شنوره في البطاط لا اليوم العبد ولا لا 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 ممكن الحمد لله نتي كنتعلم انا كبرت سمعتيني دونك الدولي الجامع هذاك عامس هذاك عامس كان كيقرينا صوره كيقرينا عرفتي بهذيك اللوحه عرفتي هذيك اللوحه وهذاك السمغه هذا هو اللي قريت وكذا قريت الابتدائي ديالي وكان الحلم ديالي انني ندخل المدرسه لا الابتدائي لا البريسكولير البريسكولير كان الحلم ديالي انني ندخل لسميت ودرت واحد اللعيبه اخرى درت واحد المدرسه صغيره وراه كانت مع احد الجامع اللي كيقراو فيها الحروف كلشي عربيه 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 والله والابتدائي الابتدائي غادي ندخل غادي ندخل على 7 سنين ماشي على 6 سنين خويا اللي كبر مني دخل على 6 سنين انا دخلت انت بحالي الحزب ديال دخلت على 7 سنين ملي دخلت على 7 سنين قريت التحضيري عادي في سباته عند واحد الاستاذ كذا طرونكيل فيه على العربيه كذا من بعد غادي نتحول من سباته لعين الشق وعين الشق غادي نبدا نقرا الثاني ونقرا الثالث حتى غادي نخرج السادس ولكن تما في هذا البيريود في حياتي كانوا شي حوايج اللي امباكطاو لي حياتي لدابا مثلا كانت عندي واحد الحصه ديال فاش كتقرا في الثاني عندك شنو اللي كتقرا عربيه صافي فيها كلشي وي 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 تدوز الثالث هادشي اللي كان النظام كان تحضيري عربيه واستاذ واحد كتقرا الثاني كان عنده استاذ واحد الثالث كيولي وجوج الثالث كيولي وجوج عربيه وفرنسا عربيه وفرنسا فهمتي فين في الابتدائي في الثاني كانت عندها واحد الاستاذ سميتها ناديه انا باقي عاقل على ما نساهاش موطيع علاش عندك علاش تسمع القصه ديالها هاد القدر اش شي حاجه خايبه بعدا ولا زوينه خايبه سمع السيده اش كنت كدير سمع اش كنت كدير كانت عندها في 93 هادشي كنعاود لكم كان عندها تليفون
ياك كحل داك التليفون كحل وكت ولي دارت البساله التليفون حنا بالنسبه لنا شي حاجه كبيره اللي دارت البساله كتقول لي هذا نصوني على الصاط اللي غادي يجي يقطع عليك دابا ودنك ناري 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 يعني تخيل معايا انت طفل راه كترعب تخيل معايا هو وسط الجيران كان عندها سميتو غرون غرون ديال حولي وغرون اخر ديال حولي ياك وبيناتهم هيدوره وكديرهم على الدري في راسو كتولي عندي بحال بحال الحول ناري 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 ها هذا فيلم ديال السافس القيد اقسم بالله هادشي الدري صغير طب كنقول لك راه فقط الدري بنادم ما كاينش كيتملمس حتى راه ما يمكنش ما كانش كضربك ما ضربكش ما عمرها ضربت ولا كتغوت ولكن كدير لك الطورشيط ناري كدير لك العذاب النفسي واحد النهار الوالد مشى مع فقيه قلت له كان في الحج ملي جا من الحج جاب لي لبيسات زوينه ديال الحرير وكانت قويمه جا عرفتي قويمه ديال التسعينات ديال هذاك سكارفيس عرفتي هذاك الحلوله هنا كذا بالسروال كذا العيبات وجايين لابسه زوين اشنو جاي ما حافظش نهار جا زوين جا ما حافظش حافظش القران وانا مالي انا واخا هايبراكتيف ولكن راه انطوائي ما كنقدرش ندوي مع الناس شوخ يا راه راه من هنا فهمتي هادشي شحال من واحد تصدم فيها اي تي اتش دي طنطير ولكن راه ما عنديش مع بنات لا ما سمعت واحد صاحبك راه واحد شي يدير واحد الكاميرا خفيه في رمضان زوير زوير زائر تنعتذر ليه شفت تلقى معايا في تايلاند غادي تصدم بلي سيمولايف ماشي هو سيمولايف قال لي اخي سيمو صافا بخير كي داير قلت له بخير صافا صافا وبغيت نمشي بحالي وقال لي شفتو معنا صاحبي حنا مغاربه وانت مغربي فهمتي وانا خاصني ديك اللحظه ديال فاش نسد وانا قال لي واش كتعرفني قلت لي لا ما تنعرفوش ولكن فيه تشيف عرفتي شنو هو بحال قلت هو شي بغى يدوي معايا وانا تنبدا الحوار تيكون دار لي فولو ومن بعد دار لي ان فولو وقال لي حاجه قال لي قال لي اليوم قلت اشي لا لا بقى به الحال اخي سوري والله على حقيقه راه الناس ما كتعرفش باللي تصاحبو انت راك شخص غير مع راسك انت راه بغيتي على راسك انت راك داصر ودوي مع الناس ولكن عرفت تحضرك تهك وتبتدي يكتب هذيك راهي الشخصيه الحقيقيه تبتدي يكتب تلقى شي واحد متلش في شي مسلسل غير الدور ديال شي شرير 1990 باقي لدابا كيتعامل مع الناس على شي خونا ديك الخونا حرام ثلاث غافيل ما صافي داك الشيء اللي شافوه في التلفازه ولا شافوه في تلصق هو الطومبو ديالك لا ما تدخلش ليه العقل اسيرتو اخي هادي اي دي اتش دي ما تتركبش مع شخص طيوا انا كنت فريم بحال وتخيل معاش دير لي الاستاذ غتقول لي قدام الناس نتعرض وانا ما حافظتش ولابس زوين مشكله جار العين هي تقول لي نوضتني السبوره بديت كنتمتم عليها عرق بقبق تقول لي يا غوتت عليا اشنو غدير؟ غتقول لي تمشي معايا للاداره، كانني درت جرم، وانا بالنسبه لي تمشي عند مدير وتخرج من القياس بحال غادي للكوميساريه بحال غادي للكوميساريه تماما خوتها وفي الطريق اش تقول لي؟ في الطريق قالت لي ومن الفوق لابس مزيان زعما كون كنت في بلاصه الباك لبسك جفاف واو 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 قالت لي بحال انا شنو طرا لي؟ مشيت حيد ديك الحوايج بحال هكذا الدار ما بقيتش نلبس السلام تخيل معايا احتلال حتى قربت نتزوج صافي تكافر على اللباس ما كنلبسش تلبس انت انا اخي كنمشي شي قصه غير انا ما عاقلش ما حتى انا عنديش لا هادشي هادشي اش وقع واحد لا وقيت فلاش باش كنحل المشاكل ديالي علاش عندي هادي علاش علاش كنفكر باش كنحاول نخدم على راسي المشاكل اللي عندي لقيت ان هاد المشكل ديال الاستاذه امباكت عليا حياتي من ديك الصور ايه شنو هادشي امباكتني مع البنات ملي تزعزعات لي الثقه في النفس سرتو في اللباس صافي تزعزعت واه فهمتي فين فما كانت عندي شي غلاصه مع حتى شي بنت حتى كتزوج فهمتي فين دونك الجنس الاخر عاد باش الوالده كانت مليته فاش كنت صغير دونك الجنس الاخر كان غايب في حياتي واه فهمتي فين ماشي كي امبا لا والله لا محطوط في السيتوياسيون فهمتي فين دونك هادشي علاش كنقول لك لانه كاين بعض الخطرات الاولاد ولا لا ولا لا ولا كانوا كيتفرجوا فينا اساتذه ولا معلمين ردوا البالاش لا والله خير حتى لان هي ديك المعلمه دابا كتجيبي هاد البرانجا سهل عرفتي تيدوي وانا كنحاول نحط راسي في نفس السيتياسيون ديالو التربيه والتعليم دابا ماشي نساو ديك اللعبه ديال التربيه تيبقى مركز معاك كيف تحفظ التعليم لا اسف التربيه هي الاولى
لا هذاك المعلم هذاك الاب راه مسكين راه عطاك ولد والله الا كون علمك الكونفيدنس احسن من ما علمك يقول لي ماشي مشكل ماشي مشكل هكذا هكذا تعلم احسن هو بحال خرج فيك العقد ديالو انت عمنك فهمتي الا ما مشو زايق عليا في ابتدائي الثاني اشنو قلت لكم انا قريت في قريت في البريسكولير الجامع يعني شنو قريت قران عربيه ندخل للثالثه شنو غادي نلقى ها باش يدخلوا كيدوا في الفرنسي كيقولوا ا بي سي دي نو تيقولوا جولي مينا جولي امين انا بحال شي واحد كيدو معايا بالجابونيه تيقول لي اش واحد تعاود لنا خير كيفاش نقول لك و تيلومني علاش ما عرفاش هذا هو المشكل ما بداوش معايا بحال هكا اي عجيب ما حلقتش ما بداوش واش هادشي في كازا هادشي في كازا في كازا معليش دابا انت تيقرا هو المشكل كلشي متفق الا انا لا دراتي وما دوزو بريس ولا انا ممكن فكنت ما كنتش معاكم الدراري واش كنت متفق على هذا واش انا جاي معطل راه هو حصه عندي هذه الدراري ماشيش معطل بزاف من اول حصه كانوا التلاميذ الاخرين تيقراو وانت تدوي تيدوي جولي مينا هذه سالو امين اش فيها المسوا هاد الناس تنقول لهم زعما راه انا معاكم واش تعاملت مع الاستاذه كسول رجع الله صافي حتى ضربت انت الفلاقه كسول تيقول لك رجع لا ماشي فلاقه قنعات شد بحال ما كانوش طرا شدتني علاش حيت ما عرفتش جمله ولا شي كلمه بالفرنسي حيت انا ما عارفهاش هما يخشوني رجلي تحت القيمه ضرب باش كدعم طورتير ديال الاخي سويكه كنعاود نتزوج يفكرنا بيا ما تجايبيه حق خرب الا كنعاود ومصحت الواليد انت دوك التلاميذ الاخرين شدتيني يا جليا وباغي نبي نحسيبه وهي كتضرب على نيتها صاحبي كتخرج فيك السم ديالها مثلا السبر ديالها وما قادرش نتمشى كنطرح حتى تقول لنا وكل هذا شي مشكل دابا الفلوكه ديالك حنا اللي صنعرفوا في التعليم اللي دوزنا اللي كيتحمل هو داك اللي كيدير الصداع وكذا صاحبي انت ما دير والو وقت مشاهد اصاحبي المشكله ديالي في المواد الاخرين كنت مريق مشاهد وما يمكنش لك انت كمدير تشارك مدير الدراسه ولا مجتهد تكون ما كتحفظش لان مجتهد تكون عقلك لا لا ماليز فلمات معمر النشاط العلمي معمر كان واحد خالي كيشوفني تيقول لي كيتشوفني ديما كنلعب كره في الدار كنتحرك بزاف وما عمرني هزيت شي كتاب تيبقى يتعجب لي تيقول لي كيفاش كتنجح ولدو مسكين كيسقط تيقول لي كيف درتي لي انت انا علاش ولدي يسقط وكيقرا وانت لا صافي هذه انا وقعت لي حتى انا في ابتدائي انا ما كنتش كنشوف مزيان كنت كندخل وعطاونا واحد البلاصه نجلسوا فيها مني كنجلس ما كتبانش ليا دوب الشيت شويه اخي راه دابا عتي قلت انا كنت كنجلس مني كنجلس تنجلس شويه اللور وما تنشوفش مزيان وديك الساعه باقيين الدار ما عارفينش رانا ما كنشوفش مزيان ما تنكتبش داكشي اللي كتكتبو خطنا في الصبور انا ما عارف والو كتجي كتلقاني ما تنكتبش وانا ندوز في نفس الفلاقه يا ويلي اويلي شوف السبب ما معروف دابا انت السبب انت ما عارفش تصحاب دراسه انت ما عارفش هي كتجي انا كنقول راه ما كنشوفش كتقول لي شنو هي ما كتشوفش كنقول لي ما كنشوفش مزيان راه ما تيبانش ليا اش كتكتبي كتقول لي اللي حداك كيكتب كيفاش انت ما كتشوفش يلاه والله راه شي استضافه راه داز شي شهرين وانا كندخل عند مولات الفرونسي صباح وعشيه هذيك مولات العربيه ما كنتش كندخل تعقدت منها تعقد هادشي اللي جا الدار وما يبدلوا لي المدرسه كاع داروا لك النظره وداروا لي الحمد لله اخي وليت قاع الكاس ناض ودابا هذا هو المشكل راه بحال دابا هادو كاين لي بيراكتيف راه عندهم مشكل في الكتابه راه انا ديما كنكتب دي بوست و تيلقى فيهم راه ما كنحسش بالمشاكل ديال الاورتوغراف راه ما كنقدرش نشوف ما كنردش ليهم وي وي ما نقول ديما كنجي راسي تيقول لي سير قرا العربيه راه ماشي خاطري بان كنشير لك القمر انت كتقول راه ماشي خاطري الكتابه اللي ما تنكتبش مزيان راه فريمون ماشي راه ما تنقدر اعجز ماشي انا راه تنبغي نرجع غير نعاود نقرا كامل ما تنطحش يقول لي راسي لا 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 ما كتقرا وما كديتكتيش غلط ما كديتكتيش ما كيبانش قريت راه راسي بلي زرب زرب صافي صافي صاحبي انا كنت كندير كنصيفط الناس يقراو لي يوتيوب نفس القضيه دونك هادشي اللي وقع فرونسي غادي ندير مع هذيك اللحظه ملي تفلقنا ديك الفلاقه غندير لها ستوب تي الباك حبس ما كنتش كندخل الفرونسي كاع واو كاع ديما النقط ديال الفرونسي زيرو ونص من الثاني للباك تي الباك حتى راه مده كيبقى تخيل مع الجهوي اللي فيه الفرونسي وانا دوز اول واحد ندوز الجهوي جبت فيه 6 ولا 5.95 بادي بعجز بعدين واشنو اللي خلاني ننجح في الباك واحد الصاد قال لي انت جايب 5 خصك دا 5 كلمات نجحت
لا والله حتى غنجح مزيان تعجبوني بحال هاد السيطان في الحال. لا والله حتى غادي ننجح حتى مريض حتى حمار. ولكن هو راه كيخشي فيك داك الفشل كيخشي فيك بحال شي برد سخون سبحان الله بحال كيدخل ليك النية بحال شي وهادوك حتى واو عنده الصح لانه انت اولا جايب خمسه يعني اللوجيك ما دير والو فهمتيني. قلت ليه والله حتى غادي ندير مشيت لو كنت هذا العناد وحق ربي كنت واعر في الماط وفي الفيزيك وداك الشيء كنت واعر وجبت الوطني ديالي خديته ب 14 كذا شي حاجه طبعا الفرنسي زاير هذا الدراري الفرنسي مع الانجلي ترى واحد النهار نقول لكم اش بغا ندير قلت مع راسي ياتي شنو قال لي راس قلت مع راسي ياتي باش تعلم شي حاجه خاصك تطيح في موقف حرج وملي تطيح في داك الموقف حرج غادي يشرح لك الاستاذ كذا واجب الاستاذ ديال الترجمه كيدير مره كترجم هذوك الكلمات سيونتيفيك وكتجي تكتبهم في الصبور وكل مره كيكون واحد هو اللي غيسبونسر على هذيك الحصه قلت لي ان وان الفرنسا قر رسمها ترسم يعني واحد كتب زائد يعني ما عندي جوج راه كترسم بحالها ما كنكتبش ما عنديش حروف انا عندي رسوم طلعت الرسوم متحركه اقسم بالله ما قريت ديريكت بجوني قال زوق بلوك و حتى الوليد ديالي يتسوق ما كاينش شي واحد وايدا ما نسوق كلشي وما نسوقش حتى انا بنت راه قلت لك انا قلت لك حريك هادي انا بنت انا يد معاك صافي قلت والله حتى غادي نوض غادي وانا نوض ناري اش طرح لي درت الشوع الشوع ولكن وحق ربي مزيان الشوع الشوع عاش تماما غادي يقول لي واحد غادي يقول لي واحد الاستاذ ديال الترجمه غادي يقول لي واحد الاستاذ اخر ديال الترجمه غادي يقول لي شوف انت ما كتعرفش فرنسي ما غدير حتى شي وزه في حياتك هذوك شي كيقول عليك تيقول عليك بعيني بارده تنقول لي شوف والله انت غندير شي وزه شوف هذا المول الحسنه هذه الا لقاك عيان في الفلسفه تيقول لك عيان في الفلسفه ما لقاك عيان في الترجمه لا هو داك اللي الفرنسي قال لي شوف هو لوجيك قال لي انت تاخذ الباك تقرا بالفرنسي انت ما تكملش قرايتك لان تحدك الباك وعنده الصح من بعد تكمل بالفرنسي لافاك بالفرنسي اللي سنتر بالفرنسي اذا انت خدمتك سيكوريتي قول لي يا اخي ساليت الابتدائي الاعداد ساليت الابتدائي الاعداد عادي كنت انسان عادي داخل سوق راسي مزيان الثانويه حتى هو راه ما مشوش داخل سوق راسي ولكن غادي نعيق بالقالب ديال القرايه ديال الباك ما عمرني رجعت شكون اللي غادي عمرني شكون اللي غادي يدير لي ديك هذاك مول خمسه قال لي غادي تنجح والله نجحتي دار فيك النبذ دار كاين شي قالب علاش كان عندي واحد صاحبي راه دابا دكتور وكان مكلخ في القسم وكان كيجيب نقاط واعره تنقول هاد الصاد كيفاش كيدير ليها اش كان كيدير كان كيشد داك الكتاب ديال ديما ديما تيبقى التمارين تيحفظو كيجي من امتحان ديما كيجيب 17 قلت ليه الله وانا عند راسي فاهم وكذا في الماط كنبدا نفهم القاعده وكذا العيبات كنجيب 11 10 فهمتي وكلشي اللي كيتعجب لي تما في الباك فين بديت كنعيق انه لي زيكزيب خاص ابار القرايه الدمير فهمتيني شنو كان واحد الاستاذ تيضل فرع لنا راسنا بديك اون فورجون اون دوفيان دي فورجون خاصك والو ملي زيد كتجيب لك الا بغيتي تولي تيقول لك بداك تبقى تضرب وحدي وتولي حد ثاني ما يمكنش يعني تعلم ان تشوف هاي تشوف بحال هكا تقول لي حل لي التمرين تقول خاوي فهمت لا خاصك والو وانت تحل التمرين هذا الشيء اللي وقع زدت على القرايه لا قرب لا تمشي زدت على القرايه اسمع لي سير لا انا سير لا انا خايف انا الريسك وزدق جايه في شي تيليفون وتجي طحت لا انا على حياتي راه ما تقطعش اللايف انا تقطع الله يكون عاودت انا سير زعما يتقطع قلت لك اخويا من بعد هادشي اللي وقع زدت على القرايه الدمير جبت 14 في الوطني بيس خديت الباك ديالي ب 12 شي حاجه ولكن تخيل معايا الاستاذ ديال الفرنسي داك العام في الباك وانا مريح عند انا اش كندير كندخل القسم ما نديرش السطا سالينا واش كيدير لي الاستاذ ديال التحضير ديال في الرابع باش كان كيبغي يدير لي البونيسيون باش كيبغي يعاقبني تيقول لي اقرا التكست في الفرنسي اقسم بالله هذا هو العدد تيقول لي اقرا التكست ديال الفرنسي اش كنبقى ندير واش كنتسنى هذوك الناس اللي ورايا يقولوا لي اقسم بالله عايش على دارك
انا كلشي تيبان لي رسومات الرسوم متى رسوم رسوم هيروغليفيه هيروغليفيه تماما في الظروف هادو جامي نقلتي زعما كانش تيدبروا عليك من هنا من هنا في الفرنسي في ما نكذبش عليك ما كنتش كنقم انا كنت كنعطي الناس النقم لا ولكن لا في الماتور فيزيك وداكشي انا كنت كنعطي الناس النقره ولكن في الفرونسي لونغلي وداكشي كنت كندبر في النقره مره مره باش 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 نصوبي ولكن كنت كنسول علاش لان كنت فرونسي كنرسمها فهمتش ما كنعرفش النقل واش فهمتش ما نقول لك واخا حتى النقره ما كنفهمش اش مكتوب واش فهمتو فين واصل انا كنت بعيد بعيد جدا الباكالوريا اخي جات الباكالوريا 5 6 باك جات الباكالوريا شي كنتي جبتي في الوطني 14 جيت عليك داك شحال في الاخر شحال خديت الباك ديالي ب 12 كدوزتي 64 دوز راك بخير دايما حنا حيت في 10 كاين ولكن ندمت علاش ما درتش سيونس مات لان كان عندي معلم كيجيني المات فاش مشي درتها وما عارفش انا بقات لا انا شنو التركيز ديالي هذاك الصاط اللي قال لي ما تنجح غادي نجح هذا هو التركيز ديالي فهاد تما تيستاري العالم تما ما عرفتش ملي خديت داك الباك انا بالنسبه ليا انا رتحت من الصفر جايب 5 من اللي خديت داك الباك راه موضوع اخر ما كنتش متوقع كان لوبجيكتيف عندي ناخذ داك الباك وي صافي هذاك اللي طلع لك وعاده باش بنادم كيقول لك الباك كذا كيخلعك اخي الباك راه القيمه في المغرب وانت شناهو راه مركز على داك الباك هو بوحدو اوبجيكتيف من اللي خديتي ما عرفتش ما دير الناس دافعين لي زيكول وكذا وكاع انا نفلد ليكول كلشي بالفرنسي هذا تدي وشنو اخي درتي قال لي راه فعلا كنتعقل على اوفرنيت قبل من ايميل وهادشي كنا كنديريشارجيو داكشي ب 52 كان عندي شويه مع داك بير تو بير قديم كان عندي مع داكشي الكترونيك كدا وقال لي السات انت عندك هاد الملكه ديال انك تعرف البي سي وكدا لانه الا كان شي واحد ديك الوقيته كيعرف بي سي راه هو اللي كي فهمت تيكون ساب الاخرين قال لي دير ميكانيك اوتو راه مزيان ما خيرش وانا ما عارفش قال لي شنو قال لي فيها الفلوس فيها مستقبل زوين غادي تخدم غتولي فريلانس ديال راسك تجي عندك طوموبيله اللي كتصلح تقاد العيبات صافي قلت هادشي اللي درت فين ندير السونتر ندير السونتر في ليزيك في كازا في عين البرجه كناخذ الترونسبور ديالي من الدار عندي طوبيس حتى لتما كاين ريحه السيكالي مريضه في داك السونتر فهمتيني ومريض الجو وكتدخل عند واحد الاستاذ مريض حتى هو سميتو ديمانوف بالغاري وكيدوي بالفرنسي وما كانش اخي الكونتنت بحال دابا وما كان والو عشان ما كانش واحد انسبيريك يقول لك فلان راه ماشي بالضروره تقرا عند ديمانو ماشي بالضروره راه تقدر دير هادي وجا الصنداق تقدر دير هادي دير هادي وي دابا شنو انا شنو كيعجبني فاش كتصاحب كيعجبني الرسوم المتحركه بزاف بسوي غير راسك بدا دير سبيكتاكل والله راه دابا تجي دير سبيكتاكل ملي عاود فيها والله العظيم انا عزيز عليا الرسوم المتحركه واحد النهار قلت لك دابا واحد النهار غادي نكون في الاعدادي ولا في البديل ليسي غادي نمشي انا من تانوت لبلاد الوالده وداكشي غنمشيو لشي شاوه كاين واحد العين سميتو عين ابينا كيعوموا فيه هو اللي فيه الماء دايوغ غادي نقص بزاف مع هاد الزراعه ديال الدلاح وهادشي هاد كل الفرشه المائيه هو اللي فيه الماء في ديك المنطقه سخونه يعني كيتجمعوا فيه الناس كامل ماشي باش يبرد على راسه نتلاقى مع واحد ولد الدربنا اش كيدير ولد الدربنا في لا ريجيون ديال الوالده ما جاتني بيزار ملي كتلاقى مع واحد ولد الدربكم كتسلم عليه فهمتيني لانه فاش كن قلت اش كدير هنا قال لي كندير الكونغ فو مع دوك لي زاني مع دوك الرسوم ديال الكونغ فو قلت داك الرسوم ديال الكونغ فو ديال الابطال عقلت عليه هذا كان قاحلني داك قلت لي هادشي واعر قلت لي هادشي كدير به واعر وبغيت ندير قال لي صافي هادشي في الليسي في البديل الليسي سينونس راضي امتى غادي يجي يتلاقى معايا انا جاي من عند ديمانوف
داك الساك عريق وجاي للدار وما حاملش راسي وما عارفش راسي ما حاملش راسي عرفتش كون جاي ايصوني عليا يقول لي خي سميتو عبد الصمد الله يذكره بخير قال لي خي ستوف هبط قلت لي علاش انا كندوي معاه من طروازيم مو صغير قلت لي علاش قال لي غادي نديك لاصا اللي قلت لك دير الكونغ فو قلت لي عاف والله ما فيا بالله بغيت تنشد باغي عييت قلت لي باغي نرتاح كذا قال لي رانا الله جاي من الدمار ديمارو قال لي والو بقى عليا بقى عليا وبقيت عليه بقيت عليه تقنعت وما مشيش قال لي بعد غدا حيت لاصا كدير ثلاث مرات في السيمانه قال لي بعد غدا غادي نجي عندك قلت لي صافي هذا هو الحل الوحيد باش نقنع بعد غد لي نفس الفيلم جاي من بعد فاضي نازل الفيلم جاي وقال لي غادي تمشي ونقول ليه لا وقال لي هو بربي تتمشي صافي قنعني شنو خير الصوت صيفطوا لك الله صيفطوا لي الله لبس نظارة الميكا وانا نمشي مشيت لاصال لاصال كاينه في كاينه في حي مراه في عين الشق حدا بنو ماجه الناس تعرف دا الاسامه الايوبي راه دابا راه معروف دخلت يبان لي بنادم كيضرب في روندات فليب سالطو كيدير داك الشيء تعرف تتخيلوا معايا المنظر انا كنشوف داك المنظر وكندير عيني كيتيسع عيني كيتيسع وكنصغى وعيني كيغرغروا وفرحت علاش اول مره نشوف شي حاجه اخرى مختلفه فهمتي وي ما كاينش لانه ما كانش يوتيوب داكشي ما عندكش القدره فين تشوف شي حاجه اخرى شفتي لايف ديريكت ما عندكش فين تعرف انه كاين دي مجالات اخرى في الحياه كنت كنسحب الحياه سالات ولا بلات ما عارفش انا موضوع كاينين دي مانوف ما كاينش التجاره ما كاينش بان لك التجاره بان لي هادشي واه تخيل معاه ويقول لي اجي نترينيو بغاو يوريوني ندير انا شحال ندير معاه عندي 20 عام تبارك انا راه كبرت كبرت خديت الباك وقنقره عشان ترى ما لقاو ما يجمعوا فيا ما صحيح ما سوق نورمالمون سبور هذاك هذاك الترينر ديالك تيجي كيعبرك اشنو هما لي بوين فور ديالك ما لقى حتى ما لقى حتى شي بوين فور زعما السيد كرشو صحيحه يدور واش وين وشكر بدي ما كتوقفش عليه يديك وين 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 كان في ليكيب عندي في لاصال تيقول له اخر واحد يدير شي حاجه هو اخر نشكر فراكو دابا كيسمع لي لا كيسمع لي ايوا يعرف نشكر بواحد الشكل ما يمكنش تخيل وتخيل معايا نورمالو باش تعرفوا المده ديال التشكريم نورمالمون واحد غادي يدير فليب حركه فليب هي كدير كتنقص في الجعده ديالك وتعاود على رجليك كدير حتى في ستوريات نورمالمون واحد انسان بشر كيتنفس غيديرها في 3 شهور ولا شهر واحد ريجل سوبل غيديرها في واحد 15 جوغ شهر فهمتيني عرفتي بشحال درتها انا شحال عام وخمس شهور انا خادي نسبق لك لا على حكيتاش على حكيتاش علاش سكت ليك لان بقيتي مستمر شي واحد يقول حتى انا هادشي ماشي ديالي فوق عرفتي علاش بقيت مستمر لانه حياتك حلاه اصلا راه ما عندك حتى شي حاجه اخرى كتعجبك واش نمشي عند ديمانو الشمره يلاه مريح انا وين نجي عند ديمانو اش وقع لي ملي مشيت ديك الكور ديال السير درتها خارج راجع في الطريق بالليل حدا الكاريان باش نقول شنو غادي نمشي ندير غدا تركت في الجنة دابا غادي نمشي لدي مانو شنو مريض لا ما خدامش لي عندي ما شنو عاوني عاوني اني حريق غنبت فهمتيني كاين الوالد ديالي غيسولني الوالد ديالي فاش قلت لي غادي ناخذ الباك قال لي كتقرا في الباك يا حق الرب تقدر تقولها في البلاد تقدر تقولها في العربيه ولدك تقدر الباك هادشي تقدر تقول فهمتيني انبت فهمتي الفيلم ماشي اشكال هاد اللعيبه ديال النبت عطاتني الحريه في القرار ولكن كيبقى القرار صعيب اشنو القرار اللي خديته وانا راجع من داك النهار داك النهار اللي ترين في اول مره قلت هادشي هو اللي غادي ندير صعيب حيتاش عجبني وقلت غادي نخرج من السونتر مابقيتش انا ما عجبنيش وفي السونتر كنت مجاهد ما كنتش كاتبهم كنت كنفهم داكشي اللي اجي نفهم وخرج وليت كنتريني 6 8 سوايع في النهار شاك جور تبارك الله شاك جور حتى السبت والحد بحال مخاطر ما فهمتش داك الجهد منين كان عجبك اللعيبه من ما عرفتش راه حد الان كنسول وماشي كنت بوحدي راه كنا بزاف دراري بحال ما كان واحد الجهد كان خيال لا شو وصلتو ديك ستيت ديال الفلو الدماغ ديال فرحان انت فرحان الدوبامين فهمتش تفرقع في الدماغ ما يمكنش تبقى مثلا فهمتي انا ضربت 14 16 ساعه كاز قدام البيسي ما نقدرش ندير هذا دابا ولكن بداك العيب كنت ما يمكنش
فهمتي الدماغ ديالي تتحسوا واحد واحد ستيج كتحس بواحد واحد الحاله نفسيه ديال صافي راك ملك الدنيا وما عليك. وتخيل معايا وانا كنتريني يوميا مع لونترينور ديالي صراحه الله يطول لي عمره شكرا ليه بزاف امين كان كيخدم معاه وكان غير انه كيعطيني لي كور ديال 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 لا سيرو كنت صاحبه وكان كيعطيني دي كور اخرين معاه في لاصال ديسكولاسيون ديال لا سوكلاس وكذا هي معايا باش ندير ديك الفيلم عبالو انا شفت البليت ديال ديال تحطي عبالو قال لي اشنو غادي نديرو غادي نديرو صالطو اشنو هو صالطو هو نفس الحركه ما كتحطش يدك كتشقل بهنوك انا قلت لك صالطو وانا علاش باغي ندير هاد الفيلم بوط صالطو من الحوافز اني عجب المزاج خاصك تفهم المشكل ديال الاستاذ العربيه فين حطك هنا حاضر الاستاذ ديال العربيه ما عندكش شي حاجه باش تثبت راسك ما تعرفش تلبس ما تعرفش دوي انت خش راسك كاع غتكون عندك واحد الميزه دابا المشكله دابا هي الخريطه من الاول غلطه راه واخا دير سالتو ما تعجبش البنات ولكن هذاك الشيء هادشي اللي قال لك راه هادشي اللي قال لي راه شتي نقول دابا حتى انا كتعني نفس الخريطه غلطه شي حوايج كتضيع فيهم الوقت هادشي اللي كاين وانت ما عارفش صراحة عاود نص سالتو العاجي وانا شنو وقع قال لي غادي دير دابا روندات سالتو روندات سالتو هي واحد بحال قلت لها با وتدور في القفل بلا ما تحط يدك وانا حاج هذه الفرصه فين غادي نعجب البنات غادي ندير غادي جاي يقول لي انا مصطفى وجوج الناس كيباريوني جوج الناس غادي يشدوني وانا اول مره ندور وتخيل معايا راه شي دابا كندوي على 8 شهور وانا كنشوف الناس كيدوروا يعني فاهمه في دماغ عندها ديك لا اش تخيس تقول هنا بدا تفضوا الزوج شي اسمع عمل لي تقطع باق صغير دابا انت دابا انا مع دار ديك باق كنت راسي كنتفرج دراغون بول زيد يا طاح سنكيا رجع الله في السنكيا تنتفرج في هذاك بيكولا كيتريني بولدك ولدكو دوكو كيتريني بيه ومتبع متبعنا اسمع اسمع نتبع شوية ونسمع ستوب خاص الموبيل كنسمع ستوب وانا بحال موكم قرعوا كلش في السانكي وندير ايه كنشوف واحد القنت واللي يدير ديزوم كيغرق وانا بقى راسي بلاصة اللي لقيت راسي بلاصة انا عندي الشعر طويل حد هنا كان عندي الشعر طويل وانا باقي دماغي خاصني نجيب الباك شاتي رجعت دوك الذكريات كلشي شكون اش كندير هنا اش كندير هنا كنت كنفرج في دراغون بول زيد وكلشي كيموت عليا كلشي تيموت عليا كيشوفوني بغيت نحماق وهذيك اللحظه اللي وقعت ليا غبرت يومين يومين وانا في الذاكره ديالي ما كايناش حد الان وكيعاودوا لي الناس كنت كنقول لهم نفس الهضره تنقول قلت لك تم تعاودوا انا وياك قبيلاش نفس الهضره اخر تضربت ها هو كعاودت ضربت درت واحد لاكسيدون طحت من الموتور وتضربت في الراس ولابس الكاسك الحمد لله يومين فهمتي انا ما كاينش كنوض تنقول لهم فين انا علاش جيت هنايا السؤال اشنو علاش اجي نعقل بعد شي يومين نطونا نقول لهم هذاك ما عاقلش عليه هادشي يقولوا لي ياك انا هنايا عند ديك اللحظه ولصقه مع هادي نط في الطالون نقول له كيفاش انت جيت هنايا ويقول واحد الكوزا طلعتي لجي امنا في راسنا كتعاود نفس الهضره يومين اش كيوقع في صحابي كتحلم ولكن تندير لاكسيون كتحب كتحلم عرفتي ديك اللقطه في الصباح بكري ملي كتنوض وكتقضي الغراض وكتمشي للخدمه وانت راه باقي ناعس عرفتي ديك اللقطه انت راه كتحلم راسك دابا وطاب جاي وراه كضرب الصح وكيصحابك راه كطار هذيك ديال اللقطه فهمتي هادشي كيوقع لي اشنو وقع اشنو وقع اللي وقع لي ملي درت هاد اللعيبه خوتي تخلعوا خواتاتي تخلعوا خوتي تخلعوا اش قال الوالد الوالد ديالي ما مسوق لياش غادي يقولوا لي راه فلان كيتريني اشنو قالوا لي باش يجلسوا كيكون قالوا لي شي حاجه قالوا لي كيدير الرقص الشرقي اقسم بالله يا الله انا غادي الوالد فخيه قال لي ولدك تيدير الرقص الشرقي
جاو عطاو الجملة اللي ما يبغيش يسمع. وانا راه على بلا دابا انا وليت قدام الحلم ديالي اللي هو السير، ما عرفتش ندير بها، عاجبني وبغيت ندير. اشنو قال لي دماغي؟ قال لي دماغي اخي بحاجه طرات طرات فقدت الذاكره، ما قلتش راسي راه غادي نطرا شي حاجه خدم. صافي كمل فهمتيني، وليت واحد شويه من الصعيب يراقبني صعيب. مشيت كنترين وقت كنترين يا صافي. من بعد ما كملت داك العام، ولكن داك العام اش درت فيه من غير لونطين الفرونسي؟ اش كنت كندير؟ كنت كنشد لوبينيون كنلقى ابوزي على باسا لقى قهرت قهرتهم في الدار. كنشد الورك مان ديال شارل ازنافور ديال جاك بريل اون فاس ميلتون فواتون لا بوام، وكنلقى صوب شي خايب وكنلقى عليهم بالفرنس لوبينيون ادوزي على باسا لوبين. ودابا التكنيك ما كانش التكنيك ديال التعلام بحال دابا. التكنيك هي انك تقرا بصوت مرتفع ديما، لا تقرا ديما عاد بحال فورست غامب. انا كنت عاديت فورست غامب تقول شحال عندك نفس صافي. سال العام كملتي في السيرك ولا وقفتي السيرك؟ واش بلاتي سال العام قريت الفرونسي وليت عندي نيفو اللي نقدر نكمل به قرايتي وي ياك. ودرت وكملت في اللعيبات، وقلت دابا في هذا البريود غادي ندير. انا شنو كان كيعجبني؟ كان كيعجبني الرسوم المتحركه، كنت كنتفرج لي مونغاليز عنين بزاف. تعجبني هادشي ديال الفيديو الطروة هادي وكذا. كان عندي واحد صاحبي الله يذكره بخير سميتو يونس عمران، هو اللي كان كيعرفني بهادشي. عنده بيسي وكذا، وكان كيوريني لوجيسيال سوني فيغاس وكذا، وكان كيبتا انتريسا. قلت يا اشنو غادي ندير؟ غادي ندير الاوديو فيزيوال، هو اقرب حاجة لي. الشيء اللي كتبغي اللي كنبغي صافي. قلت هاد وما كانش عندي كاع في بالي اني غادي ندير قرية ديال ارتيست بروفيسيونيل، لاني اصلا انا ما تيقش في راسي. انا مشكر بصحابي اخي بواحد في ليكيب هو انا فهمتي الفيلم. ولكن اخي انت نحييك الاستمرارية الله يحفظك. دونك شنو درت؟ اللي درت هو انني مشيت دفعت السونتر. السونتر عندك حق دفع جوج، سواء ميكانيك اوتو سواء حاجه سواء حاجه. انا حيت الميكانيك اوتو بقى عندي العام ديالي في باك باقي فيه عام اخر، درت جوج ديال لي سونتر، درت الاوديو فيزيوال ودرت سوكور رايز انفورماتيك. وطبعا القصه باش تكون زوينه ما تقبلش في الاوديو فيزيوال. هادي باش تكون القصه زوينه. علاش بغيت هادي؟ دونك ما يعطيوهاش لي، هادي لبسوني الاخرى. ما عطاونيش الاوديو فيزيوال على النقط ديالي ما كيدوزوش، حيت خاصك تكون قاري 14، ماشي خاصك تكون فنان ولا كيعجبك داك الشيء. لا لا خاصك 14، خاصك تكون جايب 14 في فرنسا عندي معروف عندك الصاد. اجل جاب بغيت نفهم اجل جاب فهمتي. ما درتش انا كاينه المشاكل في التوجيه. ما درتش هذا الفيلم هذا ديال الاوديو فيزيوال لهذا السبب، ما تقبلتش فيه واضطريت اضطرارا ندخل الاوديو الريزون فورمات. وطبعا واخا الوالدين ديالي انا ما حاضرينيش وانا بحال شي حريقه، ولكن كان عندي واحد اللياقه كون ميم خاصني ناخذ شي ديبلوم فهمتيني. كان خوتك كذا مزيان اخي فهمتيني. فشنو اللي وقع؟ بديت كنقرا وبديت اش كندير اون باراليل. كنبقى ترينين وكنقرا كنقرا هذاك الريزو، وكنمشي غير المواد اللي راسق ليا اليوم الحال، واغلبيه الصباحات ما كنمشيش فهمتي. بارت تايم حتى كتقرا بارت تايم. وكنجي وكنريح مع الاستاذ وكنفهمو واش كيقول، وكنبقى ندوان وياه حيت صاحبي داك عمران كنت طايح في لا فورمات كنت انا سابقهم شديد فهمتيني. ديك الساعه يلاه غادي يخرج اليو اس بي 2 يلاه غادي يخرج الرقيب. تندوي شنو الفرق ما بين الفاير واير، عرفتي داك الفاير واير واليو اس بي 2 وكذا، شنو هما لي ريزو. كنت كندوي معاه وكان داك الشيء متاح في الانترنت، وكنقلب وعندي القابليه اني نقلب الانترنت بالانجلي وبالفرونسي يوتيوب فهمتيني. كتقرا وكتفهم كترجم وكذا، ولكن الناس ما كانوش كيديروا هادشي. كانوا اغلبيه الدراري كيقراو كيدخلوا غير باش يدسوا مع الصاطه. لا والله لا بالصاطه ديال المدرسه. انا كنجي مركز، وكانوا كيردوا معايا الدراري الباب تيقول لي الانفو سوينغ، ما كانش سميتو سوينغ، الانفو مصطفى كيدير ها عارفه راه غادي يقول شي بلا. واشنو كنخدمتي؟ كنخدمتي نحضي الاستاذ يقرا. هادي خدمت، هادي اللعيبة كنجرو عليها من المدرسة، كنت خادع مزيان. خدمتي حطيف اخي، انا كنت بعد الاستاذ تيخطم لي لا ماشي هاكاك ماشي هاكاك ويقول لي جمع حوايج. لا ولكن هادو كانوا الروح الرياضية، كنت هنا كيقول قناع كنبقاو مضاربين وكان بالنسبة للدراري مجتهد، ولكن حيت ما كنتش كنجيب مزيان، وحيت عندي مشاكل في الاورتوغراف كنت في ليكري كنت كنعيان في الاورتوغراف لسببين، اني ما قريتش الفرونسي وانا هيبر اكتيف. لسببين الهيبر اكتيف راه دي وبي عنده فيها مشكل، راه بحال اللي على ديسليكسي بحال ديسليكسي كيكون عنده مشاكل في الكتابه. عندي هذا السبب وهذا السبب ديال لا ديسليكسي وهذا الهيبر اكتيفيتي ما عرفتو حتى هذه عوام مؤخرا
بسبب انني عندي ولدي بغيت نعرف اش من عنده. كان عليه واحد الفيلم لهذا السببين وانا ما عارفش، فكنلقى راسي ديما مباني انا في ليكري مشاهد القاسم، ولكن في ليكري تكراسيت انا الاخ في القاسم، ولكن نجحت دايزا الحمد لله. انا واحد صاحبي حنا واحد من الاخر غادي ندوز عامين ضربتي عامين ضربتي او ميم تو كنترين، وانا كنترين شنو طا بديت كنتعلم فليبات، بديت كنتعلم سطور. اشنو الهدف عندي؟ عقلت انه كنترين على قبل التيتيز وي ركز معايا. مشيت عند الترينر ديالي وقلت ليه شوف صافي اجي نمشيو نعلمو هذا الشيء للدراري ديال لي سيليوتي، وانا ما قلتش الدراري البنات علاش انه باسيف باش توصل لوبجيكتيف. لوبجيكتيف مشينا قال لي فكره، هو الترينر ديالي قال لي فكره مزيانه نعلمو الفاسمين. ملي مشينا عندهم دخل هو عندهم واكسبت ادخل دو معاهم، قالوا لي عطينا شي حاجه نشوفو خدمتك. ما لقى عنده تصاور، ما لقى عنده فيديوهات، ما لقى عنده والو، ويقول لي يا خي سطوف راه فعلا راه هاد القضيه راه خاصنا فيديوهات. قلت مزيان نصاوبوا فيديوهات. كانوا معايا الدراري في ليكيب، واحد من ليكيب كانت عنده كاميرا كذا، هو اسامه هو اللي اورغانيزا الحفله وداكشي، جمعنا الدراري ودرنا داكشي ديال لاكروفاسي وداكشي ديال حماد وموسى عصايب فهمتيني عصايب، وهذيك الساعه لا كنتعلم راه من بعد غادي نلعب الحلقه في حماد وموسى باش نعرف اخي ناض انا محتار والله تلعب في الحلقه شحال من خطا فهمتيني. لا جاتك في شكل هاد القضية. لا لا والله اخي والله الا الحلقة والله الا الحلقة الا طيح مع ناس. شوف شوف غنقول واحد القضية، انا جربت شحال من خدمة، جربت انني نبيع، جربت انني نجر الكراس ديال الحوت في المرسى ياك كتعيش عالام، وهاد الكراس ديال الحوت الوالد ديالي انا راه بخير عليه ما يرضاش بيا ندير هادشي. وكنت كنمشي نديرها باش نشوف الناس كيفاش كيديروا، بغيت التجربه فوق حب الفوضى. واخا راه تعلم منها بزاف، كتشوف الناس كيفاش كتشوف النيفو القيمه ديال البشر كيفاش دايره بارابور شنو كينجز بارابور الوضع ديالو. بحال دابا كنصات اللي كيبيع الكارو في المنصه بحال اللي قلتي هو الاب الروحي فهمتيني، مقدس عندهم، وراجل كبير بوزي كيبيع لك كازا كذا كلشي، وانت غادي تجر الكروسه ديال الحوت راه ما يمكنش، خاصك تكون جار الكروسه ورد البال مع الحوت ديالك، لانه كاين واحد الشفاره كيديروا قطر لك الحوته من والله ما شفتش شي خطرات بالك قراصين قراصين. وانت خدمتك مع هذا الشيء كنوضوا مع 3 الصباح كنمشيو بالموطور كنمشي بالموطور بيج وشنو كندير كتلقى الحوته في السوق الحوطه داز لا داز كتبير مع 3 الصباح خدمتنا نطيح الزهر عندنا نطيحوا في شي بار كنخرج باش نخرجوا مع الحوت ندوروا واشنو كنت كندير؟ ما كانش عندي كروسه، كنت كنجي كنلقى الكراس ديال الناس اللي خدامين كناخذهم ليهم، انا جيت قبل منهم فهمتي كناخذهم وكنبدا خدام بهم، كنوصل الحوت لواحد بعيد كيعطيني 10 دراهم كذا، كنلقى راسي ضربت ديك 10 كنت الصباح 11 جمعت واحد 40 درهم 50 درهم ومقيله الحوت، هذيك مقيله الحوت هي اللي في كل فيلم كندبر على الغدا ديالي. واحد النهار حتى جمعنا 50 درهم وقفنا بوليسي حطينا عليه وزنا ثاني اخي خدمتي خدمتي هذا كنت تاع الشهر تاع الشهر المهم هاد اللعيبه ولكن اخي شوف كتعلمت تعلمت الحياه هاد اللقطه هادي جاتك دور ولكن تعلمتي بالحياه اللي كاينه سميتو كاينه ديال الظلم خاصك تكمل بيان سور هاد اللعيبه كانوا كيعجبوني وهاد اللعيبه ديال الحوت راه درتها وانا واقيلا في الليسي انا مازال في الليسي مشيت درتها هاد اللعيبه قبل لا ندير هادشي لعيبه السيرك. المهم ملي بديت كنقرا في الريزو انفورماتيك عامين بقيت كندير هاد اللعيبه الساط مشينا بغينا نبيعوا للناس ديال ليوطي قالنا لا جي ندير الفيديو تما بديت كندير الموفي ميكر عمليا بديت كننتج شي حاجه اللي غادي تولي عليها تقضي شي حاجه تولي فعاله غتكون اوتي فهمتيني. قلت لي واحد كانت عنده الكاميرا واحد كانت كان عنده كاميرا انا خدمتي كنت المونتاج والبي سي ديالك البي سي شراه لي الوالد شراه لي الوالد الله يرحمه ملي دخلتي لي ستي جو بونس لا ولا قبل لا الوالد ما كانش كيعطيني فلوس ترونسبور تيقول لي دبا الوالد ديالي انا عنده واحد العقليه في شكل غير ما تجيش تقول لي فلوس وعيش حياتك وشريتك بيسي لا شرا لي الوالد في بيسي ديالي فاش كنت في الليسي ابري هذاك بزز ولكن من بعد بيان سور شري من بعد ملي غادي نبدا نقرا في لا عاد بزز لان كنا دوزنا بزز بيان سور انا خوت ولكن البيس اللي غادي نخدم به غادي شريته انا من فلوس الوالده حيت كانت مات وخلات شي ارض كذا لعيبات فهمتي الفيلم الوالده عندي كان عنده واحد الفيلم ديال انه خص تكون عصابه جو ريسبكت هذه الهضره ديالو ولكن تقفص هذه هي الحقيقه كنت كنمشي بيكاله كنت كندير اوتو ستوب كنت كندير باش نمشي للسوق انا خي سوين قال ندوز معاك الاخر ونعاود نرجع لكم دابا تكرفصتي دابا اليوم وانت جالس كتقول مزيان ضربتي هذه الطريقه هذه ولا كتقول
لا ما عمرك تكون نادم على شي حاجه لانك انت عباره عن تراكمات ديال الماضي ديالك سيرو غتكون شي واحد حاجه اخرى فهمتي ما نقولش شفت ديك المرحله شحال من حاجه كانت ما تعجبكش كدوزتيني نتولي داك الشيء عاد لا انت تراكمات الماضي ديالك ما يمكنش تكون شي حاجه اخرى دونك هذا هو الفيلم مشيت درت مع الصاد صحيبي بدينا الفيديوهات وداك الشيء بديت كنت انتريس الفيديوهات موفي ميكر كنت كندير موفي ميكر كاع كندير اللعيبات وميم طو كنترين مع الوقت بدينا كنطوروا هذيك الفيديوهات كانوا اول مره يطلعوا في يوتيوب كانت لاشين مصوبه سميتها رفود ونسيت لها المود باس رفود بمعنى هذوك لي زاكروباسي ديال احمد ومصطفى ياك كنت مصوبه ومشاد ديك راسي كنت لحقت الفيديو الاول بديت انتريس الناس يلاه بدا يوتيوب كان خلينا رجعنا اللي سيليو طيا زعما راه اصبر راه حاجه كتر حاجه راه هادشي دابا حنا صوبنا داك الفيديو حطينا في باش يرجع لي سيليو حطينا في اليوتيوب حطينا في اليوتيوب بداو يشوفوه الناس حيت صايبتو الفيديو باش توريو لي سيليو باش مشينا هو متروان ما دخلنا واي واي متروان ما تحت شي هذا ولكن بلاش كاينه الوحده اخرى الهدف الاخر انه بدينا كنصني كوميرسياليزنا الفيديو ولا بنادم كيتانتريس الخدمه ديالنا ولا لا دوموند وسام دار واحد الحركه ذكيه كان واحد البرنامج سميتو تشالنجر عرفتي ديال المقاوله وداك الشيء هو مشى دفع عليهم مقاوله ديال بناء مدرسه السيرك وكانت اتيرونت من ناحيه رنانه من ناحيه الميديا وبداو خدام بداو يجيو يصوروا معنا دوزه وبدينا كنبان ودرنا انا خاصكم تشوفوا الفيديو ديالي انا نوريه للناس كتكلون دير كلون العيبات هنا وشعري كذا وواعر في الكلون معاه واعر هاجيني البيسه وغادي ندوز في الحفل لايف ديال دوزان انا كم اخي والله الا كنحييك الله يحييك ربي معاه وانا واحد بري صاحبي قدام لجنه التحكيم كان فيها كريم التعزي كانوا فيها وانا دايز كنلعب لهم ارتيست ديال السير وبيف بدينا كنتعرفوا وكذا والسميه ديال المجموعه كانت سميتها كازا اكروبات انا صوبت لها اللوغو كدا وهذيك كازا اكروبات من بعد مشى العرب زغوط طان في دير بوم طوب مشاو كنتي معاهم ولا لا ديك الساعه كنت بديت كنختلف انا وسامه فنيا في النظره ديالنا للسيرك انا وليت كنشوف السيرك دو سولاي اللي سدوا دابا واحد السيرك تراديسيون كونتمبوران هو في باقي في التراديسيونيل في هادشي فانا زادوا فمشيت ليكون السيرك شنو اللي وقع قبل ما نمشي ليكون السيرك درت هاد اللعيبه معاهم بدينا كنبانوا كدا التالنجر كدا وميم طون دراسه خديت الباك ديال خديت الدبلوم ديال وليت عندي حياه متوازيه نص لونطريمون نص فاج في الدراسه ولكن وليت ساليت الدراسه خديت الدبلوم خديت الدبلوم مشيتي للعمل ولا ما كان عندي والو ما كان بديت كنتريني وما كانش داك السؤال اللي قلت لك نابت وكنابت ما كانش شي واحد كيسولني انا كنت غادي نخلي السوق باش واش خوتك بزاف عندي خوت هذا شحال واحد عندي خمسه دابا عندي خويا من الواليد وانت صغير ولا كبر من انا صغر مني واخر فوالا راه حيت مركزوا على الواليد بزاف لا مركزوا على لا بالعكس بالعكس شو هذا محتار كتقد التركيز على الاخر ملي ما كاينش التركيز على الاخر ما لا كيكون الاول كبير سيرتو حنا الدراري حنا ثلاثه حيت كانوا ثلاثه بنات الواليد كان باغي الدراري تيكون الاول الدري هو اللي كيتعرف هو داك اللي كان خويا كبير الدرك كامل كيدخل للصال وانا لا وانا باقي ندري والاخر الصغير كنت معلي في الواليده وانا محشر انا الوسط يعني يا اخي زوين المهم معلي خديت الدبلوم خديت الدبلوم ديالي يجي عندي واحد الدري صاحبي يقول لي شوف الصاط راه غادي تخدم معايا ستاجير في واحد الشركه كيبيعوا هادشي ديال الماتريال اوديو فيزيوال الله غادي نتعلم الماتريال ديالي بحال هذيك الفورماسيون في هذاك الشيء اللي غادي نخدم به اللي كيعجبني لان ديجا كندير في السير كنصور وكذا وميم طون شحال 16000 درهم شحال بقيت بهذا السير عامين عامين تقريبا تبارك الله دابا شنو المشكل اللي كان عندنا في العائله فشنو هو المشكل ديالنا الضغط العائلي والاسري وداك الشيء انك خاصك تكون كدير شي حاجه انك تكون كدريني السيرك ما كدير حتى وزه راك انت ملعون عليه واخا ما بغيتي ولا ما بغيتيش راه ملعون عليه فكان اوبليجي خصني نخدم باش نقول للناس راه انا بخير وميم طون باش نلقى ما ناكل لانه انا كيفاش كنقتات واعيش هذاك الشيء في الثلاجه لقيت داك الشيء في الثلاجه غادي تاكل جيتي معطل حيت كتريني ما تلقى حتى شي حاجه تيخليو لك الماكله في جبانيه بارده فيها واحد الخيط زوال تحت كتمرض حتى العيبه الا لقيتيها فهمتي فين سبق شي واحد الا ما دارش اللي قبل منك طرك شي هادشي راه ما كاين زعما راه كاين الخير زعما ماشي ولكن هو كذا التربيه كذا التربيه تجي في الوقت الماكله تجي في الوقت الماكله ما كاينش سالي دونك هذا الفيلم هذا خلاني انني نقرر نخدم فلقيت راسي اش ندير لقيت راسي خدام على باش ناكل
اش ما نقول لك تقول واحد المعادله خايبه هي صرا غيسوين كان ملي بديت في الطريق كان خدام باش ناكل كنجي كنبقى خدام وكنت نيه في الخدمه زعما كنخدم ديالي اش ما كان عاد نسمي البوست ديالي اللي كنشد فيه 2000 درهم ماناجمنت ديريكت ادمنستراتور ريزون فورماسيون تي عطاوك هاد اللعيبه ادمنستراتور ريزون فورماسيون كيعطيك بيرو و تليفون انت كارت فيزيت جاتيني صافا الكيك تحس براسك عندك قيمه وانت شد 2000 درهم جاتيني احساس عجيب وكنت كنخدم كنت كنضرب تمارين والاشكال ديالي انا كنت كنخدم وكنبغي نريح ندير المونتاج وكان هذاك الفيديو الشركه ديال الاوديو فيزيوال كان عندهم برامج ديال الاوديو فيزيوال كنت كنت انتريسي السوفت وير كثر كان المدير فاش كيشوفني كنسالي خدمتي تعطيني خدمه اور خدمتي تعطيني اكسل كلاسي برودوي كذا واش ما كانش كيحمل ما كنتش كنحمل انت باغي تمونط انا باغي نمونط واش كندير ملي كنسالي الخدمه كنسالي مع السكه نمشي نيشان للجاردن ترين ترى مقادرين انت تسركني كنقادرين واحد صاحبي واحد صاحبي قال لي ما تعرف والو واحد صاحبي كان جليجي كيصاوب الزليج وكان كيضرب تماره ديال الله الحق ياك وكيجي تريني معاه وانا تنقول ليه السطر اللي جاي من الخدمه عيان كذا قال لي قال لي اخي بلا بلا انا تيبدا يضحك عليا يقول لي بلا انا واش عرفت وتنقول ما كنفهموش لانه كان طياره تبارك سميتو محمد طياره واحد النهار يقول لي يلا معايا الخدمه قلت لي صافي تمشي ديسكوفري عالم اخر قلت لي مشي معاك الخدمه مشينا الخدمه عنده اخ زليج غادي نمشي واحد البروجي في اناسي عرفتي الشركه الاقتصاديه راه باينين تما وبا هو اللي شاد البروجي هو خدام مع با عرفتي شنو كانت خدمتي نطلع عرفتي داك السيتير اللي كيهزو دوك اللعيبات في الميناء هذاك السيتير ديال الميناء وي وي كامل عامره زرليش ماشي زعما السيتير سميتها القروه لا كيكونوا كيهزوا واحد اللعيبه فيها لي برودوي ماشي 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 كونتونير كبير غير هذيك عامره زرليش خاصني نهز الطروازي خاصني نهزك شي طروازيام كامل نزل لك الكلاركي والله عرفتي بقيت كانه باش كتهز بيني بيني دونك يا محطوطه انت كتهز هذاك بارتي الزليج والخناشه الزليج الشيما السيما وكنطلع وكتخلط البغلي طاب دخلتي لبني دابا بني عطاوك هذوك لي طاش ديال اي واحد كيدير وربي تقول بالك رجع للبيرو ديالك وربي عرفتي شنو هو احسن لحظه في داك البني هي لحظه الجميله مقدسه مقدس ديك كتكون هو طارق عرفتي قال لك واحد الفيديو قال لك الفيديو ديال رشيد قلت له وما كاينش ما احسن من ديك الجميله جميله ابنينا يا صديقي ولكن ما مشيتش علاش مشيتي باش تجرب ولا مشيتي مشيت باش نجرب نهار لا كنت معول يعني كنت محنسر كنت محنسر خرجتي من خرجت من الخدمه نقول لك خرجت بقيت واحد البريود محنسر فهمتيني كنت محنسر قلت بغيت نعيش كنت نخدم مع سيمانه جوج بانديباني وي عملي عرفتي تخيل معايا راه مات عليا بالضحك تخيل معايا انا مريح كنتامل خرجت طلعت في التروازيام حط داك الشيء بديت كنتامل في الشونتي كامل ندير شحال نهضت السمان انا تخيل معايا ملي مشيت للدار مرضت الدراري 6 ايام وي طرا الله يطهر مرضت حمى ميتو بالك شحال حمى ما كتكونش وارف الدق وكتدوز للدق ديريك حتى انا طرات ليا كنت زيد شي خناجه طلعته من الدار وصغير عرفتي مع المراه نعست واحد جوج سيمانات عاد مرضت يا بصح والعضلات ديالي كامل كيضروا ما يمكنش وانا نقول لي فهمتك اخويا محمد كان هاي ليفل السطر كان هاي لكن واحد الدراري عندهم واحد الاراده حديديه اشنو كان الهدف ديالنا واسمعوا واشنو كان الهدف ديالنا كل الهدف ديالنا لانه وقع لنا ديك الساعه انا كنقرا انا كنخدم وقع لي الخلاف مع اسامه الايوبي اللي هو لونترينور ديالي اللي ترينا بيا وعطاني وقت وكذا وقع لي خلاف فني معاه فبغيت نثبت ليه اننا فنيا نقدروا نديروا شي حاجه احسن ماشي هذا هو فولينا كنترينيو انا وهذيك الدريه ديال الحزب المنشق عليه كنترينيو شاك جول الهدف ديالنا نطلعوا العرب زغوطا ورا انا تسو ارا زغوطا ويلي ويلي الدراري عاد نعرف القرعه وديك السكوات درت اول مره كنسى اول مره واحد قرب انا شي ما عرفش اخي هادشي حلم والله الا كنت عاودت لي شفت الحوايج ولكن ما عمرك قلت لي واش لا واش دستي شفناك دستي التلفازه ولا نقول لك ترينيت مع لي زيكيب ديالي وبدينا كندير داك الشيء ديال الحماق ديالنا والنيفو وكذا والمشكله ديالنا من بعد ملي دخلت السيرك اللي كنت سير بالقواعد بديت كنفهم المشكل ما كناش كنعرفو نترينيو
كناش كنعرفوا لي باز، ما عندناش لي باز، ما عندناش لي باز ديال القواعد. كنا كنشوفوا شي حاجه واخا ديك اللي كنديروا كنديروا وطراو لنا مشاكل، طراو لنا حوايج خايبين. تلقى فهادشي شي مره ما كملاتش السالمه. لا لا لا، كان واحد النهار دري واحد الدري صغير سميتو عبد الملك، راه دابا كيتريني في ليكول سيرك، سميتو عبد الملك تهرس لينا من رجلي بسبب واحد الحركه صعيبه درنا، وبسبب هذيك التهرسه ديالو تكرفسنا من بعد كنوجدوا عرب زبوطانت. فهمتيني؟ المره الاولى في عرب زبوطانت تخيلوا معايا، غادي الحلم ديالي مشي لي، غادي يصيفطوا لي الايميل وما غاديش نقراه، غنقراه معطل. ولا غادي يصيفطوا لي ديك الكلمه ما فهمتش لهضرات، غادي حتى كيصوني عليه يقول لي فينك راه كنتسناو. عاود بان لي الله الا نتيوب في الساعه ياك. بارطاج غادي ندير بارطاج يعني. عاود طلق اللايف عاوتاني، ما عرفتش اخي شنو هذا. كيوقف شافونا قالوا هذا تيطول في اللايفات يخليه ساعه صافي. كنت تشوف قلت لي اخي سوينك في ساعه، انا كيوقف عندي في ساعه. مزيان عاودكم على هذا اللايف دابا ديزاكتيفي لي كومونتير قلتي لي. دير كليكي هنايا لكن انه هذاك العرب زكوطانت اللي بغيت نمشي ليه مره زقلت، عرفت شي تعصبت وداز داك العرب زكوطانت ما مشيناش، وبدينا كنريبيتيو العام الثاني كنريبيتيو كذا كذا كذا، ودرنا ايكيب ودرنا داكشي زوين وكذا، ومشينا للارض البطانة. اشنو اللي ضرني تما؟ حيت دويت في المغرب ولا في شي دوله؟ مشينا للبنان، تقبلنا في المغرب، داز كاسين ومشينا للبنان. وانا في لبنان كنقلب على داك التيتيز اللبناني، التيتيز اللبناني وبربي يا الدراري والله ما كاين شي تيتيز. باش نخبط لكم الامر، بغيت تكمل الجمله. كاين التيتيز هنا، هنا في المغرب كثار والله ما كاين شي زين. تنزلتي الشارع؟ مشيت شفتهم. هذاك الشيء شفت الشارع، هذاك الشيء كل مكان، هذاك الشيء شفت الباب. واش التيتيز الشارع؟ فهمتي؟ زباريت اخويا طارق، ما زباريت. لا 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 ما زباريتهاش، كنت زباريتهاش عندك اخي سوينكا سلو داون. ما نكذبش عليك. لا راه صوبيتي واحد طريق شحال من واحد كانوا غاديين لبنان، كانوا عشرة ريحين هنا، ما كاين والو، كاين المغرب حسن بزاف. الحمد لله. دونك وانا ما يجو اشنو بغيتي؟ خير الدول الاخرين كامل يقول لك المغرب هي المغرب هي المغرب، زعما انت زعما قادر تمشي لله، راه هما تيجيو هنا. دابا الفيلم اللي كاين، الفيلم اللي كاين هو كالاتي، اش قالوا لينا ولاد الحرام؟ بغاو يصاوبوا منا قصه، بداو كيقولوا لينا قولوا شي هضره في هذاك الانترفيو ديال اننا فينا الفقر المدقع وكذا وجينا من الشارع وكذا باش يحبكوا لنا القصه. فهمتي الفيلم؟ باش ملي نبانوا في السبيكتاكل نديروا واحد ليستوار. حنا ما قلنا لهم لا، حنا بخير شنو نكذبوا؟ شي محمر؟ لا ما عندناش مشكل، جينا بحال الناس ما عندناش. والسبيكتاكل ديالنا ما كانش سبيكتاكل، فما دزنا اين ابيرسيو، ما عندنا استوار، ما عندناش سبيكتاكل. وي ورجعت في حالتي. وانا نفهم ان داك كلشي داكشي سيدو الشهر كيجي يخدم بيك الفازه وسالينا من وراه ما دير والو، هو خدام بيك. هادشي علاش ندويت على داك الصواري فاش داز داك البرنامج، كدويت على داك المغني فاش داز ذا فويس، داكشي هو مغني كبير ويدز داكشي. انا فاهم وشفت داكشي، حيت من بعد غادي يخدم مع عرب زبوطانت، انا نولي هو اللي كندخل لي طالون في المغرب لعرب زبوطانت. يتو نخدم معاهم. اش تيعجبك سوين كيبدا من تحت تيوصل لها تينبت حتى درت علاقات معاهم وكذا. ما علينا، الفيلم اللي كان اننا ديك الساعه خرجت من الخدمة ديالي. علاش؟ لأن لقيت راسي كنتخلص 2000 درهم. السؤال اللي سولت كنا اشنو كنت كندير؟ الفلوس كيفاش كانوا كيمشيو ليا؟ كندير، كان عندي موتور سوينغ، سوينغ كان عندي موتور سوينغ شريته بالفلوس ديالي. خير سوينغ ما كاينش كازا، ما عندوش غير السوينغ سونترو. حنا مراكش. لا انا كنت اول واحد ياخذ سوينغ، ولكن سميتي هي جاي من حركة السيرك ماشي من سوينغ. فهمتيني؟ كنت عندي موتور سوينغ كندير فيه 10 دراهم ديال ليسانس كنمشي بها ياك، كنخرج في الغداء كنفطر عند مول المسمن والحرشه ياك بواحد اللعيبه، كتفطر بواحد 5-6 دراهم 6 الى طرتي 4 دراهم كتمشي. الغداء ديالي كنت كناكل 10 دراهم 15 درهم. اش كندير؟ كنجي كناخذ واحد خبيزه فيها الخضره والطون وداك الحوت سردين هذيك شركه، وفي العشاء تنجي ناكل شي طون شي. في الاخر كتلقى راسك خسرتي 50 درهم 60 درهم، هذا هو النهار، وكتجي ما نزيد وما كتشدش. قلت واش دابا انا عايش باش ندير هذا الشيء؟ هذا هو السؤال.
واش انا غادي نولي دير دار؟ لا. واش انا غادي ندير طوموبيل؟ لا. واش غادي انا كناكل باش نتنفس فهمتي؟ قلت لا انا كنخدم باش نتنفس باش ناكل باش نعيش كنخدم باش ناكل ففي الاخر راه والله ما غنموت بالجوع غنخرج هادشي اللي قلت ما كاينش شي واحد واش انا شفت شي واحد مات بالجوع؟ لا ما نموتش بالجوع واسمع اش موقع ليا لهذا القرار اللي غادي ناخذ غنتكرفس فيه اشنو غادي يوقع؟ اللي غادي يوقع هو انني كنت خدام خرجت من الخدمه انا في الدار بالنسبه ليهم راه خدام الدار صافي انا مالي انا باعوضه انا كنتقتات على الماكله ديال الدار انا دايز من هذا طفيلي ما بقاش الماكله في الدار وما عنديش فلوس بقيت 15 يوم بلا ماكله ولكن كليتي شي حاجه ما رضيتش نتسلف كنت كناكل نص صفيفر ماجع ولا واش درت فهاديك كنجور حبس لونطريم لان الانرجي ديالي ما تقدرش تبع حبس لونطريم وتجاوب تاع صافي ملي مشيت قدام لاصال راسي تري تشلخت فرحت ملي رجعت لونطريم وبداو الدار يجيبوا الماكله داكشي لقيت راسي اش كنقولوا علاش لان باش تاخذ واحد القرار راه تاكل العصافي راه ما تقولش لي ساهل ما كاينش ساهل راه ساهل عندك فيه واخا هذاك لاج ديالي مسوقش ولكن كاين عندك انك ما تاكلش تكون شواكل 15 يوم كتقيسك نفسيا بغيتي ولا كرهتي في داك اللعبه فهمتيني ولكن كتستافد كتفرح بها اللي وقع ملي ما نجحش انا بلان ديال لبنان كذا قلت غادي نبدل الفيلم ديالي غادي ندفع لي كره السيرك تما كاين فين كاين لي زارتيست ديال بصح فين كاين الحريفيه شحال عندي من عام 25 عام ملي غادي نمشي ندفع لي كره السيرك يعني قبل 10 سنين قبل 10 سنين قبل 10 سنين واش 25 عام ضدك ضدي لان الناس اللي كيدخلوا تما عندهم 18 عام الناس اللي كيدخلوا تما عندهم 18 عام انا بادي السيرك بادي لاكروباسي على 20 عام وقدر كاين اخي ديك المدرسه كنتي بدي السيرك قال من 18 عام دابا راه بداو يشدوا من الصغر كيبداو على 5 سنين على 5 سنين 7 سنين هادو هو انا ندخل على 25 غير هادي عام ولا ميم با شهور ريحت مع المديره ديال ليكول سيرك قالت لي واش فراسك فنتنت باش نقبلوك دو دابا ديال شي ساعتين نضاربين حنا بيناتنا باش نقول لهم شكرا بعدا الا قبلتوه باش يقبلوني حيت كبير فراس ولكن كاستينغ ديك السيمانه الكاستينغ دوزت طيار كنت جن كنفهم خدمتي كيعجبني السيرك كنتريني كندير كلشي وكنت بديت كنتحرك بديت كنلعب حركات صعابه فهمتي وتقبلت في ليكول سيرك اما اللي تقبلت في ليكول سيرك اش اخي سوينكا واحد السؤال اللي قاطعتك هاد ليكول ديال السيرك واش كتمشي للسيرك ما تيبان لكش انها بعداتك على المخدرات وبزاف ديال الحوايج مي بيان سور وي لانه دابا انت تقول اخي حاجه ديال الرياضه زوينه واحد القضيه الكاراتي السيرك عاونتني في لونتربرونيا كاونتربرونور وعاونتني اني ما نتبلاش علاش لانه كيفاش عاونتني في لونتربرونيا باش دير هاد الحركه تبقى تعاودها تبقى تعاودها وتريني عليها وتريني لي زاد شي حركه وحده راه ضربتي فيها دابا حركه اللي ديرها في السيرك مثلا في هذيك الماشين اللي كندير عارف انه راه سنين الخدمه وهي كتبان لك في سكوند انت شاف سكوند فهمتيني صافي فهمتي لو تدخل تكون هذه سالي هذا هو الترسان والناس تيشوفوا داك البرودوي الاخراني تقول لك واه الله راه كاينه تما بزاف سنين ديال الخدمه دارها في ثانيه ولا في دقيقه ولا في ساعه يقول لك وسهلا دايرها وسهلا دايرها هنينا واش فهمتي في الرياضه وفي السيرك تيبان لك داكشي عيني كتقيسها ما ديرش هاد الحركه تتريني هاد المده هاد الفلسفه ديال التعلم تانصطالت ليا هنا واقتنعت بها ولات عندي اي حاجه ورا السيرك ممكن تقول لي انا ما عرفتش شنو اجي عند شي واحد يقول لي عالم ضرف شي لعيبه عنده نوبل فشي لعيب انا تنقول ليه ممكن في هاد لاج ديالك كتريح تقرا وتخدم تخدم تخدم تولي تاخذ نوبل سليم اوكي تولي احسن واحد في الارض خدمه وكاين قواعد مكتوبه في هادشي خاصك تخدم 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 خي انا احسن درس والله الا قلت اخي و تعلمتي حركه وحده كنحييك الكونسيستنسي الاستمراريه عام وربع شهور باش تضرب صاوب راه انت بنادم دابا الدراري الله كيجيو تتعلموا شي حاجه تقول لك اخي هادشي راه ما خدامش شريه انت الله جيتي البارح انت والله جيتي البارح اخويا راه تيستيت جيت تيستيت انا جيت لك ما درت حتى شي حاجه تقول لي راه انت باقي الله تعلم شفتي هاد الفيديوهات لا وانت باقي حتى ما قريتيش هذا هو المشكل هذا هو الشيء ندوي فيها من بعد غادي ندوي فيها حنا الوقت ديالنا وقيله نبدا ندوي بحال الرجاله الكبار امور كانت ما كانش ليكزومبل
ما كاينش شي كعطيك اكزومبل وكنتي كتغلط تجرب وتغلط تجرب ما تيبانش ليك ما كيبانش ليك اكزومبل وكلشي اللي ناجح عندك مول الحانوت اكبر اكزومبل عندك مول الحانوت تزوينك يسري هذا الماكله لا وزيد اخي تسوينك دعاء وثاني على شي واحد ولا ما لقى شي واحد ناجح كيقول انجينيور ولا كان شي واحد عنده الفلوس شنو باين الهدف التيمايت من هذا اللايف اللي كنديروا هو نقدموا نماذج ديال الناجح هادشي اللي على الاقل ماشي في الكوميرس في اي دوم في اي دوم هادشي اللي كان واقع كنا ما كانش شي قدوات ما كاينش كنا عينينا مغمضين وغادي كضرب مع الحياه جي بوحد وغادي وما كضربوا تزكل فهمتي وهادشي اللي وقع كيكون شنو اللي كيكون عندك نتايا هو انه عندك القدره انك تريح مع ضلوعك في واحد اللحظه هدوء وتقرر بنادم شنو كيوقع ليه تيبقى عليه الصداع تيبقى الصداع عليه وخايف من القرار عمرو قرر عمرو قرر يشري تيشيرت ودابا مثلا انا ديما كنعطي المثال للطبه وسمحوا لي الطبه علاش كنقول ان الكارير ديالو طويله في القرايه تيقرا 12 عام في 15 عام كذا تيلقى راسو حياته كامله قالب ديال القرايه ملي تيخرج تيخرج طبيب كبير ادي الدنيا زيرو اكسبيريونس من الشام زيرو اشنو الاخلاق اللي كيدير كيبدا يخرج على الزواج غيتزوج ببساطه ما كيعرفهاش كترول له حياته هو كيتعامل هو راه طبيب كبير وهي واحد المستوى هو مستوى ولكن دماغه ديال الدري صغير علاش انه ما دوش في التجارب ما قررش بقى كذا لعيبات علاش كينصح واحد يمشي للجمعيات كذا فهمتيني كنعطي مثال الطب ماشي كنعير ولكن غير كنعطي مثال اشنو القرايه كتعدي القالب المجتمعي فين كيعدي لك التعلم راه هو تجارب في الحياه هو التجارب انا فاش كندير الحلقه فاش كنمشي لمراكش كندير الحلقه كان يثير انتباهي واحد الشيء هما دوك الدراري الصغار الحلاقيه وانا ريش حلقه فزين وانا ريح الذكاء عندهم راه ما يمكنش راه ما يمكنش الجنون عنده واحد العينين واحد الذكاء خارق قبل ما تنوي علاش انه مجرب مجرب انا ما تنقولش ولكن التجربه في الحياه كتبين كتنعكس على الشخص لا شو الواحد ولي شي السيمه هذيك اللي صاغ اللي كنا كنقولوا ديال مثلا دابا لي زيكول اللي شي خرجوا مثلا لي بيزنس هذاك لي بيزنس انجل ماشي بيزنس بيزنس مان بيزنس انتربرونور انتربرونور دابا تيمشي واحد تيقرا 5 سنين وكل عام تيخلص 10 مليون تقريبا واو دابا دابا الشيء اللي محمد قنا حنايا تنفولاج خونا مشى يقرا لونتربرونوريا مزيان فين مشى يقرا غادي يقرا 5 سنين وغادي يتخرج مزيان شحال كيخلص في العام 10 البركاج شكون اللي كيقري كيقري استاذ هذا الاستاذ هذا فات نزل معانا للسوق الطرب لا هذا الاستاذ حاضر يعرض عليه واخا مزيان انا اخي بان لي هذا لوكا هذا ديال هادو الى عطاب كل حاجه 10 المليون ونزلت تقاتل بالسوق احسن لي احسن لي خويا يدخل ماشي شي ماشي عاوتاني عند العام الجاي بلا ما تفرتي حتى ولدي باش سير دك 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 عيش عيش دك والله يا الله البيمنت معطل الفلوس ما داخلاش نشرو الريكوفري دك دك هذا نزل له انا نقول واحد القضيه زين كيقراو الناس في ديزيكول ديال لاغ ودريت شي الغرافيزم حيت دابا تنعاود القصه كنجي نجي عنده باش يدير لونتروتيا معاه شحال هو قرا في ليكول شحال كيخلص كيخلص 5000 درهم في الشهر هي تنقول انا النيفو ديالو ما نعطيهش 2000 درهم هي هادي 10 مليون لا تنقول انا ما نعطيكش 2000 درهم اخويا وراه ما يمكنش وكيجي بغا يخدم عندي مدير بس انه هو لانه يجي من الكولانيه كيكون معاه مشكل ديما ما تجيش تحطو بوزيسيون تبدا ليه من لا تيبداو من الفوق لا لا اسمح لي بعيد كل البعد على انه الواقع الواقع هو تجربه المدرسه كتخلق حتى هذاك المغرب هذا هو المشكل واحد ليستوار واحد البنت قالت شوف اخوين ومشات لكازا وعطاوها اوفر دومبلو لو 5000 درهم ما قبلهاش قالت الاخوين صافو جات في الدار ودابا مجالسه لا جالسه ما يمكنش راه ما تقبلش واحد الدراسه كتخرج في فيديو ديال اغلبيه الناس اللي بيطالعوا عندهم ديبلوم اللي ما عندوش ديبلوم محرك على اللي عنده ديبلوم تيولي الديبلوم عائق عندك سيشيك فهمتيني انا مثلا عايش القرايه خايبه مزيان الديبلوم ومزيان القرايه ولكن التجربه هي اللي مهمه وما تقنعش بداك الديبلوم ويكون راسك صغير وتفورماسيون ما ينفخكش ديبلوم ما ينفخكش ريح الارض راه ما عندكش داك الاكسبيرونس قول لي لا خي سوينغ انت كي تعلمتي الفيديو ايديتي من بعد شنو وقع اللي وقع انا نحاول نختصر لا لا يسير يسير شاد اللي وقع انا عايش مع القصه انا ارتيست ديال السيرك يلا يلا خرجت من ديك من ديك الشركه مشيت دوزت الكاستينغ ديالي تقبلت
جا عندي واحد الصاط سميتو ادم الله يذكره بخير اشنو قال لي فلان انت يا فنان ارتيست حنا كومينوتي ديال لي زانيم مونغا وانا قلت لهم كنتفرج في لي مونغا مزيان وي وي قال لي حنا عندنا واحد ليفينمون سميتو مانغا شي حاجه دير لي زوطاكو مانغا شي بلا ياك ما عقلتش على ليفينمون دير لي زوطاكو اشنو هما لي زوطاكو هما الناس اللي كيعبغيو لي مونغا وكيلبسوا اللباس وكيلبسوا اللباس ديال الشخصيات ديال لي مونغا قال لي الدري فلان اجبل ليك لبسوا شخصيه ديال اكاتسوكي واحد العجب لبسوا الكوسبلاي ديال اكاتسوكي واحد جروب ديال ناروتو ونديروا شي سبيكتاكل قلت لك انت لي جيستيون ديكيب راه مهمه اشنو لقيت راسي لقيت راسي قدام خمسه دراري لا يقشعون شيئا في السلك وخاصني نطلع بهم سبيكتاكل باش نبانو قدام التيتيز لا ولكن داك التيتيز سوينغا هو الحافز هو الحافز هو راه انت غتشد هذوك خمسه غتردهم بس باش تقدر تشري اللي وقع وتعلمتي الجيستيون ديال التيم تعلمت كل واحد عقليته كل واحد وكذا وكذا لعيبات وانا عاجب الحال حيت عندي هدف وراه غتحقق ذاتك دابا شنو اللي كاين صافي الدراري كذا تعلموا كذا درنا داك سبيكتاكل درنا داك سبيكتاكل ويدير بوم شحال خضر لك ديال الوقت باش تبريباري ما عقلتش كنا كنمشيو بريباري واحد الجرده ديال الدار ما كاين والو وكنديروا كذا تجربه لابس البيت في الاخر لبسنا انا عصيت لك فيديو ديال هادشي نبارطاجيه مع الناس هادشي كنقول كامل حتى غادي تشوفوا يدير الكلول وشعري طويل وكنقص راه واحد الحياه اخرى تنتعطل اربع ايام عاد تنحطوه في يوتيوب هاد اربع ايام صيفط لي هادشي اخي نزيد غنصيفط لك كلشي شوف غادي تبان لك محشر لا لا ناضي لا لا ماشي مشكل قلت لك ليكي هو هذا اللي وقع انه هاد السيد ديت كنتريني به كذا كنا سبيكتاكل التيتيز جميل عجبنا الحال فرحنا حنا دابا اوكي اشنو وقع ولاو ناس اخرين بغاو يديروا بحالنا ولاو بدا التحدي ما بين لي جون مزيان اللهم يلا خلي كوميونيتي واش اي حاجه كتبدا كتخرب ولاو الناس هنا في رباطهم بغاو يديروا بحالنا وكذا ملي بدا التحدي قلنا دابا كاين تحدي غير التيتيز خاصنا نبانو حنا الواعر خاصنا نحكموها خاصنا وانا كنت هو الكبير فلاش بي عندي 25 عام يلاه ندخل ليكول سيرك صافي درنا سبيكتاكل ثاني ويدير لهنا لهنا ويدير بوم وسبيكتاكل كان واعر في لعيبه ديال لي مونغ وداكشي ودرناه في مسرح محمد السادس خي مع دراري كامل ديال زاماتور وغادي يكون عند البوبليك بحال اللي كان قدام البارح في ميغاراما بحالو بوبليك كبير قول لي كان قدام عبيد وسميتو كبير وكلهم وطافوا لعيبات وانا في مسرح محمد السادس وكنديروا سبيكتاكل ديالنا وترينينا حنا راسنا فهمتيني هو طلع واعر انا ليك اكسبيرونس عندي ليك دير سورسان دوز مع اسامه وداكشي فهمتيني كانت عديت وعطيتهم ليك اكسبيرونس وزادشي مزيان اللي لاحظت الملاحظ ملي لاحظت بديت نشوف الكومينوتي حيت انا كنت كبير في لاج عليهم تنشوف الدراري منسالخين على الهويه ديالهم بواحد الشكل خيالي منسالخين يعني ما تيرضاش بهويته العربيه الامازيغيه وكيبغي كيقبل يكون هو جابوني هو راه مسميه ماشي جابوني هو وجهه ماشي جابوني هو مغربي هو مونغا صافي جراح هو هو داك كنت عزم داك الطقوس ديال شرب الشاي الياباني وكذا كيقدسوا هو الدراري تيبغوا حنا كنشربوا ولاو ساكنين معانا هنا عايشين ليه وانا نقول هدا هدا قلت ديك كنفكر انا واحد الدري صاحبي سميتو معروف وهو مانيت قلنا علاش ما نصوبوش مسلسل في انترنت اوكي وقلنا هذا المسلسل غادي ندويو فيه غنديرو بطريقه لي مونغا بنينا القصه ديالو بحال المونغا انت بحال لي في بحال قلتي هانتريكس هانتر شويه كذا في احداث واحد الجو كيطرى العيبات ديال واحد السحار المسلسل عموما ديال واحد السحار قال بلي ان هذا السحور ماشي سيونس بالقواعد ديالو غير هي بدل ما تكون بالماء كدير زغبات الفارميات كدير سيونس عنده القواعد ديالو
وصاوب كتاب وكذا واحد فيلم واحد الشخصيات وكتصاوب واحد الحبر وكذا روين أرى ليا قلت لهم نصور قالوا لي نصور صحابنا عارفين نصور ولكن ما تفكيتوش ما عارفين وانا شو درت انا مشيت عند واحد الصف قاري السينما وخلصت عليه قهوه قلت له اشرح لي بلان اسمع لك كيف تدقق قلت له اشرح لي اشنو قريت قهوه قلت له شنو قريتي قال لي قريت هذه 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 قلت له دابا هذا كي ما بلان سيكونس قال لي هذا ماشي سيكو امورس قلت له امورس سيكونس كذا وشنو كيشرح لي بلان فالور كذا العيبات كيشرح لي هذه وشنو كيدار قبل كنديروا ديكوباج من ورا ستوري بورد كذا كنفهم صافي قلت لي اوكي هذه راه ميتادور واش درت كندير قلت اشنو هي الريفليكسيون ديالي كمخرج غادي ندير انا ما عارفش ندير اللي خرج قلت غادي انت انسبير من الافلام كيفاش كنت انسبير من الافلام كنتخيل الكاميرا في المحطوطه تنقول ها الكاميرا في المحطوطه ها انا هي عيني هي الكاميرا ايش كيفاش طلع هاد الكاميرا كذا كنبدا نتخيل صافي قلت غادي نصاوبوا لا ميم شوز صوبنا ديكوباج تكنيك تخيل معايا لا ميثودولوجي اللي خدمت بها ديك الوقيته والله ما تيخدموا بها البروفيسيونال دابا حيت هو راني السيد امين قلت له امين قال لي ها كيفاش نخدموا في السينما قلت له امين عطيني لي موديل ديكوباج باش كنقطع لو سون غادي تكون فيها لو سون اللي فيها بالويطاج ما عندي لا ميكرو لا والو تخيل معايا كنت كنسجل وكنجي ندير الدوبلاج في الدار شنو واش درتي شي ميثودولوجي مختلفه لا الميثودولوجي اللي خاصها تكون اللي كتحترم ديال لي بروفيسيون ما يجي نشد الدومين دابا حاليا ما كيديروهاش بزاف كيديروهاش ما كيديروهاش فهمتيش ما نقول لك قلت اخي صنعتي شي حاجه سميها ميثودولوجي لا 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 زعما هاد الميثودولوجي قال لك هي اللي خاصها تكون وما كيديروا فاس فود خاص ماشي تكسيري بحال تكسي دونك خدمت هاد لافير جبنا الفيلم اللي وقع انا باش نصورنا حلقه واحده نورمالمون خاصك تصور سيزون انا صورت حلقه فهمتين واش كندير صورناها انا كنت الاخراج كندير ليهم السيناريو كتبته انا والدراري وكان السيناريو زوين ياك ما زال كنقولوا الدراري زوين انت والدراري تعجبني شي حاجه يكون فيها اكثر من طاقه انا والدراري لان تبقى تقول لا الدراري نتحبهم كوا بحال هكا لان كان عصف ذهني زوين مع ليزيكيب ووقفت انا على الاخراج وخدمت بواحد البيسي المهم واحد البيسي كان مكرفس مكرفس كنت شريته عند واحد الصاط وغشني فيه وشاري بفلوس ديال الوالده اللي خلات لي في الارض ما عنديش شي حاجه اخرى وغشني فيه وكان كيخسر وكنت خاسر فيه كارت غرافيك وكنت كنحزمها بالقيطان اقسم بالله الا كنحزمها بالقيطان ديال الارض وكنحل البيسي وكيبقى يفعل وخاصني نخدم بسوني فيغاس وكذا وكنت كنشد الدراري كان الكاميرا عند واحد السيد هو اللي جاب الكاميرا ما كانتش عندي وكاميرا ديك الساعه كانون وكذا واحد الدري خلص فلوسه من جيبه وشرى ميكرو كل واحد الدراري تعاون صافي وقدينا الدراري واش ممكن ديك الوقيته انا مشيت لكم السيرك شنو اللي كيديروا ولاو كيخلصوا عليا الترونسبور باش نرجع هما كيعطيو لي فلوس الدراري بلا باش نديروا داك الحلم هما اللي كانوا لي بروديكتور وكنت كنجي وكنمشيو للبوسكور وكنصور وصورنا ديك الحلقه الاولى وحنا نلوحوها في يوتيوب ولا في يوتيوب شحال 45000 ولا ديك الوقيته ديك الوقيته في 2000 والتناري وانا نلوح الحلقه الثانيه وبدا ولاو كيبارطاجيو لي جروب ولي باج شويه وتكتب عندنا واحد المجله مغربيه ولا على مغربيه اول مجله ديال صحاب انترنت ودايره ديك لافيش ديال هرمونز قداش واش شي دابا وبربي دابا شوف داك هرمونز شوف البديات ديالها تقول هذا الشيء زوين لدابا هذا النيفو اللي دابا فهمتيني والله الا خير انا عاقل على هرمونز على دابا بنادم كيبرصني عليه دابا صافي بدينا خدامين درنا خمسه الحلقات وكل مره الصوت محسن شعره صار شعره مايد فهمتيني انا كل مره ضاعت كل مره صافي واحد الوقيته لقيت بلي داك الشيء السيناريو زوين وكذا وبدينا كنتعرفوا وتخيل معايا العرض ديال الحلقه الرابعه ولا الخامسه درناه في السينما أوه. والله الا درناه في السينما وبنات علينا البوبليك خالي تعجبني القصه ديال سوينغا شوف الا بغينا نديروها غادي نديروها الدراري غادي واحد الرول نمبر 1 الا بغينا نديروها غادي نديروها غادي ديبانيو فلوس كاميرا بي سي ومعدل صفار كارت جرافيك عندنا فقط الرخبه يوتيوب صافي سليم شي حاجه من لا انفورماسيون ولا يجيك عذر ولا كامل كيجي في الطريق والله الا من غادي نبريزونتي في السينما السينما اللي كان فيها ليفينمون ديال هذاك الكوسبلاي بريزونتينا نادو كيصفق واخا يصفق طلعت صاحبي واحد تكلم هكا كذا او تي تي حاضر يا ربي كامل حاضر
انا باقي ما تزوجتيش. لا لا مازال سير كمل لي. قلنا قلنا زعما رغبه وحافز. انت كان عندك داك الحافز قوي بزاف صح ولكن اقوى ما تعرف كلمه كيفاش الفيلم هو على اللي غادي يمشي ليكون كذا. قلت لهم غادي نحبسو. اجي عندي واحد الصاط يقول لي لقيت لك واحد البروديكتور ديال هرمونز. بالله وانا كنسمع هاد البروديكتور في الافلام انا لحد الان هادشي كامل انا طفيل عليه. ركزوا معايا هادشي كامل انا غير متطفل عليه. ما تقبلتش برودوي فيزيوال ما قريتو ما والو. بالنسبه لي انا متطفل ولكن الناس كتعجبهم خدمتي. فهمتي؟ لا شوف دابا هاد خاصك تشوف غير السالفه كان في داك ديالك. ماشي الطريق ديال فهمتي البرومو ولكن خيارك راه لي ماستري الميم. اللي وقع لك الاتي. شكون هو هذا البروديكتور؟ انا لاقيني مع السيد هو عبد الله ابو جهد. عبد الله ابو جهد وكان معاه قال لي شاف الفيديو قال لي تفرج داك الشيء هذا الصاط عجبني. قال لي غير هو انا ما نقدرش نبرودوي داك الشيء حيت ما تنعرفش ليه. وانا ما عرفتش نخدم البروديكتور ديك الساعه. انا شخصيا ما عرفتش نخدم. فهمتي؟ قال لي ولكن بار كونتر عندي واحد اللعيبه ديالي سميتها اش نخدم. هو ديما كيدير اش شي حاجه اش نخدم ديالك كذا. قال لي عندي اش نخدم. صورت ديروش ياك وبغيتك تعطيني بروبوزيسيون كذا. هو كيدوي معايا انا ما تيقش في راسي وتيبان لي كيبان لي تخيلت اش ندير. نقول لي ما كنعرفش ندير. وهو عسبله عريسك عسبله. قال لي شنو ندير. قلت لي عطيني هادو ما تيقش. قلت لي عطيني هذاك الفيديوهات ديالك انا نقاد. صافي عطاني ديك الفيديوهات ديالو وانا ديك لقيتها في هرمز. بديت خاصني نشرح واحد اللعيبات في هرمز معقدين كيفاش كتجبد لي انرجي ديال ديك السحار من الدماغ ومن القلب. اضطريت ندير الموشن ديزاين وبديت كنتعلم الموشن ديزاين في هرمز. وانا نقول هاد الفيلم اللي غادي نديرو بالموشن ديزاين هاد الفكره. ودينا ما يزيد ليه مع هو ابو جهد كيدوي تقيل بزبل حاول ديناميزي لي. اسمح لي عبد الله ولا شي حاجه انا شي دوي مزيان. لا ديك الوقيته باش كيجيش تقيل دماج. ديناميزي لي داكشي كامل وشديت داك الفيديو هذيك اللعيبه وشت الموشن ديزاين صوبنا فيديو ويشوفوا ويقول لي الا شي واحد بلاند. عقل تخيل كان سيغما دايره مسابقه ديال احسن محتوى خدام هذا الفيديو. احسن محتوى قال يا ديما. لا لا اخي زوين والله الا راه حتى الجمهور كل مره كيدي شي حاجه كان ديها وكل شيء اخي حاجه كتجي بحال ولكن ماشي كثير لان انت مثلا قريتي هنا وجاي تعلمتي الفيديو ديالتي. لا هادشي ديالنا وفي ديك المسابقه راه اخي دابا شنو قلتي ان ديريكتلي راه نزل معنا بنادم اللي عنده الدبلوم عندنا بنادم اللي عنده الاكسبيريونس ودكينا على اخي كاينه فيها واحد البركه ديال الفلوس شي 7 مليون ما شحال كان البورطابل كذا بس من وراء غادي يبدا عبد الله يفكر. دار معايا واحد البلان زوين. عطاني صالير في الشهر ديال تقريبا 3000 درهم احسن من 16 وعطاني بيس اللي كنت انا مقاتل عندي قيطان بلان تحل لي المشكل وخدمت في الدومين اللي كنت باغي ما تقعدش فيه بصح وما نبقى كندير السيرك وكنت كنت بلاتي السيرك ترى منظر خرا الدنيا بدات تتقلق. لا السيرك فاش غادي ندخل للسيرك انا نورمالمون كنتريني ولكن هذوك راه ماشي كيتريني هذوك راه وحوش كباطره. ابو كان واحد السر اللي كيسمع سميتو جهاد بحال اللي كينتقم من ناري ناري جهاد. سمع لي يزف تخيل معايا كنا كنداو نترينيو نهار مع 12 كتلقى هنا ناش عرفتي ديك نشوفيه يدير واحد خارج من الصحراء ناش ودير كتضرب هذاك منعيش بحال اللي كيقطروا عليك من الجنه كاينه اخي كتكون شعلان. ديك الشهرين الاولى كانت صعيبه حيت خاصك تريني من 8 ل 6 باش الكور ديالك يتأضبط. 8 الصباح تبارك الله من 8 الصباح حتى 6 العشيه اونترين. شنو الاونترينمون؟ كونديسيون فيزيك سبيسياليتي ديالك لا دير المسرح ولا لا دونس كتخدم على لاسين ديالك اللعيبات وغالبا يتوقف سبيكتاكلات وسبيكتاكلات كيلاقيك بالناس كتعلم جيران ليكيب كتشوف ناس اخرين اور فرونسي كانوا كيجيو هذوك اللي سميتهم لي ميتور اون سين وكيديروا بالفرونسي خاصك وديك الساعه انا
تلاقت معهم فرنسا شارل ازنافور بيتوب نفع شارل الفرنسي هذا شديتيه من شديته ماشي من القيصر لا ماشي من القيصر كندوي مع مخرج ترونك كنشرح ليه وانا المشكله كنت احسن واحد في الفرنسي فليكي اقسم بالله حتى ما جو بونس انا ما نستموش بيان سور انا ولكن كنت كبر في لاج فهمت المشكل ديالي وخدمت عليه مده فهمتيني لا فرنسا لا فرنسي وهذا الميتغونسي كيدوي الناس كتفهم الثقه وملي كتلاقى مع داك الفرنساويين العقده ديال الاخر اللي هو فرنساوي اللي زرعوها لينا من صغرنا انه احسن منك ماشي زرعوها لنا عن قصد عن غير قصد كتحي كتشوف شحال ممكن لك لا حنا خير ما عرفتش انا وغيستاني وداكشي ديك اللعبه ديال والو حنا هاربين على السيطان اي كتشوفهم كلها كتشوفهم عينيك لا عاودت قلت لك جبنا كوميرسيال فرونسي وكذا صح طلعت شي اللي قلتي لي كتفرح واش كيوقع لك تيق فراسك وي كتيق فراسك ملي كتلاقى مع هاد الناس اللي كان واقع لي هو حياتي كامله في ميزون سين وبالليل مع الست العشيه كنريح صوب فيديوهات مع عبد الله عبد المجيد بلان وكانوا كيجيوني الحماقات كنبدا نخمم كنشوف شي اشهار كدا كنبغي ندير تكنيك بحالو ما قاري ما داري ما والو غير كنشوفو غير كنشوف تندم وبزاف كندير ديك التكنيك ديال ستوب موشن عزيز الشخصية اللي راسهم كبير كده ودرت لي واحد الفيديو شرحت شنو هما الدبلومات في المغرب هذاك الفيديو على السيل اجيت فهم وي فهمتي شرحت شنو هما الدبلومات كده ومن تما بدا كيبان لي الفيزيون ديال اجيت فهم بداو كيبانوا لي مشاكل في المغرب وكان اول مشكل كان عندنا هو ديال فاش خرج الحزب الاستقلال خرج من الحكومه وخلى بن كيران بوحدو بغيت نشرح الناس شنو معنيت هادي سياسيا كنت بغيت ندير في اجيت فهم وكديك الساعه مع ابو جهل وصوبت بتيت انيماسيون ديالها وصراحه عبد الله عجزني قال لي راه هاد الكونسيبت راه بحال ديالي فهمتيني ما كملتش البروجي الا انه كنت خدام مساليش وخليته استنبار اوكي واللي وقع انني بقيت خدام معاه كنصوب لي الفيديوهات وصوبنا فيديو مع اينوي صوبنا 12 حلقه وخط راسي انا كنبيع 12 حلقه مع شي واحد اللي الحلم ديالو كان سويتشر داكشي الحلم ديالو خدم معاه وانا لحد الان متطفل في دماغي والله الا خير هذا اللي فهمنا دابا باش يفهموا الناس هادشي كلشي اوتو فورماسيون ماشي بحال داكشي راه في لي كومونتير عرفتي وكاد الشيء راه لي سيدري دابا سمين راه قاري في المدرسه ديال كذا لا زيرو فورماسيون كلشي فورماسيون بالانجلي معلم فيديوهات في يوتيوب بالانجلي تعلمت فيهم الانجلي واللي كيانستالي لوجيسيال الفرنسي كنقول ليه غادي يعذبك الله يوم القيامه لانه حرام لان علاش كلشي تيطوريات بلونجا خويا عندك التليفون بالفرنسي وبغيت نقول لك اش كتربج اخي سوينك وانا نقول سكوت ناخذ نصيبنا من العذاب البدايه ديالك مع الانيماسيون هذا كانت في 2007 غادي نبدا اول مره فيديوهات مع صاحبي وقتاش اول مره قصت الفلوس من اول مره غادي نقص الفلوس من هادشي في 2013 يعني سنين وانت انت كتخبط 2013 البروجي ديال اينو هو البروجي اللي خدينا في المسابقه ربحنا فيه يعني 6 سنين وانت كتخبط يلاه كليتي شويه واحد التميره من داك يلاه كلي من داك يلاه 6 سنين ولكن المشكله ما كانش عندي هذا هو الهدف اللي كتشافوا في هادشي كنديروا كل مره كونتكست مره حيت هذاك خاص داك الصاب ليو طي درنا مره عادي مره حيت الناس اللي عجبهم الفيديو كنديروا داك الشيء تي زولد تي تي غنقول لك المسلسل كنت عندك وكاين حتى السوشيال ميديا لي لايك لي كومونتير ما كانش داك الشيء ما كانش وما كانش فلوس في اليوتيوب لا والو ماشي الفلوس بلاكس ما كانش دابا السيد كنت واعي لي لايك ولي كومونتير كان باغيهم غير كنبغي ما كنتش واعي ليهم ما واعيش ليهم ما كنردش البال وما كانوش كيف ما دابا راه كانت غير لايك وديسلايك ما كاينش ديسلايك ما بقاش ديسلايك حيدوه كان ديسلايك ولايك دابا لايك ولا زيد بحال فهمتيني كومونتير ديسلايك دونك هادشي اللي كان دونك بقيت بحال ما هكذا ليكول سيرك كدا مع ابو جاد بدينا خدامين بقينا على هاد الامور مع عبد الله وكنتخلص من عنده وكذا وكنتقاسم انا وياه وبدا خلاف مع عبد الله الخلاف عميق ما غاديش نقولو في اللايف لانه شخصي ولكن خلاصته خلاف فينا هو كان كيشوف امور انه بغى يمشي في الامور الادوكاسيون كذا وانا باغي نمشي في الحماق ديالي الفني باغي نمشي في هادشي ارتستيك وكذا ما يمكنش يتلاقى ما تلاقيناش ما تلاقيناش عادي سي نورمال الفيلم اللي وقع غادي ناخد عسام عشنا دابا كنقرا وقيل في العام الثالث غادي نتزوج علاش غادي نتزوج غادي تسول راسك على السؤال غادي نتزوج لانني
التحقيق الذات ديالي في المجتمع كان بالنسبه ليا اترافير انك تكون زوج راك رب اسره وكذا راه تكون انسان عندك قيمه في المجتمع لان ما كانش عند ما انت حاطه هنا لا 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 بالنسبه للناس ارتيست سيرك وكذا بالنسبه ليا انا حتى شي حاجه ما كيعطيكش قيمه وهاد الشيء باش كتحسوا كتحسوا بالمونتاج الصغير ديالك شوفه ديالك في الفيديو ايديتينغ وهاد الشيء وهاد لي بروجي هاد داز ولكن الامباكت ديالو عليا في المجتمع ما كانش كبير لانك تحازق ما عنديش ريال ديني ما كان عنده حتى امباكت من وراء ابوجه كان كاع المدخول ديال معطله كان مدخول صغير ياك كيما قلت لك سالف الدراري ماشي مدخول كبير ياك وهذا باش من وراه بعد ما نفصل معاه غادي نولي ديال راسي فهمتيني بيريود ديال العام تاني غادي نتزوج باش نحقق داشي في المجتمع صراحه باش نكون مع الناس صريح وهذا انا ما ننصحش بنادم يفكر بحال هكا في الزواج خصو يفكر بطريقه اخرى اوكي وما كاينش اللي نصحنا حياتي نقول لي بغا يكون اسره وشنو قال باغيسان لا زعما النصيحه اللي قال الله الا مزيان الزواج الزواج باش تبدا راسي في المجتمع فاك المجتمع نمشي نتزوج اخي الا بغيتي دير اسره لا انت مجوج راسك ماشي المجتمع هادشي دونك ولكن هادشي ولكن هادشي راه شي حاجه زوينه لان اخي راه شوف حنا اخي في المغرب راه الانسان 99.99% راه عايش مسكين ضاربي مع المجتمع ناري كلشي ما يقولوا عليها ناري كلشي ما عرفش يقول راه انا بهاد العقليه راه باش تكون عارف راه بعقليه ديالك مابغيش ندير وكذا وكتعمق فهمتي كنقول ما علينا اللي علينا انه انا دابا حاليا متزوج وعندي عندي مصاريف عندي مسؤوليه وخرجت من ساليت القرايه ساليت القرايه باش غادي نخدم نورمالمون شنو هي لاجوندا ديال ارتيست سيرك لاجوندا ديال ارتيست سيرك هي كيوجد في سبيكتاكل هي كيدير سبيكتاكل الا كنتي كتوجد في سبيكتاكل تيكونوا دي بيدجي ديال لي بروديكتور تيحطوهم كيبداو يخلصوك النهار ولا كدير سبيكتاكل كتلعب سبيكتاكل كتخلص شحال كتخلص سبيكتاكل دات كتخلص فيه 2000 300 درهم 3000 درهم 4000 درهم الا طحتي ولكن الخلاصه الا درتي 5 ليدات في السيمانه راه كدوي على واحد الحصيله زوينه 6 ليدات سوف كو في المغرب عمرك ديال لان لا دوموند ما كايناش فهمتي فغالب لي زارتي صحابي كيمشيو لبرا انا ما كنتش نقدر نمشي لبرا انا نخرج برا المغرب مع مرض بلا ما نقدرش نمشي سيرزو لوروب لان الدومين ديالي في لوروب ما تنحملش اخي انا كنقول لك نمشي لانسيا غادي تنسبير لا لوروب ما كنحملهاش لا انا ما البروديه ديالها تحملهاش تحمل نمشي نتسنج الناس كيشوفوك بشكل غريب امريكان مشيت لها حسيت براسي وسط بلادي ولكن لوروب كتحس براسك غير اجنبي ما عمرها اخي مشيت لوروب جيت لامريكان لوروب ما عمرها شحال تقول لي نمشي لباري مشيت لباري مشيت لبرشلونه ما عجبنيش ما علم اللي كاين هو انني انا تخرجت دابا من سميتو خير خاصني نخدم على راسي تما بديت كندير كلشي ما تخيلوش حاجه خايبه ولكن بديت كندير كلشي شنو هي لا اصلا اطلع هاد الجديد هاد الدراري ايجابيين لا يقدر شي واحد اخر كيتفرج من هاد المجموعه هادي شنو كندير كلشي اشنو كندير كلشي تنحاول نلقى فين نقرر الدراري السيرك مشيت كنقرر الدراري السيرك في مراكش والاستاذه والمديره ديال ليكول سيرك عاونتني في هادشي حاولت نلقى لي خدمه الى غير ذلك مشيت نقرر الدراري في ليكول سيرك في مراكش كنت شنو كندير كنصوب مروان علوي المحرزي كان عنده فيديوهات ديالو كنت كنصوبهم ليه واحد الفيديو كان كيديروا في سميتو في ميديا ان تي في كان كيخلصني كيدبر عليا ولكن عدو ينسل ما بقاش يبان لي فين غير داك الله يفات وكذا ديما الله يفات ما عرفتش بقاش كن لا تويتش كان كيخلصني في اللعيبات كان لقيت كيدير المؤامره كان المؤامره كان شراو عنده المؤامره ميديا ان تي في انا كنت كنعاونو فيها فهمتي كانوا الدراري صحابي كانوا الناس ديما تيطلع ليا في ريكوموند في اليوتيوب ما قراناش من بعد دار تاريخ المقرون قبل لا تاريخ المقرون واش هو اللي دار قبل منه مؤامره اللي خدم في ميدان تاريخ كنت كنعاونو فيها لا وكاين شي فيديو هو اللي كيصوب انا كنت كنصوبها في الطريف هذا كاين اخي شي فيديوهات لداو بقاو ليا فراس شي فيديوهات عميقين بحال داك تاع الاي ارتيفيشال انتيليجنس وشي بروغرام واعر فيديو تيخليك تطرح بزاف وهذيك الوقيته كنت اكثر فترات ديال التحنسيرة ديالي وعاونني معه بهذيك الشيء اللي عطاني كنت كنحاول ندير كولابوراسيون مع اي واحد واحد صحابي يعيطوا لي كنت تلاقيت معاهم في واحد ليفينمون ديال اليوتيوب الى غير ذلك واحد سميتو علي رقيق ولا اخر سميتو حمد السباعي يعيطوا لي كان عندهم كان معاهم جوج الناس كان معاهم سهيل الشاديني وكان معاهم حمزه حارس كانوا هاد الدراري بغاو يصوبوا واحد فيلم فيديو وقلبوا على مخرج انا عارف اني درت هرموز درت العيبات كذا وكنت مع الدراري ديال ستونات ستونات حنا جروب
دير كنديروا كوغياليزاسيون في العيبات. كنا درنا واحد الفيديو سميتو كانوا زوين ضع الا قلقه ترحال وهذاك ما فكره ما والو داروا بوم داروا بوم فكره ما والو حنا كنا كنديروا فيديو ديال السونات كانوا الناس كيديروا الاجتماعات في لي زالونس دو كون والله الا كيديروا الاجتماعات على الفيديوهات ديالنا فريمون كانوا فيديوهات مزيان وكانوا صادقين وقتهم كانوا صافي دونك كنا كنديروا هذه كنا كنديروا وجاو هاد الدراري قالوا لي بغاو يديروا مخرج والله الا دابا كدوا وانا دماغي راه تيتفكر لي فكره ما والو دونك عيط لي السيد قال لي بغيناكم بغيتك دير لي اخراج مشيت درت لي اخراج الفيلم كان سميت المسلسل كانت الكابسول سميتها الطاويله ودرت البرز كل خدمه كنديرها كتعجب الناس الحمد لله خدمتك تاوي عليك اخي الله يحفظك من وراء هذيك السونات عيطوا لنا واحد الماركه ديال المصاصه سميتها ميشوك درنا نصاوبوا معاهم فيديوهات ما عارفين لا بيدجي لا والو عطيناهم بيدجي كيش دريال كذا وداك الشيء في الاخر حنا كجروب ما شاطينا والو ولكن تعلم عاجل بديت على لونتربرونور يا اخي كتكون في الاول كيتم الاستغلال ديالك ولكن بقيت كندير كلشي بقيت كندير مرتي حملت مبروك اخي وغادي وغادي تولد وانا شنو كندير كنوجد في السبيكتاكل ديالي اللي غادي نبريزونتي او ميم طون كندير شي كامل تنقري كندير هاد الحماق كندير كذا في البيريود ديال انا تنقري في مراكش يكون عندي الفراغ ديك الحلمه اللي كنت باغي ندير مع ابو جاد ديال اجي تفاجئ جهد الوقت ديال الفراغ كان الموضوع هو داعش اييه ونريح مع راسي هادشي ديك الوقيته وانا نصوب اجي تفهم في شهرين ديال الخدمه خير ما ساهلاش والله ما ساهل شهرين الخدمه وعندي داك السافوار فير ديال الموشن ديزاين الموشن ديزاين ولا فورماسيون وكذا على العيبات كذا شهرين الخدمه ساليت الفيديو وقلت غادي ندير واحد كوما درت واحد ستاتيو بلي غادي نحل الفيديو على داعش وما يصيفطوا لي الناس واحد السيد قال لي راه الصاط راه واحد الصاط دار الفيديو على داعش وما يغبروه غادي يسلي دار لا قال لي دار كومونتير على داعش هو ما يغبروا لا داعش هاي كلشي كومونتير داك الاتجاه تي بحال قلتي تي جاك المهم خلعني انا خلعني اما لا داعش تجي دير انا ما عارفش دير هكا باتري فيبل صبرا ندوز لك على لي شارجور هكا خايسول انا ما عارفش اخويا انا ما عارفش انا غادي انا خدام لقد التليفون صافي لازم نقاد التليفون هنا اي خاص تزيد لي تشوب صافي راك ماضي سمعتيني انا ما عارفش قال لي كاين داعش صبر كاين واحد المشكل ديال الشارج يبقى يشد ويقطع ملي شفت تما الميكروفون عندك تيمشي ويجي يا صافي خليتيه يطفى لا صبر الشباب نشوفوا واحد اللعيبه عند الاخ ديال نسوينغا ما فهمتش علاش جرب له هذا لا خلي هذاك لا هذا ما غاديش يقطع راه مشارج صافي لا قال لك جاتك شي مكالمه سولو واش كيتسمع الصوت لا الصوت ما كاينش تنقول جاتك شي مكالمه ولا شي حاجه هو نحيد اللايف صافي ها هو اخي سوينغا هو عندي تامين لا صبر صافي خليك لا صافي ما تيجي تيجي الصوت عندي ابوندوني عندك مزيان نكملوا اللايف عندك صافي تصيفطوا لي دير لهم ستوري قول لهم الدراري دخلكم من اللايف عندك صافي لا تندى الدراري واحد الدقيقه خاطر واحد الخطا فيني هنايا فين ستوري انت اون تيري اي اي سير اخوان اللايف ديالي مع السيمو لايف راه كاين عند السيمو لايف لاشين ديالو في لاباج ديال البروفيل انستغرام ديال السيمو لايف دوت كوم ديال كاين شي مشكل تكنيك دخلوا لي في الميكروفون صافي راه وان طاقي دخلوا السيمو دابا كنمل لايف اوكي السيمو لايف صافي عجبك اللايف مزيان هادشي سلت شرا شوف الا لحتي داعش غادي يخبروك لا ديسك قلت لها ولد الحرام راه ندير فيديو قلت لي راه غيطيروني وكنت مزوج ديك الساعه مع المدام وكذا مريحين واش قالت لي الصاط هادشي ما خصكش دير لا انا نقول لك نخافي من الشيء الاخر على حقيتاش لملتي هكا
راه كضد المخزن ملتي هكا راه فهمتي ملتي هكا عاوتاني راه الجهه الاخرى فهمتي يقدر عاوتاني راك عارف الناس كيفاش كيفكروا يقدر شي واحد منهم يتعرض ليك ولا شي حاجه تخلعت فهمتي راك حطيت راسك تخلعت لان ماشي في النص يا تميل هكا يا تميل هكا دابا الفيلم اللي وقع هو انني تخلعت ما بارطاج ليك فيديو حتى كانت ماروكو ويب اووردز جات ماروكو ويب اووردز جينا عند الدراري صحابي كذا وريتهم قالوا لي والله الا زوين وبارطاجي ما دازت ما داش لا واش الدراري بقاو يتسناو ولا شي حاجه هاي هاي داز اه مزال لا واه صافي ما مولاش شي ايبلودي الا كنتي سات صافي خلاه 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 الدراري باش مابقاوش يتسناو ياك الفيلم اللي وقع هو هذا اللي وقع لي الفيلم مشيتي ليفيرمون وريتي الفيديو للدراري انا راه عرفتي عاودتي لي هادي كان الصاط قال لك قال لي دايزه شكون مشيت عند من مشيت عند سولي سولي مسخور ديما المشاكل والفيديوهات ديال انا عارف انا عارف انا ما دويتش على القادوس مشاكل مشاكل قلت هذا اذا قال لي هذا الشيء زوين راه وين وين هذا الشيء يجي غادي يكون دوز كلشي المشاكل قال لي محمد سولي والله الا زوينه خيصطو لوح لوح قلت لي الله يحفظك اخويا سولي لحقك الفيديو وتكمل شحط المنطقه خاطر راه خاطر هذا البلان تخيل تخيل ديك القضيه تاع بلان الامريكان كيدخلوا من الجاج الثاني هذا العكس اللي وقع دار بوم دار بوم ديك الساعه اللي كنت تعرف انا كشخص لانه في هذه والله الا ما نساش مصطفى الدري بزاف الناس خايفين من الدوله غادي ديروا انا نقول لكم واحد القضيه شكون عرفك واش انا نقول لكم غادي نقول لك غادي عمر لي قلت واحد الكاريير ديالي جيت فهم كانت في فيه مشاكل بزاف عمر شي واحد دو معاه الا مره واحده لا انا نقول لك واش المره كيفاش دو معاه انا نقول لك مره عاودي المره واحده اللي دو معايا هي انني درت مخالفه قانونيه يعاقب عليها بالقانون اتصل بي واحد مسؤول ما تنعرفوش وقال لي راك درتي مخالفه يعاقب عليها بالقانون وما قال لي لا دي لا قلت ليه شكرا نبهتيني على هذه المعلومه وما كان والو ما كان والو التعامل راه السكور ديالك السكور ديالك تيلعب لان ما يمكنش انت على مره واحده غادي نعاقبوك وانت كتجي 700 مره زوين ومره واحده خايب انا لا بصراحه انا غايتي انا نقولك شنو الفلسفه عندي الفلسفه عندي هي انه شي حاجه كتقنعني عندي كتركب لي مع الآلية النقدية ديالي علاش إلا كانت خيبة نقولها ولا كانت زوينة ما نقولهاش وي تتقول لي كاين صحيح الرياض فيها مشاكل كثير ولكن مفيهاش غير المشاكل فيها المشاكل ومفيهاش المشاكل كتحاول تقول لي كاين اللي كاين نعطيكم مثال على الهضرة كنقول فاش درت الفيديو ديال تحرس على الصرف كلشي الجرائد كانوا كيقولوا إلا تحرس على الصرف المغرب غندخلوا في حيط وكانوا الجرائد ما كانوش كيقولوا التحرير كانوا كيقولوا التمرين وكان بنك المغرب تيقول التمرين شنو الفرق ما بين التمرين هو انه كيطلق الدغم او لا غير كي تيخليه مربوط شويه حاجز شنو مربوط يعني الا مشى تا اغلى ولا غالي وخاص خاص الفلوس كيحكم بنك المغرب الدوله كانفيستي في السوق باش بنادم يلقاه اللي بغى يشري داك الثمن كيلقاه اش قالوا المغاربه قالوا هذا القرار غادي يخرج على المغرب كلشي المغاربه قالوا ها هو دابا مر فين هو اللي يخرج على المغرب واه سؤال راه العكس دابا واقع راه هذا الفيلم ودابا هو اللي بنك المغرب تيقول اللي ما بغاش يدوز لمرحله اخرى ومقاتل علاش انه كيقول لك انه كاين الاملاءات ديال صندوق النقد الدولي على المغرب الواقع هي تبدل العكس كيتبدل العكس الصريح ديال والي بنك المغرب تيقول لك لا انا غادي ندير داكشي اللي بان ليا وقالها في اللقاء صعب الاخر قال لهم هما قولوا اللي بغيتو دابا انا انا ما بينا انا عندي هضره شعبويه غادي نقول راه المغرب تابع صندوق النقد الدولي وكذا وغنبان زوين مع الشعب اولا نقول لي كاين ونكون متصالح مع ذاتي تقول لي كاين اخي نقول لي كاين ونكون متصالح مع ذاتي واللي بغى يفهم يفهم اللي ما بغاش يفهم ما يفهمش فهادشي اللي نقول في نهايه المطاف انت صانع محتوى صانع محتوى دابا شنو لقيت انه المسؤولين في الوزارات الى غير ذلك المشكل ديالهم مع الفيك نيوز راه ما كارهينش ها واحد يقول داكشي اللي كاين يا ربي قولي داكشي اللي كاين هذيك قولي داكشي اللي كاين ها اللي كاين بلا انتربريتاسيون سياسيه داخله
اخي السياسه شي حاجه ها لان دائما السياسه كتعنكش كاينش انت مع السياسه اخي سوين لا خويا انا اللي انتي انا بعيد كل الزمان انا قاعد غير هنا زيرو انت انا رايي سياسيا انه الواحد ما امكن انا في لوكال ديالي لان صنع المحتوى ما يكونش عندنا بوزيسيون لانه خدمتنا كنجمعوا الناس ما كنفرقوش والفكره ديال انه يكون عندك موقف سياسي او موقف تجاه دين معين او موقف تجاه طائفه معينه كتفرق الناس خاصك دائما تبقى في الحياد وتحاول تجمع الناس بالافكار ديالك المنطقيه اللوجيك انا هكذا كنعام فهمتيني دونك هادشي الحمد لله خيت عندنا في هاد الجلسات شي واحد ما عندوش انتماء هادشي اللي كنعام دونك هادشي اللي وقع من بعد بدا عندي المشكل ديال انني خاصني الدري تزاد عندي الدري وخاصني كمل لي بارطاجيتي الحلقه بارطاجيت الحلقه يدير بوم عقلت عليها وانا نتصر تصرت قلت غادي ندير فيديو اخر اشنو كان الكونتكست كان الكونتكست هو الانتخابات الجماعيه والجهويه وديك الساعه اونميم طون انا كندير انا تخرجت من السيرك كنقلب على انني ندير سبيكتاكلات خدام مع الدراري في السونات وكنخدم هنا غوشه دروات الدراري في السونات غادي يجينا واحد البلان قلت لكم ديال ميشوك غادي نمشيو نصوروه في الجبال قبل لا نمشيو نصوروه في الجبال لحقت داك الفيديو ديال اجي تفهم الانتخابات الجماعيه والجهويه ملي لحقتو مشيت للجبال كاع ما شفت كاع اشنو وقع لان ما كاينش الريز شنو رجعتي لقيتها ترولات ترولات كنتلاقى بصحفيين في قناه الميديا ان تي في تيقول لك هذا المحتوى كوندونسي بحال ما كما لقيناش الله اخي سوينك شو ما عمري فهمت ديك الرجاله ما لقيناش نجمعوه ديك اللعيبه تلقى المعلومه هنا انا مشتها لا اصلا انت تحس ان داك الشيء مقادجينو باش انت ما تفهمو لا كتحس علاش كتقول ما تشرحش ليهم ولا صرحوا غادي يديروا لنا الرجاله حط لهم شي حاجه من الدوله اشنو درت فاش تفهم الفيلم اللي درت هو كالعادي مشيت عند هذاك اللي كيكون في الدرب فاهم كل شيء كيبدا يدير انتخابات مع كل شيء تيكون مع كل شيء الاحزاب بديتي شفتي مع هادوما الانتخابات ديالك قال لي الانتخابات الجماعيه قلت ليه واش الفرق مع البرلمان وتيقول لك شي حاجه ولكن تيخور فهمتيني تيقول بزاف الاغلاط وهو متيقن انه عنده الصح قلت ليه بلاتي الانتخابات الجماعيه يعني هاد الناس اللي في المقاطعه وكذا اللي كيمشيو اللي قال لنا الوراقه نبدلوهم قال لي لا 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 هذيك سميتها المقاطعه ماشي الجماعه وانا كنقول ليه علاش كاينه عمله مقاطعه عين الشق تيقول لي راه هذوك حاجه نقول ليه ما يمكنش الموطور داك السوين كنمشيتي لهذيك اللعيبه كنلقى سميتها ملحقه اداريه علاش كنقولوا لها مقاطعه ما سميتهاش مقاطعه حنا كاملين غالطين شنتين كنمشي الجماعه خير هذه الخدمه ديال الصحافه تنقول علاش اكتشفت انه عندنا بزاف الافكار غالطين وكنسحب وانا نشك في المعرفه ديالي كامله احسن حاجه هي تشيد كاع داك الشيء كاين واحد الديفو حتى في الصحافه الجزائريه ما عندناش الصحافه ديال الانفستيغاسيون ما مشكلها لا ماشي ما عندناش عاوتاني قليل قليل لان علاش كاين الجهد بزاف وما كيجيوش لي زانونسر فاخد من بزاف عندك مثال الفيديو ديال تحليل سعر الصرف الفيديو تحليل سعر انا ما فاهمش الايكونومي يعني انت باش تدخل في هذا الفيلم خاصك تقرا الايكونومي قبل وانا غير باغي نفهم لانه موضوع طارح راسه بقوه وفعلا ما كنتش فاهم تلقيت مع واحد السيد سميتو غسان كيكتب في الايكونومي اخر هذيك الساعه راه ولاو شي فيديوهات ديال الطبرايج ديال هادي نقول لكم التحرير الدرهم وفهمتي تلقى شي 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 معلومات مخلوطين داك الشيء ضايع والله الا خينا جيتي لقيتي الموقف انت كلشي كان كيدوي وحتى واحد ما فاهم عرفتي الاول الانسان اللي ما فاهمش وكيدوي تيربجى والله اخي الا جيتي في الرايت تايم ونقدتي وشرحتي له ما الواحد شي تيقول لي اخي شنو غادي يرولوا بهذا التحرير سعر الدرهم وتقول لي شوف ها انت هاك تعويم الدرهم تقول لك نعوموا الدرهم هاك وراه ما عامش الدرهم تمرن لا 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 تعويم الدرهم هو كنجددوا الدرهم وكنخويو هاكا في الماء صاحبي تقول لي شوف والله ولا اخي الا لقيت الموقف اللي جا تعويم تنشد الفيديو ديالك تقول لي هاك اخي ها هو الدرهم صافي قرا اشنو وقع ليا في هذاك الفيديو باش نفهمو كان عندي مشكل ديال نفهم كيفاش عملة كتباع بالنسبة لي عملة كنشري بها كيفاش غادي نبيع عملة كان هذاك خسان الله يذكره بخير راه تا هو من الصحفيين تبارك الله زوين كيسب الايكونومي ودخل خيز واقيلا شرح ليا شنو هو الفيد انه شنو هو الماركت سوق ديال الشغل سوق واخا البشر راه سوق راه ماشي دير تجاره البشر راه سوق الشغل سميتو علاش لان في قاعده العرض والطلب ان فوق قاعده العرض ويشرح لي الاسس لي باز ديال الايكونومي وفهمت معاه وكل عمليه صحاب العمليه ديال تفهم هو سيونس الا راه هي مده لانه الاستيعاب مده ماشي الاستيعاب ماشي هي عمليه كتكون مريح وكتديرها ملي كديرها عاد
عاد كتفهم فهمتي لي وهاد العمليه كتاخذ وقت وكتبقى شك فوا طرح نفس السؤال وتشرح وهادشي كامل ملي درته وليت في هذا الفيديو ديال التحرير صعب التراب كانت الصحافي هذا وشنو اخر اللي خلى هذا الفيديو يخرج في الاخر ما عرف اللي خلى هادشي يخرج ناضي انني فهمت وبان لي الامور سوداويه انه الفد وفعلا في دي سيناريو ملي كتعوم البلاد للعمله تيبان ليها الامر بحال مصر بحال مصر بحال اندونيسيا بحال اندونيسيا اندونيسيا كبير على مصر وانا قلت ما يمكنش واش المغاربه غادي يمشيو لهاد الجهه وكلشي من الصحافه كتقول لهم لا عومتو راه نطيحوا في مصر كلشي تيقول لا عومتو تطيح في مصر بان لي الميساج السوداوي انا شنو قلت قلت انا هاد الشيء خاصني الراي الاخر راه كاين شي واحد ما حدد القرار باغي يدار الا شي واحد كيبان لي فيه بوزيتيف كتبت في لاباج فيسبوك عندي ما كرهتش شي ريسبونسابل او مسؤول نتلاقى معاه باش نفهم وي الناس ديال البنك المغرب غيتصلوا بيا اوه ريسبونسابل ويقول لي جي وشرحوا لك فهمتيني خدمت داوي عليك خدمتي انا فديك الوقيته ماشي شي واحد يقول انا بوستيت وما دوى معايا حد ولكن في سنين وانت خدام لا اللي كنت اجيت فهمت اللي كنت لا زعما بكل بكل تواضع الناس الناس هذوك الناس المحرفيه تواصلوا معايا ما ندخلش كاع الاسماء ولكن عطوني وقت علاش لان كل وقيته ادخ يوتيوبر يعني راكم عارفين ديك الوقيته شكون اللي كان تصدر كان غير شوها من التجريح في الاخر لا تقول شي واحد يوتيوبر كيطيح لك ديما توب اوف مايند ديالك واحد كيعين لدرجه تخيل الى يومنا هذا تيقول لي شي واحد اخي انت تنعرفك انت هو اليوتيوبر اللي فاتهم ولا شفتك في اليوتيوب شي واحد ساق لي الفيديو لو حيت انا كندير اخويا انستغرام انفلونسر والله ما انفلونسر والله حتى هذا انفلونسر حتى يزيد على يوتيوب اللي وقع هو انني لو هو ريسبون غادي يريحوا معايا هو ريسبونسابل ديال البنك المغرب وانا داخل صراحه داخل معايا واحد الصار كي مشيت في نفس الحطه تضرب تيشيرت فيه وان بونش مان وان بيس وان بيس وتبارك الله الناس الله خير لا ترضي مؤخرا مشينا عند واحد الوزير بلا ما نذكر سميت الوزير مع دخلت هو يقول لي دابا انت اش قرب كرا هذا اللباس هذا شي صاحبي كيما موالف كتلبس نستيل عادي يوميا قلت له هادشي اللي عطى الله مره اخرى نكون جاي غادي نجي دار الصبادريه وتجي وحق الله العظيم وانا تنحيي الناس دابا علاش يقدر يقول اودي علاش ريسبونسابل عيط واحد يوتيوبر انا اولا انا طلبت المعلومه لان اليوم وانا كندوي معاك عندي هذا الاشكال والله هذا الصداع عليا في الصحافه على هذه القضيه تندوي عليها برنامج فرصه وكذا انا كنطلب معلومه هو كيشوف الكونتوني ديالي الا ما استقبلنيش وسمعت لي سمعت منه غادي نقول المعلومات اللي غادي يضربوه كامل هو في خدمته فمن الحكمه انه يقول لي المعلومه الصحيحه سالينا وانا ما كنطلب والو كنطلب المعلومه الصحيحه فعطاوني وقت وعطاوني المعلومه الصحيحه وفهمتها ها هو التمرين الفرق ما بين التمرين والتعويم وكلش وحتى الجميع ولكن اخي يقول وداك الشيء اللي كاين في الفيديو هو اللي طرا قال لي عزيز عليا انا اللي تعاود لي شحال هاد عاود لهم القصه ديال الكومونيكاسيون ما بينك وبين الناس اللي خدامين تما ودابا انا اسمع ودابا الناس هو اللي خاص الناس يسمع وانا انا مريح جاي من السيرك الناس كيدوا مصطلحات او ايكونوميك تكنيك فرونسي كدا بلا دا كدا انا جاي عندهم بالخنشه غادي نشد الخنشه وغادي نديرو مطيشه هنا والعرض الطلب رجعته كامل سواقي بدا الاجتماع تنسى السوع الاجتماع بدا الاجتماع كدا سالا وغادي تشد الخنشه ودير ليها من هنايا وغادي تحس الثمن وغادي يطلع من هنايا والضو خرجت فيها اخي راه فغيمون بسطي داك التعويض فهمتيني تا ولا اي واحد اللي تفرج ديك الفيديو سالينا وسير خدم وديك الساعه راني بديت في الشركه ديالي
يو جايز الدراري البنات رجعنا اللايف صوري طرا داك المشكل اللي كيطرا ديما ديال الفضائيين تترنا هذا المشكل هذا مره في كل لايف قلت لكم حياتي كامله ولكن اخي راك ناض والله اخي سوين قال لا 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 الله يحفظك كتعجبني حتى الانرجي ديالك ملي كاين انا ها شويه صافي لا والله تبارك الله عليك ها سير سير آه خلي خلي واحد زا واحد دقيقه جوجي تجمعوا الشباب سوري جايز عاد تقطع اللايف يلا ركوفرينا الكونت عاوتاني و دابا ملي كتوصل لواحد المرحله تي لا والله والله ما فهمت هذا السبب فهمتي تقول لك راه بحال هكا راه طرات شي محاولات ان الكونت ديالك يتهاكا وبلوكينا الكونت غير باش نحميوك عاود فيريفي معانا نمره التليفون ديالك العيبات ديالك كذا 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 واخا الناس كيبغيو ما كيكثروا على اللايف واخا والله ما عرفنا اخي هذا هذا مشكل عندنا يوميا كتلقاه مره في كل لايف و الناس ديال الكونت اللي عندي مع بلاتي غادي نقول لهم سكرين المشكل والله ما سكرينيتش خصك سكرين باش نشوف لك اللايف يوتيوب صبر صبر يقدر خليتو في التليفون هذا كاين 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 سكرين عطيه ليا ثاني صيفط لي لا والله الا بنادم كنستمتع كيصيفط لي بنادم في صاحبي انا بزاف بزاف لا راه هما شو دابا هنا بداو الهضره انا وياك وما جيت قرات ما سدت الكومونتير سدت لي كومونتير اصلا انت كتبدا تلاعب الا كنتي كتقوي وتقراو ماشي كامل راه تيتبرز ماشي حنا تنحيد علينا التعليقات حتى ماشي زعما اخي سوين قال الفكره الفكره جات من عنده اوكي حتى انا واحد الوقت الصوت ما كنتش كيتسمع عندي ما عرفتش كان قال لي الكومونتير ينبهونا لا لا الصوت كان خدام راه فاش جات شي ابيل ولا ما عرفتش جات شي ابيل ولا غيكون دقيقه اخي ونرجعوا لللايف عاوتاني اوكي صافي مشات الله الا اخي سوين قال والله الا عرفتي ضحكت الله الا ضحك دابا لقيتيني فاطر جد لا لا مزيان 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 والله الا قصه عن سبيري 70000 واحد اللي ما عارف مين يدير اللي تالف ويا دابا بنادم كيسحب راسو بوحدو اه مع واحد ما كيدويش وانا في عيني كيسحب راسو بوحدو وكيشي يشوفك نتايا تيقول ولد فلان ولد فلتلان راه دار كدا راه السي محمد راه انا كنت في واحد الحيره اكثر منك وي وي فهمتيني راه واقيلا غير واحد النهار انا قررت ندير شي حاجه فهمتيني القرار ديال النهار راه يتقدر ولكن القرار ديالك تتبقى شاد فيه عاد فيه وحاول تكون عندك واحد الحلم فهمتي كتكون معايا كتكون سبيسيال المهم هذا درا كتبان طوبويه وديما كتقال ولكن راه ولكن راه ما كاينش شي حاجه كتجي فاضي دابا خي سوين كنت كملت 10 سنين في نفس الدومين من 25 ل 35 ياك ولا اكثر من 25 عام حتى 35 عام في نفس الدومين لا 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 بس الدومين ديال السيرك لا لا الفيديو ايديتينغ الفيديو ايديتين تقريبا تقريبا عشر سنين لا لا اكثر لانه من 2005 2007 لدابا اي من 2007 لا اكثر اش تنقول لهم حنا بغيتي شوف تنقول لي حنا اختار اي دومين ريح فيه 10 سنين اي تحكم انا تنقول كاع قل انا تنقول 6 سنين علاش ولكن على حسب بنادم كاين واحد القاعده في واحد الكتاب تقول 20000 ساعه ولا شي لعيب 2000 ولا 20 10000 ساعه 10000 ساعه المهم راه كاين السوايع هذوك السوايع تسمع المده ولكن ما يمكنش تكونسوميهم في عام واحد وتجي تقول ما يمكنش لا لا كديرهم في واحد بحال دابا البيانيس خاصو ولكن ترين خاصك ترين الا ما ترينيتيش راه ما غاديش تشوف فهمتي شنو غنقول لك الشباب شي يقطع لي كومونتير كومونتير قال لك اخاي البيست لايف ايفر الله يحفظك لي يا اخويا الله يحفظك اجي اخي سوين قعدتك فين كنت تلاقيتي مع الناس ديال قلت لك اللي كان خرجنا الفيديو والحمد لله هذا الفيديو هذا حلينا الافاق انه دابا قبل من هذا الفيديو انا ديك الساعه اسوسي مع جوج ديال الناس وي كيفاش غادي نولي اسوسي معاهم من بعد ما غادي نكون انايا من بعد ما غادي نكون انايا كنلوح فيديوهات في اجي تفهم وما لاقيتش باش نعيش قلت لكم انا ارتيست ديال السيرك
كنقرا السيرك ماشي كنقرا كنتخرج كنوجد سبيكتاكل باش ندير سبيكتاكل على امل انني نبيعو ونتخلص فيه وكندير اجي تفهم فيديوهات هنا وكندير مع السونات خدمت مع ميشوك شويه وكنخدم مره مره مع اي واحد الدراري صحابي جايت ليه شي لعيب صوبت واحد الكونسيبت كندير رمضان كريتيك ديال رمضان مع واحد صاحبي سميتو ربيع بن علي صوب ناس سميتو عرفتي ربيع بن علي الله يتر هو اللي هو اللي هذا الكونسيبت ديال رمضان سميتو كنا سميناه شي لعيبه كنضحكوا على الاسم ودايا واحد القضيه ديك لقيتها فاش كنا كندويو كنقول شي تيقول دوزام كدير الحموضه السؤال دابا شكون اللي كيتفرج في فيديوهات اللي طالعين 3 مليون طوندونس اخي انا بصراحه ما كنتفرجش السؤال ماشي لا انا واحد القضيه انا واحد القضيه ماشي ما كنتفرجش انا ما ندافعش على قناه دوزام لا رباط له ولكن الجمهور هو اللي كيحدد الرادع سليم ما تقولش لي انا يا دوزام شو لافر الى دومون الى دومون انا ما شفتش باش نقول الرادع او اللي ماشي الرادع انا اخي سوينغ ام ديكونيك قبل لا لا انا تنحش الحلقه ديالي فكر هو يقول سوينغ شكون هما هذوك الناس اللي كيتفرجوا باش كيوصلوا هذاك انا من الناس كنتاقد وعن قناه لا اعمال رمضان اللي كانوا كيبانوا ليا غير اكفى ولكن واحد اللي كيقول لك هذا الاعمال رمضاني ما زوينش هو كيتفرج في فيديو ما يمكنش تصنفو لانه ما فيهش سكريبت احترم الفيديو ولكن الفيديو ما فيهش سكريبت غير اللعيبه فهمتيني هذيك اللعيبه وكذا واللي كتلقى قصص كذا وكيبنوا كيتفرجوا في كل شيء زوين دونك راه هذا هو الشيء باغي ما تبقاش تقول لي اللعيب حنا هذاك المحتوى اللي كنا درنا كنا كنكريتيكيو فيه اللعيبه وكان عاجب الناس هذا المحتوى ديك الوقيته شافوه اسامه بن جلوم عجبو سبب بن جلوم ديال الميديا ديال الميديا انتيف هذا الشيء واحد العام اش كنقول هذا الدره ان اي حاجه كطرات تبقى اي بروجي كتدخل ليه ما تحكروش وي وي غير يجي الناس اخرين يشوفوا وكنسول في واحد القايد اي واحد قال في ثاني شي حاجه كنمشي اي واحد قال لي ديروا شي بروجي كندير فابور كنديروا فابور كنت شي لعيبات كانوا انا معروف اجي تفهموا كذا والله الا كانوا الناس كانفيتيني عندهم في الصالون كنمشي نحضر معاه قول لي تيجي يقول لي راه بغينا ندوي واحد اللعيبه ايفن في الصالون عندهم كاين كندويو وكناقشوا وكنزيد كنعرف حتى لي زانفيتاسيون مزيان وهذيك لا سيتاسيون ديال لي زانفيتاسيون كيتلاقيك مع ناس ما كتقول كيشهيك الله ما يفيدك بوالو وناس كبار وي وي نيتو كتنيتو فهمتيني كنت كنعلى انا شنو عندي ما يدار انا غندير باغي نعيش باش نعيب خاصني فرصه خاصني فرصه نصاوب فهمتيني فكنت اي حاجه صوبت مع مع بن علي هذا الفيديو صوبت مع الدراري السونه هذاك الفيديو كندير سبيكتا صوبت مع الدراري علي وصاحبي صوبنا مع الطاوله اللي قلت لك هذا الفيلم كذا وكنخدع معايا وحنا خدامين بحال ما وكذا اجيت فهم بدات كتعرف كذا العيبات غادي نتحنزر لان المعده ما تولد وما بقاش عندي القدره انني نعيش هك خاصني ندخل القهر ما بقاش عندي صافي تربط الحياه الحره اللي كنت باغي نعيش وانا عندي قناعه اطرافير الخدمه اللي خدمت في 2000 درهم العام الشهر في عامين وعام ونص اني عمرني ندير الصلاه كانت صافي وصلت قناعه اني عمرني ولكن ملي قربت النورد قررت اني ندير الصلاه فاش وليت كندير انت صلاني واصبر صحابنا خدمني شي حد الزبل الشمرين الشمرين وانا ديك الساعه راه معروف سوينغا كندير اجي تفهم يا اخي صعيبه الشهره صعيبه الشهره وكاش الفلوس صح الرب اخي شحال من واحد يقول لي خويا صعيبه انا بغيت نولي بحالو تقول لي السطر عيب غادي عرفتي دابا انت تقول لي هو حاط راسو بحال المشناقه وانت بغيتي تطلع داكشي راسك حتى انت المشكله ما كتكونش مشهور ما تقدرش تكون سيرفر انا خدمت قهاوي قبل شهر خدمت سيرفر خدمت بارمان ولكن ما تقدرش تاكسبتيها ما تقدرش دابا صافي ما تاكسبتيها ما تقدرش دابا واخا تبغي تاكسبتيها المجتمع ما يخليكش دابا تصور داك السمي كنت غادي نشوف القهوه كنت غادي نخدم لي سيرفر غايقول لك راه زاد الضحك هذا الضحك والله ما يتيخلي وانت بحنسر راه ما عندك ودرت كلشي وعطيتكم واحد فاش بديت انايا كنلعب الفيديوهات ديالي فاجيت فهم تخيل معايا انا كنت واحد النهار كنمشي نتقدى عند 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 الخضار غادي نلوح الفيديو على المشكل ديال الاساتذه المتدربين كاين الاساتذه المتعاقدين قبل منو كان اسم مشكل الاساتذه المتدربين وهذاك الفيديو كنسمعوه في الراديو الصاد ديال لوكس راديو كيشرحوه بالفرنسي دابا هو كانت كدوي هذيك الصاد بالفرنسي شو نسمع صوتي وانا قلت لك الصاد اللي كيبقى بطاطا طريه زقا 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 زق
ملي كنسالي هضره كدير لي بوز كتقول سوينغ عادي وكدا شي واحد من فرنسا ولا 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 بديت ما قلتيش لي راه انا هذا انا قلت لي وليت انا بالفرنسي داري جهه انايا انا وحاسق ما قلت لي نحسب اوكي دونك هاي هاد البلان اشنو قالوا لي ملي من بعد والله خي سوين قال لك نحييك تدوف هادشي الله يحفظك علاش بزاف ديال الناس دابا تيعاني وما يقدرش يقول راه كيعاني خصك الشهرة عرفتي الشهرة واصله لواحد الدرجه ناري ناري علاش تقول له وحق ربي لك تعذب في هذه الحياه الشهرة كبيره وخونا ما عندوش حتى باش يخرج يدير شي قهوة للاسف اخي واحد فات دوا في الموضوع زوين. انا تنعرف الناس بحال واحد فات دوا في الموضوع زوين هو ديزيدروس عرفتي اخي راه وصف الحاله النفسيه ديال قال لك كوال كنت مريح في الطريق بحال هكا وخاصني لابد نخرجي عند مول الحانوت نجيب بيضات باغي ناكل انايا واحد بعض البيضات قال لك كنعاني لان غادي نخرج كلشي باغي يتصور معايا دونك ما خاصنيش نخرج خاصني الا بغيت نخرج نمشي بعدا نفكر شنو نلبس لان 70000 واحد اللي بغيت يتصور معايا دونك انا راه ما لقيتش باغي ناكل 4 البيضات وغادي نمشي نقصد لهم الحاج وحق ربي الا احترمته قلت هذا هو الوحيد اللي ديسكرايب غير شنو طاري انت باغي تضرب 4 البيضات باغي تمشي تجيبهم ولكن لا انت راك معروف خاصك تلبس خاصك تكون واجد انا ما عندي هذا المشكل دارته معايا الاستاذ ديال العربيه حيدت لي ديزاكتيفيت لي قال لي دير البس ديزاكتيفات عندك الحمد لله وانا عندي 8 سنين بعد فاكسيني ديالي صعب عندي زين كنجي لي زيفينمون شعري دايره هكذا ما عنديش اشكال صراحه دونك الناس السوينغ ابخي ما اكسبتوك ماشي بالباسك اكسبتوك داك السوينغ اش من جهه ديالك لا خدمتو خدمتو السوينغ واخا يشوفو كاع معوج ما عيطش الديطاي وما تيهموش وتيهم سوينغ ما تيهموش هاد القضيه وراه غادي نجي ليكم كيفاش غادي نشد البروجيات ان شاء الله دونك الفيلم اللي وقع هو كذا غادي يعيطوا لي القناة واحد القناة باش ما نقول سميتها وي هاني واقع حنا باش ما نقول سميتها باش ما نقول حنا تنعطيو الحرية قناة مغربية يعيطوا لي على قبل انني كندير فيديوهات ديال اجيج فهم وشافوا الفيديوهات ديال اجيج فهم وبغاو شي محتوى بحالهم الله وهذا الشيء قالوه لي في المرحلة وانا تنقلب مازال كندير سبيكتاكل ديالي كذا حيت شي امتى غادي نيأس وغادي نقول غادي ندير صراري من بعد ما درت السبيكتاكل ديالي وعرضته وكان سبيكتاكل واعر وما لقيتش فين نبيع يأست لان عندي ولا ما عنديش وقت اخر لا ما كانش كيشي ديك الساعه ما كان لا كيشي لا والو كنت شي حاجه ما كان والو ما كنتش انا معروف انا كارتيست بحال هكا مازال هادشي اللي انا دابا واصل ليه في المعرفه من الناس عارف ماشي هو داك الوقت فهمتي ما نقول وتا لي ريزو سوسيو ما كانش هادشي انا كنت كنقول الفيوتشر ديال ان ما عمرني كنتخيل ان انفلونسر يقدر يكون ستار في المغرب عمري انا لا ستار في المغرب ديك الوقيته شكون هو رشيد الوالي كذا وتا هو ماشي شي ستار فهمتيني في المغرب ماشي هاد لو فيد اتر ستار في المغرب ماشي بحال في الجابون امريكا بدينا تنقربوا على لي سوسيو لهادشي صافي سيرتو ولكن صحاب حتى صاحبي الشينوا كنشوف دي كونطرا مع دوك لي ستار ديالهم اكنش الدراجة صعبة كتسمعت 200 مليون دولار 600 مليون دولار تنقول الصاد سد طويق انا غير 30 مليون والله انا 30 مليون دولار 30 مليون مخليتها الدرب 30 مليون مخليتها واحد كذبها واحد كذبها وقال لك قسم معايا واحد وين قدوا على هذا القطاع قلت لك اخويا فمشيت عندها كذا شفت الفيديو اش قالت لي ملي شفت الفيديو قالت لي شنو الدبلوم عندك يا عجبت السؤال انا وهي السؤال ديالها ما كاينش اش من دبلوم بمعنى واش دبلوم فني كدوي على المحتوى واش عندك شي دبلوم ماستر دراسات قانون بوليتيك كذا وانا فهمت وتفهمتها يعني هو الستاندر اللي كتشوف هو من حقها لان باش تعرف واحد عنده داكشي في دماغه قلت لي هاد الدبلوم ديالي هو هاد الفيديو اللي كتشوفي فيه انا كنقدر ندير هادشي تقول لي السلام عليكم تعال درت واحد ما خدمش ما خدمش وانا وصل لمرحله الياس ديال ما عنديش شاخ الله الا نقص حشيري فهاد القضاء هاد كنت كنتسنى غتكلوزي يدي لان انا تنامن لا راه هذيك السيده اللي كنهضر معها راه ما عمرها كلوزات دير الا بهذا السؤال اللي سولها ما عندهاش فيرسون اخرى ما عمرها جربات عادي حتى هي مسكينه تصرف بهذا التصرف هادشي اللي كاين عادي لان نورمالمون هاد الاذاعه كانت خصها حتى هي تميزاجورا شويه وتعرف بان راه كاين كونتاكت تيتصيب بواحد الطريقه ولكن دابا ولاو بيان سور هذاك ولاو راه بسبب بزاف مغاربه بزاف 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 بزاف
الفيلم اخي سوينغر لينا الفيلم اللي وقع الفيلم اللي وقع هو انه ويأست باش كنصون هذوك صحابي كاملين اللي عرفت اطراف لي زاجونس خدمت مع هادو مع السونات كذا خدموني قلت لهم خدموني عندكم كنقول صالير ديال 10000 درهم 13000 درهم راه كافيين الشهر وغادي يكفيني قد قد نشري حليب وقد نشري العيد المسؤوليه ديال حتى واحد ما يخدم علاش سوا كنشوفوك كبير واحد المنظور تيقول لك عاد راه غالي كذا لا راه غادي كثار لا سوا ما عرفتش ما عرفتش المهم ما خدمتش ما خيت سوينغا هادشي تشوفوا الصالير ديالك ما يقدوش عليه واقيلا ما نزلتوش للصالير بعدا انتم مزالين في الديسكسيون لا لا نزلنا للصالير نزلنا للصالير وكان وما كان جاهم كثير صراحه طريز ميل جاهم كثير طريز ميل جاهم كثير جاهم كثير يقدر يكون الحقره يقدر ما عرفناش يقدر يكون انا كندوي على راسي حاجة راسي انا قلت شي حيت موصلتوش للصالير علاش كنتسنى شي 35000 40000 هذا جميل انا نقول لك يقدر يكون هادشي كنقول لك انا هادشي فاش كاين سوينغا ما كتبريزونتيش راسك مزيان اه سي فري ما كنبرز وعندي المشكل العقده الفرنسي وعندي ديك العقده مازال عندي لداخل لاني واخا حيت هذا السيرك كنت كندوي مع لي فرونسي كذا ولكن انا عارف المغاربه كيجوجيو الناس لا هادي الجوجمون المغاربه عليك انت كيفاش كدوي على كذا حاضر بهم يا خويا فهمتيني وما كيشوفوكش انت واش واعر وانما كيشوفوك انت كيفاش كدوي وانا تنعرف ناس في الكومينيكاسيون للاسف كيقريو الكساله ديال الميسيون ديال هذوك ديال اللي زيكون ديال الميسيون كيتخلصوا مزيان هو كسول فهمتيني اولا كيخدم مع واحد فرنساوي كيكون مدرك مع الغرب بثقافه الفرنسيين حيت هو فرنسي وانت مغربي حيت عندك ما دير ما كيأكسبتكش انك مغربي ولا خدمت انت كمغربي تاخذ 2000 درهم ولا خدم هو كفرنساوي ياخذ 50000 درهم والله اخي سوين قلب بفضلكم زعما فهمتي الفيلم ما تبدلاش هاد العقليه زعما ماشي نقول عاوتاني تبدل 100% ولكن سوين قلب الامل انه حتى غادي كان التغيير كاين ولا شي تغير لانه ولا الكومينيكاسيون كثر بالدارجه ولا شي راه كان قبل غا باش تكتب في كات باطر بالدارجه كان نقاش وطني كان نقاش وطني انه شركه تكتب بالدارجه ماشي بالعربيه ايز اجونس سوين قال بالعربيه بعدا خلي الدارجه العربيه تاني ليستوار بالعربيه ما كانوش شي اكسبتيو دابا راه سير هبط لي كلشي ولا بدا ما كانش يعني العقليه كامله عشت في هذيك المرحله عشت في هذيك المرحله ديال ملي تحنسر شكون اللي عيط لي اسامه بن جلو بسبب داك البروجي اللي حقرته قال لي فلان راه انا غادي نبدا البروجي ديالي اللي هو جينتين واش تخدم معايا قلت لي الله ودي خدم معاك كنسيق نغسل الماعن اي حاجه نديرها كنحييك اخي على هذا فهمتيني لانه محنسر قليل اخي اللي تيدوي هاكا كثير بقاش يد لك ديك لا قلت لي ودابا وليت عندي مشكل ديال النيغوسياسيون الكونترا ولا عندي مشكل انا خدمت ديجا مع مروان علوي محرزي قال لي راه بحال هاد البروجي تخدمهم 20000 درهم فيديو ديال 3 دقائق 4 دقائق غادي ديرهم واحد السيمانه نورمالمون هادو هما لي بيدجي ديالي الوغ كاين دي بيدجي طلع ومروان دار بيدجي قليل انا قالوا لي شحال قالوا لي 2000 درهم لكل فيديو وانا عارف البيدجي انا خدمت مع ميشوك خدمت مع عارف انا هذاك مين شو خدمت معاهم فيديو صغير ديال دقيقه ب 20000 درهم كيتمصوا الفلوس كتبيع بالثانيه كيتمصوا لا حنا كنا كنديروا لا برود راه كتشري ماتريال كذا مشى كان راسك ما قاش لك والو انت ما نقول لك دونك انا قلت لهم لا ما نخدمش بالثمن غير مع الناس معروفين وخدام بالثمن قلت لهم اللي معروفين في الانترنت قلت لهم ودابا وليت خاصني نيغوسي من 20000 درهم 2000 درهم قسم على 10 ويلي وكان صحيبي علي ملوك ديال بربا بابا حكري لي نيفي وكان في الاوج ديالو وكان كيعطيني النصائح تيقول لي فلان راه هاد الاثمنه راه ماشي صحاح راه لا برود راه مينيموم راه كتاكل الفلوس قلت له ودي انا محنسر انا عندي مرتي وعندي ولدي خاصني نوكلهم قال لي قلت له واش غادي دير نقص وانا نقص معاهم قلت لهم غادي ندير معاكم 7000 درهم ضاربة وكذا قالوا لي شوف قلت لهم 6000 درهم قال لي علاش ما دير حنا ما غاديش نتفاهموا تهلا نسدوا عليا التليفون وانا نرجع للنقطة الزيرو وهو بديت كنعاير فيه داك علي ملوك شنو عرفت قلت لي عشو ما عرفتش عرفتي واحد اللحظة غد لي ونيصوني عليا ويقول لي اوكي الحمد لله الحمد لله يا اوف رجع لي الامل اصاحبي رجع لي الامل لانك تاني شونجي الكارير ديالي كامله
ولا 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 قال قال الله الا قال اخطر جمله عرفتي شنو هي هذه كاينه في كاع القصص كاينه قريتي الالشيميست لا ما قريتش خاص تقرا اخي هذا الشيء تيقول لك في ديك اللحظه ديال صافي كتلعب وكتسرق وكتبقى تقلب الدوره ترجع بحال هذيك اللحظه فاش كيحضر لك وانت تيقول لك الصاب ماشي تيعطيك كل شيء هي تيوريك يجي فرتيجه اه تيقول لك انت هاك اه اه تيعذبك وتيعطيك واحد رجع لي الامل يا سكار وملي رجع لي الامل قالوا لي راه ما تخلصش دابا قال لي راه خلاص على 6 شهور ولكن عندي الامل راه غادي نتخلص فهمتيني وبديت في داك البروسيدور وداك الشيء ديال الاداره وداك الشيء كامل وبديت كنقلب فعليا كيفاش نعيش هذه المده ديال 6 شهور وتما واحد الصاد فرام نوير فرام نوير ما عرفتش علاش اتصل بيا قال لي فلان واش كتقدر دير لنا اشهار كيفاش واقيلا جمع كيفاش جمع تراكم واقيلا الفيديوهات ديال ميشوك ديال الستونات فيديوهات مع داك الطاويله الفيديوهات ديال اجي تفهم قال واقيلا هذا السيد بروفيل ديال اشهار عمرني درت اشهار وعمرني برودويزيت اشهار قال لي غادي دير لينا اشهار ولكن تقول لي الثمن دابا شحال نقول لي فتاوي نورمالمون غلط نقول لي الثمن لان ما عارفش ابروت شنو غادي يطلع ولا نجي ندوي على التفاصيل شنو نعرفوا شنو غادي يخدم علاش نقول لك الثمن فهمتش ما قال لي لا حنا شركه صغيره وكذا الحمد لله درنا الثمن درنا شي ثمن يكون زوين قلت لها بقى لي داك الثمن ديال 20000 درهم نقول لها 20000 درهم وقول لي اوكي قلت لها اش من 40000 درهم اشهار هذا شي 100 راه انا ما عارفش راه انا ما ضروا 20000 درهم مزيان مزيان اخي ديك الكاريره كتعلم راه كتعلم مزيان ما عارفش شنو الفالوريزي خدمتي ما عارفش شحال ساويه ما عارفش واش هاد الخدمه اللي غادي ندير دابا انا فلاش ديال 29 عام بديتها فلاش ديال 19 عام 10 سنين ديال الخدمه وانا كنعطي الثمره ديالها فهمتيني ما عارفش هادشي ما عارفش شحال تما راه ما عارفش غادي طرا ليا نيكست ستيب غادي ندخل هاد نلقى شركه هذا حتى الطاكسي ديال الشركه كبير هو قال لي صغير كبيره واش عندك الشركات اللي كيديروا في اللوغوات الشركه ديال الزاج ولكن هو راه جو بونس كان شي فيك حتى شي واحد كبير واقيلا حيت هو ما دام قال لك انا صغير يعني وانا ما عارفش الفالوريزي خاصكم تعرفوا انني انا يعني هو كان فالوريزي زوين اكبر من الشركه وانا فالوريزي وانا مع راسي راه متطفل خاصكم تعرفوا هذه القضيه ولكن انا ما قاريش وينغا انا على الكاريير دوزتيها في السير في اللعب كذا ما كنتيش كدير الكوميرس ما كنتش كدير الكوميرس شكون اللي دار الكوميرس في الوقيته ابو جهل اه فوالا حتى هو هذاك بروفيل الكوميرس هذاك بروفيل الكوميرس وتعلمت منه تعلمت منه دابا هنا غادي ندخل الشركه خاصني شكون اللي قدامي قدامي المدير ديال الشركه تيكونوا راكبين فيراري بحال ديالك فهمتيني وكيدوب الفرنسي انا شنو تعلمت تما غادي نستعمل اللغه الفرنسي خصني نستعمل داك الفرنسي اللي عقدتني فيها والاستاذ سميتها الشعيبيه ديال الثالث باش تكون انا عاقل على سميتو ما تحفروش وغير هاد الاساتذه بجوج اللي بقاو عاقل على سميتو هذاك الخايب ولد اللي قال لي عمرك طفر كان سميتو كنا كنسميوه سكر ماري ماشي لازم اوكي دونك هذا هو الفيلم ياك ريحت مع هاد السيد قلت الاتي في دماغي قبل ندير هاد الموتروسي فهمت من السيرك انه هذوك لي دوك لي ميتغونسين اللي كانوا كيجيو عندنا ومصمم كاين اصاحبي انا تندير هذا الشيء في السيرك ما تيعرفش ليه هو هو تيبان لي شي حاجه كبيره تيبان لي ميتغونسين فرنساوي ما عرفتش شنو وكذا ولكن انا ملي درت عرفتي شفتها بالملموس لانه السيرك تيعطيك شي حاجه كتشوفها فهمتيني فوليت كنكسب الثقه ديالي قدام لي ميتغونسين تقول لي لا غلط هذا ها كيفاش كندير لك الناس الفكره مشيت هاد الناس ما عيطوا لي الا انا واعر في الشيء كندير وهو ما تيعرفش هادشي اللي كندير وانا عارف عرفتي عليه فبرد كواري غير هذا بحال كدوي مع دري عنده 10 سنين بلا فهمتيني كيداز كيفاش غادي ندوي ديريكت قلت ما بقاش غادي نزوق نقول ليه اللي كاين فاسك وتيكون حداه واحد الصاط كيبدا يسخن طرح هذاك تعاود تقرا عاوتاني تيكون تيبان لك هو كتابو كيدير هو راه ما تيقول والو تيقول انت كيبان كيدير لا 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 تيقول لا 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 تيبان لك يسخن طرح قلت لي شوف غادي نخدم لك هاد لا فيديو بالتكنيك ديال الدو دي كدا ويقول لك نو سي لا 3 دي كي كونت كدا تنقول لي سكوت صح تنقول لك بغيت نفهم واش عمرك درتي الدو دي نيري قال لي لا قلت لي سكوت
لا والله وهذا مشكل وفيديو سهله شديتها طب 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 باش على الفوا اوف وتخيل معايا انا باش نقول لي انا نخدم مع شركه فغادي ندير الفوا اوف في البيت عندي في الدار تبارك الله ولدي كيغوت وانا سديت لعيبه ودرت هذاك الميكرو رود وكندير الفوا اوف من بعد راه لقيت خدا خدام واحد اربعه مع اربعه الشركات تيقول لي بغينا نجيو نسجلوا عندك في الاستوديو عليهم في الاستوديو ماشي فيديو على يدي انت عندك ديك الفيديو عندي ديك الشومر في ديك العبانه انت راه شاري ديك تصور مع عبانه وانت داير ديك العبانه باش كتعيز ولا ديك الصوت انت كتقول لي راه زعما راني عندي استوديو باش يطلع الدوفي فهمتي ما كاين لا استوديو ونفس الريزولتا هو الكاليتي كطيح فهمتي الكاليتي كطيح وي وي خدمت هذاك مع مهدي اناسي عاوني في الجرافيزم خلصته وكذا وشاط لي منه البركه الحمد لله اوك من وراه فرام نوير لا 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 خدمتش هاد فروم نوير اخي لا ما حسيتش ما درت والو خدمتي جاوي عليك جات عندي اليوسايدي واحد المنظمه امريكيه وناس شركات دافع عندي زابيل دوفر وانا داخل بيرسون فيزيك وخديت لابيل دوفر بلا ما نكتبها عجبتني الخدمة معهم وهما اللي زاسوسي حاليا ديالك اللهم كنت خدمنا ودازت لي انرجي زوينه في الخدمه ما عمرني طحت مع شي واحد كيخدم بحالي حتى طحت معاه اللهم وهما جاوا عندهم بروجييت ديال لي زانيماسيون انيماسيون موشن ديزاين قالوا لي راه هاد البروجييت اللي جاونا كبار وفيهم واحد الدوفي كبير ولكن راه ما يمكنش يديروا في نهار ولا في يوم راه غيديروا في مده طويله اش بان لك اخويا الا ما نديرو شركه راه ما يمكنش نديرهم فعلا وفعلا ما يمكنش نديرهم بوحدي فهمتي كان خاص الامور تكون شركه فبسبب داك البروجي تشركنا ولا ما داناش هذا هما ديجا كاينين هاد الدراري ديجا بسبب هما عيطوا ليا كمخرج في الاول ملي داس لي انرجي زوينه بدينا خدامين اوكي بلا انا فاش تاسست الشركه الشركه كانت ديجا مؤسسه زادوك انت كبار انا زادوني كبار هي اللي كاينه دابا اركوسي كان ديجا كاين علي رقيق لاس فهمتيني وزادني من بعد معاك انا دخلت بلو سافوار فير ديال المو وهما عاونوني في كلشي داروا كلشي الخدمه الاخرى اللي ما تعرفش مزيان اخي البرايسي ديال البارتنرشيب ديال البارتنرشيب كتخرج شي حاجه هذا النيفو اللي انا وصلت ليه عمرني نكون وصلت ليه بلا بيه باش نكون لا لا شي شاد شو طبيعي شو غيساني شاد سايد انا شاد سايد عندنا زوير شاد سايد واش انا دخلني في التكنيك واش دخلوا هما في الماركتينغ لا واحد تيجي عاونوني في البرايسين عاونوني في الفالوريزاسيون ديال الخدمه ديك كلها هالخدمه شحال كتسوى هاللي كذا حاولنا نحطوا شحال الوقت كتاكل الخدمه كذا واكبر مشكل حنا معاه هو لي كومبيتونس ما كاينينش ماشي هذا المغرب كامل علينا انت جيب بنادم تيقول لك انا ما لاقيش خدمه راه كملها شي كومبيتون دابا شي واحد تيصيفط لنا تيكتب لنا بحال هكا انا راني ديفلوبر طيار شكون اللي قال لك طيار اجاك دوز هاد التيست هذاك قال لك اخونا نيك هو قيم راسو هو قيم راسو قال لك طيار انت رايك بحال هاد الضرب كيجيو عندك ناس الكومين ديالك وتخيل ياك انا قلت لك انا دوز دي زونتروتيان الناس متخرجين من السوربون وانا كندوز هذاك لونتروتيان تنقول هي الفرنسي واحد قاري جاي السور تنقول انا كندوز لونتروتيان هذا السيد في جامعه كبيره في العالم ولكن اخي سوينغ شوف وحق ولكن كتعطيك واحد الفالور للخدمه اللي درت الا داك الباركو اللي دوز هو اللي دوز الناس اللي لسكاو دوز الناس ديال لاشوي دوز الناس ديال جميع لي زيكول الخدمه ديالهم كاين نيفو تتبان لك مزيانه ولا قصه ديال ديفلوبر راسو لا لا بنادم انا بكل تواضع لي كومبيتونس ما كندويش على لي زيكول المغاربه صعيب تلقى فيهم هذا الشيء تنعاني واخي كنعاني الاجانب تتلقى لدرجه واحد النهار انا
واخا تقول لي جميع انا داكشي اللي جربت صعيب غنقول لك الدرجه حنا فين وصلنا فيو كان واحد النهار تعصبت قلت له ما تبقاش تقول لي اشري ما كاينش لي كومبيتونس ما كاينش لي كومبيتونس نحلوا اي كره خا يجيب لي هذاك خونا اللي صافا ويقرا عندنا ويخرج يخدم عندنا انا شنو كنخدم نخدم كنخدم بالرغبه ما كنخدمش بالدفاع عندي واحد باغي تيتقاتل صافا سالين ما عنديش ما عندي ما ندير ديبلوم ديال ما عندي باش يفيدني شي وقتاش حنا نهضروا على الدبلوم حتى شي عجبنا علاش غير باش نشوفوا واش ندوز واحد باركور اكاديميك لان داك الصاد تيفيق وينعس وكذا ودوز لي زيكزام وكذا كيكون عنده واحد البلوس على واحد اخر ولكن حتى كيعجبك وحتى كيدوز لونتروتيان وما كتهضرش مع الدبلوم اما تقول لي ديبلوم كذا ما عندي ما ندير به وانا خدامين معايا ناس بحالي اوتو ديداكت ما عنده لا ديبلوم لا والو خدامين معايا طرونكيل وانا ما نسولوش على الديبلوم ديالو الشركات اللي كيبغيو يسولوا على الديبلوم عارف فكر شنو العجينه كيبغيو يديفالوريزيو السين تيقولوا لي راه انت ما عندك ولا خدموا معاه عفوا انا راه مخدمك معاه ماشي حيت عندك الدبلوم حيت عندك الكومبيتونس ولا قال لك راه حيت عندك الدبلوم قليل خاصك دير الماستر عرفو كيستغلك لانه ما يمكنش يخدمك معاه الا عندك نتايا عندك مونك دو فورماس ايتي ديفالوريز كي ديفالوريز باش تستغل الدراري قريبه الجوج وباقي شادين الناس باش صافي غنطلقوا كما ناتولوا الساعه ماكسيموم كلنا اخي سوينغ غنبقى نحط لك اللعيبه 2017 تبارك الله شفنا الخدمه مع وزاره مؤسسات بنك المغرب خدمت مع كلشي خدمت مع كلشي كنتلاقى انا قلتها في واحد اللايف ديال ديال شهرزاد عقرب كنتلاقى مع كلشي الناس سواء في كونتكست ديال كنوجد حلقه ديال اجي تفهم كنمشي نقلب على الناس المسؤولين ولا بد والناس اللي ديال ضد الفكره المشاكل ديال الناس ديال المتعاقدين ريحت مع الناس وزاره التعليم مشاكل ديال كيفاش انا قدرت انني نكون تبازه في كورونا لانني عندي هاد لي كونتاكت ديال الناس اللي عرفتهم يا ما تكسنوج لا جيت فهم البيتكوين كلشي كلشي ويا ما كورونا ولا عندي لاكسي للمسؤولين دغيا علاش وليت حيت هما تقوا فيا لانني انا خدمتك اخي عاود خدمتك ما عادش نكذب عليك نقول لك اللي كاين وغادي نقول لي ضدك قال لك ما واحد القضيه الفيديو ديال المحروقات شحال واحد كيصحابني انا درتو باش نعطاك شركه معينه خاصكم تعرفوا الفيديو المحروقات سولت الشركه قبل الفيديو نبارطاجي الشركات المحروقات كنقول لهم علاش درتو هك قبل لا نبارطاجي كنسمع جميع الاراء وتيقول لي درت كنقول ليه ما قنعتينيش قنعتيني صافي قنعتي وهو راسو عارف راسو انه ما قنعنيش وي وي قلت له تيقول ما عندي فهمتش ما نقول لك صافي وكنسمع كلشي تنسمع كنوريك كلشي راضي على هادشي راضي على هادشي السلام عليكم قنعني بالعكس ما قنعتيش الله يعاون كنبارطاج هادشي كندير هاد القضيه خلات كريديبيليتي عند الناس فكنحاول دابا انا الاشكال اللي ولا وباش نيت ندخلوا لهاد القضيه ديال الفرصه دابا انه ولات صناعه المحتوى في اللوكا ديالي وفي اللوكا ديال زن صعيبه بزاف علاش ان عندك واحد ليفل هاي كاليتي واحد ليفل تولي باش تخرج برودوي خاصك كيب وي ملي كتقول ايكيب كتقول فلوس بيان سور ما هاديك غير يحمى حتى واحد شي واحد تكون مليونير وكتخدم بالعقل واخا تكون مليونير راه كل بروجي كتفصلو على راسه كل بروجي خاصو يكون عنده المداخل ديالو والمصاريف ديالو اوكي انا كيفاش كنحاول في الفيديوهات نخدم غالبيه الفيديوهات الحالي اللي نحط الفيديوهات عندي في كونت عندي في يوتيوب داكشي 90% ديالو ما مخلص فيهم ما والو تنخدمهم هي خدمتك اللي كدوي عليك لا كيفاش الميثودولوجي تنخدمهم كنحطهم كيجيبوا لنا ناس دي بروجي اخرين كيجيو عندك تيقول لك بغيت ندير بحال الفيديو ديالك كتصاوب لي بحال الفيديو ديالنا من بان فيه الافكار ديالو كيبارطاجي عندك هذاك كود الاشهار ولكن الاشكال اللي وقع لي انه ولاو مواضيع اللي كنشوف حتى شي واحد ما كيدوي عليهم فهمتيني واللي باش نلونسيهم خاصني ولا بد ديكي مثلا نعطيك مثلا مواضيع بحال الموضوع ديال التبرع بالدم اش فهمت التبرع بالدم كاين مشكل كبير انه بنادم ما كيتبرعش بالدم فقط لانه كيبان لهم انه كيبيعوا الدم كاين مشكل السؤال واش كيبيعوا الدم ولا واش عقليه هادشي كيدخل ملي كتخلي القانون كتلقى الامور بالقانون لا خويا جبتي القصه ديالك اللي عاودتي مع الدم وكذا ايوا عاودت اختي وداكشي وعندها علاقه اسر انا هذا الفيديو باش نصوبه شحال خاصني ديال الوقت شحال خاصني ديال الستاف الناس الحريفيه غادي يعرف عندك فيديو مثلا 10 دقائق ولا 5 راه كيتحسب داكشي بلو سكوند في الانيماسيون بلو سكوند باش تجيب خاصك تلقى ولا بد الدعم من عندك كتلقى دعم من عند الجمعيات اللي عندهم نفس الفكره ديالك الصالح ديالهم انا بنادم يتبرع اوكي حنا سلام بارتنير الله وكتخدم البروجي وكذا كتحاول دير وكاين اللعيبه الاخرى انه شي مؤسسه كتجي تعيط لك كتقول لك بغيتك تعاود ليا على هذه الفكره اولا هذا المشروع ما غادي نديرو وهذه القضيه اول مره نخدمها وقيله فات فرصه
هاد فرصه اول مره براو كليان جا عيط ليا باش ندير فرصه اللعيبه وي وي وقلت مزيان وكاين واحد البروجي اخر ديال لا سي ان اس اس اللي حتى هو كنحاول غادي نلوحو هادي حتى هو كنقاوم قال لي دعم ديال اوكي باش نقول انا سوينكا هاد الدوله هي عارفه ان الميساج اترافير الناس بحال كيوصل هي كتشوف كيوصل وتتفهم راه تخلي طرف من البيدجي وتعطيك تقول لك وصل الميساج ولكن واحد القضيه راه هذه خدمه الدوله راه ماشي خدمتي لا ولكن تعاون انا نشرح لا لا ولكن شكون اللي يشرح شكون هو المناط به انه يشرح للناس هو الدوله البروجي ديالها هو عيطت لي انا قلت لها مرحبا مرحبا على كونديسيون انني نفهم فلوك هذه الفرصه باش باش نخليو اخر حاجه ندوز لايك فلوك هذه الفرصه شنو وقع اللي وقع كالاتي عيطوا لي الناس لي ريسبونسابل ديال 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 هاد الناس الكومبان قالوا لي بغيناك دير فيديو على الموضوع قلت لهم السلام مرحبا انا سمنت ريس نشرح الناس اشنو كاين ولكن عندي شرط واحد هو نفهم قبل نفهم الا كان شي حاجه ما تعرف في الفيديو غادي نقول شي افكار تتعارض القيم ديالكم انتوما ديك الساعه نوليو انا وياكم في كونفلي قبل ما ندخل معاكم انا في شي كونطرا اولا شي حاجه نقول لكم اشنو غادي نقول هاد الخطوط العريضه وباش نقول لكم اشنو غادي نقول راه خاصني نفهم قالوا لي مرحبا قال لك كاين واحد ليفينمون غتكون هنا في الرباط جي ليها قلت لهم صافي مشيت ليفينمون ديسكري باش ما نبانش يكون عندي باش من انفلونسي شي واحد لانني انا ما نكونش راي لو في ديال انك كنت تما كدعم الفكره مزيان هي الفكره في حد ذاتها البيوع على انك تعطي واحد القرض ولكن ما عرفناش كاين اسئله خفيين السيد اللي غادي يدوز اشنو غيطرى ليه واش اللي ما خلصش واش غادي تنرى ليه هذا الشيء ما تعرف الاجوبه ديالو واخا يقول لك هيطرى تم التجربه العمليه ديال الاشخاص اللي غادي يدوز واخا خيسوي خرج واحد الجواب وعن واحد مسؤول نيت في هذه الفرصه وما كاينش عليه يقول هذه الهضره قال لهم ان الا ما رديتوش فلوس الدوله غتخلص دمر الفرق صافي دمرو لانه بنادم ما تبعو هذا ما يديروش داك البروجي ما خصهاش تدير واحد تسمى الناس بالعكس خصك تقول انا محاسبه ولا درتها اخي افلاس لان انت في ظروف قاهره لانه كل اللي كيصرف في 100 العاكره كاين اللي خدمتو هادشي سير واش شي طلاقه عنده كريدي وطرا فيها المشكل الناس راه باقي ما فاهمش انطلاق اشرب انطلاق راه كريدي كريدي راه بانك اللي عطاتك الفلوس وغادي نقولوا راه بانك عطاتك فلوس وانت مسيني على قرض 2% راه الا ما خلصتيش حبيبي ماشي ماشي فهمو المهم رجع نكمل من بعد اللي وقع انه قلت لي اوكي مبدئيا اوكي اللي وقع شنو هو صافي حضرت ليفينمون بقيت ديسكري ما تصورت ما والو ورجعت غيتصل بيا واحد الصحفي هذه البارح من لكم غادي يقول لي فلان غادي يقول لي فلان راه بغيت نسولك نستشر معاه قلت ليه قال لي هذوك الناس اللي مشاو لي زانفلونسور واش خدوا فلوس قلت ليه من حقهم ياخذوا فلوس لانه هو حضر باش يدير الترويج ليفينمون اللي فيه فلوس اللي فيه واحد البيدجي ديال الكومونيكاسيون وهو خدمته هذاك الشيء من حقه يتخلص ياك قلت ليه غير هو ذوك الارقام ديال 23 مليون ديال الدرهم راه ماشي صحيحه واش لي زانفلونسور خدوا 23 مليون ديال الدرهم واش حمق عليك حتى لاجونس ولاجونس شدات واحد استراتيجي ديال الكومونيكاسيون كبير قلت ليه غالبا حسب الهضره اللي كنسمع لي زانفلونسور غادي ياخذوا الى طاروا 20000 درهم الى طاروا هادشي اللي كنسمع انا في المحيط ديال لي زانفلونسور اوكي قال لي انت مصطفى واش خديتي فلوس قلت لي انا ما كرهتش ناخذ ما كرهتش ولكن ما خديت والو اللي قال هو انني انا راه غادي نشوف الفيديو عاد باش نقول لهم الراي ديالي هو شنو صاط ابارامو عنده شي كونطرا كونطرا فيها انا غادي ناخذ 300000 درهم هو عنده في دماغه ما قالهاش ليا في الاوديو باشوف الرياكسيون ديالي ما قالش ليا واش ما قالش لي عندي وثيقه كتثبت انك خديتي 30 مليون واش كتنفي الخبر ولا كتاكدوا ما قالش لي هاد المعلومه كان يكون قال لي ها كان هذا هو الحرس هذا هو الحري هذا هو حريفي هذا هو حريفي 30 ولا ما شتيش هذا يجي يقول لي انا صحفي وانا صاحبي هذا راه كيدوي معايا راه صاحبي راه معرفه كنعرفو يقول لي انا صحفي عندي وثيقه كتثبت انك شديت 300 مليون ولا 30 مليون شديت 30 مليون ما كرهناش شكون 30 مليون واش هاد الخبر قلت انا قلت له هو قال لي الاتي قال لي واش خلصتي قلت ليه ما كرهتش انا نتخلص مازال ما كاين والو اوكي شنو الوثيقه تكون تسربات من اشنو هذا الوثيقه دابا هو السؤال هو الوثيقه شنو هي الوثيقه منين جابها كيفاش
الوثيقه كونطرا مكتوبه فيها سميتي ومكتوب فيها الادريس ديالي، وهذا الشيء اللي انا غادي نقاضيه قانوني لان فيها ادريس بيرسونيل ديالي فهمتيني، ديال السكن ديالي وفيها معلومات شخصيه ديالي، والكونطرا ما مسيني ما مكاش فيها. مثلا غادي يكون هو مثلا انا صيفط واحد الايميل ليك ياك انا مصطفى على الغيسان كنقول بان الغيسان غادي يسيني هذا الكونطرا مكتوبه فيه سميتو وكنيتو داكشي جا هذا خدع بقى هادي ما سنا فهاد التاوى شكون اللي بانت وانا ما وصلني والو وعرفت شنو واقع وما شفتش انا اصلا الكونطرا ما سنيت على كونطرا ما كاشطيت كونطرا كي انت شكون تقول عقد عقد هو عقد بين طرفين سنينا بجوج انت واش هذيك موديل د كونطرا واش حيت انا فاش عطيتهم لا كارت ديالي باش تهضر لي فيلم وكانوا كيوجدوا كونطرا ما عرفتش انا مازال ما عرفتش قالت لي قالوا كيوجدوا كونطرا ولكن انا كنشوف العمل الصحفي النزيه لانه كيلوموني لان بارفوا كنطيح في الكراش ما كاينش بس طاردوا افطاردوا حنا ما كاينش يلوم علاش انت واش ما عرفتش وانا فيك المشكل اه فيك المشكل اصبر قالك انت تجي تشرح لهم اجي مثلا اجي تفهم لا المشكل في المصداقيه المشكل في المصداقيه انا فاهم الناس تيقول لك ودي انت خا واحد فلوس باش تقول لنا برنامج زوين ما راه مشكله اشرح لك ما راه مشكله مازال ما خديتش راه الكونديسيون ديالي هي انني نفهم قبل الاكسبتي بلاتي بلاتي واش البرنامج ما زوينش الدوله عاطيه حاليا البرنامج البرنامج مخير كتعطيك واحد القرض اللي يقدر يوصل ل 100000 درهم و0% و0% وقرض شراء وكتاخذ فيه 10000 درهم شرفيا ما كتردهاش على ملي الا خديتي 100000 درهم هذا الحد ديالو الحد ديالو 100000 درهم ماشي ديما كتاخذ 100000 من بعد عامين عاش كتبدا تخلص والمدة فيها 8 سنين كتمشي 700 درهم في الشهر ولكن خاصني نقول لك شنو الشيطان في الديتاي انا ما عارفش لي ديتاي خاصني شي واحد يشرح شو اخي هي المبادره زوينه خاصها تمشي بشكل صحيح الميتراج ديك الشيء باش نقول في راسي نصاوب باش نكون باش نقول نزيه مع الناس حتى اخي توصل لي الفكره اجي نشرح لك شنو هو برنامج فرصه باق هادشي اللي قلتي دابا ديال 100000 درهم 10000 درهم ولكن انا راه الكونتوني عندي راه فهمت الكونتوني عندي الخدمه اللي فيه خدمه دروشاش ما يمكنش انا نبيع واحد الحاجه بلا روشيرش ديالها فهمت خدمه دروشاش لا انا كنقول لك الا كانت باش يقولوا 30 مليون راه كاين دي بروجي اللي كيتقاموا عليا اكثر من هادشي 30 مليون رخيصه اكثر من هادشي تقول لك انا كتستاهل الفيديو ديال اللقاحات الفيديو ديال اللقاحات انا شخصيا غادي نكون واحد الوقيته مريح في الدار عندي كنجيري على الاقل نكون على الاقل او ميم طون شي ست الناس دي زيكسبير في العالم كامل واحد في بلجيكا واحد في امريكان والاخر في المغرب والاخر هادو دي زيكسبير باش نعرف الكونتوني باش نعرف الكونتوني والمحتوى مستقبلاته عاد باش الناس اللي ديزاينر عندي واحد في الشركه عندي واحد برا الشركه عندي الناس كي انيمي وانا براسي بيدي كان انيمي لمده شهرين شهرين ونص ثلاث شهور ملي خرج البلاغ الملكي اللي كيقول غادي نلقحوا الناس حتى خرج الفيديو من بعد ثلاث شهور نون ستوب ايماجيني انت هاد الناس تخلصهم اكسبير شحال كياخذ اكسبير واحد كيقرف واحد كيقرف وهاد الناس ما تخلصوش عندي باش نقولهم انت وحتى نجيب المختار يعاون لي وما تخلصش عندي تخيل معايا هاد الناس اللي غتخلصهم هاد الناس غادي تخلصهم راه شحال غادي تخلصوا واحد باحث خدمتو باحث علمي في لابوراتوار كبير عالمي راه تخلصوا بزاف فلوس يعني القيمه ديال الفيديو كتكون غاليه بزاف فهمتيني دونك هادشي اللي كثر من هادشي اخي هو القيمه ديال الكومونيكاسيون طريقه الكومونيكاسيون راه الموضوع معقد سامبلي الله يبارك الوالده تفرجت في الفيديو دخلت انا للدار لقيت الوالد والوالده كيتفرجوا فهم سالينا هذا هو هذا هو الفالور دابا غادي يسوني حتى داك البيدجي 300 خصو يفهموا الناس ان داك البيدجي واكون شديته لا لا شوف ابار داك البيدجي 300 لا شوف غير سوينغا غير سوينغا غديروا في لابيل يعني واحد البارتين بيدجي لا واحد القضيه غنقول واحد القضيه ملي جا داك نورمال نورمال انا كل واحد حر نورمال يوتيوبر فرنساوي جا دار الدعايه ديال هذا ما دويش على هذا دار الدعايه للمغرب شحال يكون شد فيها نورمال واش دفع على الاقل واحد 1 مليون درهم مينيموم 70 حتى مليون درهم 1 مليون درهم اللي هي 100 مليون حتى واحد ما دوى على هذا الفيلم لا شوف المغربي عنده دابا المغربي تقد على المغربي يقدر كيما قلت لك واحد قاوري غادي يخدم 50000 درهم مغربي هذا الشيء وين قالتي بان يشميك على هذا الشيء موجه دايزه شوف بعض الصحفيين الله يهديهم كيقلبوا على البوز
ما تيقلبوش على الحقيقه. هذا هو السبب باش خرج من الصحافه. واش انت ما عندكش الكونطرا ما مسيني من كاشتيرا ما عرفتش شنو هادشي اللي جبتيه موديل الكونطرا ولا كتبتيه انت براسك ولا ما عرفتش درتي وجيت تالف على الناس هذا رقم واحد. علاش باش دير البوز وخرج دابا كيدوي مع الاسنان واخد 30 مليون ومزيان كنبان غالي بالنسبه للمغاربه فهمتيني وما كاين والو وما كرهناهاش فهمتيني وهذا هو الواقع. الترخيص ولا شي الله يحفظك والله راه خاصك تبقى كتشوف راه يعطيك مثال هذا وثاني الحقره ديال المغاربه اللي زان فيهم على اساس انه راه ما كيخدمش اولا صانع محتوى على اساس انه بحال كيتفلى كيدير لا 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 راه ماشي لا والله الا نضرب راه خدمه كبيره والله الا تبدلات الحمد لله تبدلات. انا بغيت نشرح لك نشرح للناس اخي سوينكا دابا انت بحالك بحال التلفازه وراديو انا عندي بروغرام بغيت الناس يشوفوه غنمشي عند التلفازه والراديو نعطيهم بيدجي وغنجي عندك انت عندك بيدجي الا داك البيدجي محقق لانك انت غتوصل المعلومه للناس هادي جدا في كاين مشكل لا صحيت الطريقه باش كتوصل المعلومه وما بعدا في كاين المشكل كتشد موضوع كومبليكا خاي سطوف وكتردوا ساهل بلا ما تيقول لك بلي ودي خدمتي مع الحكومه اذا خدم الغرض ديالك ولكن هذا خاصنا نخدم دماغه في المحتوى شوف المحتوى واحد المقارنه سهله باش نسالك علاش مثلا ديك 30 مليون تعطى لك انت لينا فريد غتعطى لك انت وما تعطاش لواحد عادي ما معروفش شنو السبب انت كومبيتون هذه لا وعلاش ما تعطاتش لواحد معروف فوالا علاش تعطاش كومبيتون صافي سهل واحد معروف علاش ما تعطاتوش واحد مضمون كتوصل ليه واحد الميساج بوين فينا هادي بحالك انت بحالك بحال الراديو بحال بحال التلفازه انت قنات ولا بعد الراديو يا ربي المغاربه عندك راه من الحوايج اللي ورثنا على فرنسا انه كيف ما قلتوا بلي ما تيحملش الشوف لك تحملش واحد عنده ما عندناش الثقافه الاخر يربح لك ولكن الغالب انا نقول لكم الغالب التعليقات اللي شفت هاد الكومبان والله الا الناس متضامنين معايا وبيان سير وكنشكرهم واحد الحب خيالي بالناس واحد النقطة خاصة هادي انسى هادي انسى هاد القضيه ديال انك توصل الفلوس بزاف كيبان ليا كذوب انا دائما تنحاول شوف هاد القضيه واحد القضيه خصو يكون عندك شغف الدومين ديالك اللي غادي دير كون كتبغيه هسا غادي تلقى راسك تضيع فيه الوقت بلا ما تحس وغادي يجيب لك الفلوس لانك انت واعر فيه وهذاك الشيء اللي ماشي عايش هو فيه الفلوس اي دومين كيف ما كان ما فيهش فلوس اي دومين كيف ما كان ما فيهش ريال واي دومين كيف ما كان فيه بزاف فلوس على حسب انت كيفاش داك صاحب سي موسيكليس انا سي عارف واحد الشهر دابا معلم عندي مليونير من الشهر عرفتي تخيل معايا كيخدم معايا في البارت ما عندي راه كيتبنن اصاحبي كتحس به كتخلص وعليه شي طلب رهيب 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 شو العم عندي ما عمر الخدمه الحمد لله بفضل الله ما عمر الخدمه عنده كتسالي وعنده اللي زاد رهيب استنى من هنا اربع شهور اجي قلت لك وانت قلتي باللي ست سنين بقيتي عاد شديتي اول خوص سنين الخدمه ولكن نسوق نسوق الشغف ديال الفلوس حاصل جابلي الحمد لله ولكن واخا كنت في المغرب كتكون كونتربرونور كتسوفري لا لا شوف ها عندي كومبيتونس على الكفروما على الخلاص عاود لهم على تقدر والله يحفظك باسكو انا بعدا في انا تنظن خاص القانون المغربي حط بوند القانون ديال الكفروما خاص مينيموم 30 يوم كاين هاد البوند ولكن كيتراجع ما كيتفكيش 90 يوم ما عمرش وما كاين حتى شي حاجه تتلوي الخينه دراعو باش ما يخلصش باش يخلصك لانه فريمو انا شخصيا فريمو هلكوني الشركة عندي علاش هلكوني لي شارج بسبب الركوفرومو يلا بحال شي روبيني بدل ما يتحل كامل كيتحل مقطع شويه كتلقى انا كتاكل من رباحك واش فهمتي شنو نقول لك انت يلا كيخرجوا الفلوس كتخلص الناس فهمتي كتبقى تسوفري فلوس كونطابل امور عندك في الكونطابيليتي راه غادي ولكن في الفلوس ما كاينش والله الا خير هذا هو السبب اللي انا تيخليني كونتخ البي تو بي في المغرب من شركه لشركه ولا من شركه لمؤسسه بي تو سي حنا بي تو سي ولكن نزلنا دابا للبي تو بي ها ايوبي عاود لي دي كونطرا ديال 5 مليون درهم وتخلص قبل ما نقولوا بسم الله
غادي غادي ندير معاك لو بيان شنو هو البيان غتخلص النص ديالو اون افونس انا عطيك الخدمه النص الاخر ما غاديش ندوزو لك حتى تعطيه ليا حتى هو اون افونس غير خصمت لك غير نخدم لك النص خدمه اه غادي النص غنخدم لك النص والله الا سر ما تعطيني النص غنكمل لك النص هذا ما عنده الفلوس يتقطر عند النيغوسياسيون حط لهم تصويت ايو كان الفاس لا 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 حتى اخي سوين كاع يقول البيمان ديال الاستثمار ولكن انت خدمتك ناضي بحال لوكا ديالك انت اخي واخا نمشي دابا يقول لي واحد انا قلت لك خدمه سوينكه بقى لا نقول لا 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 خلينا انا مع المضمون هو سوينكه فهمت لوكا قلت معنا اخويا خلص خطر لينا جودك غتكون قلبتي غتكون دوزتي الشركه تلقى 91% ديال الشركات في المغرب كيجدوا في العام الاول بزاف تقريبا الاول هو شي 1% 91% كيسدوا في العام الاول بسبب الركوب شوف وهذا الشيء السيمو جواب علاش ماشي طلعوش عندنا لي ستارت اب بزاف لان في الاول بزاف تحاربوا تيتحاربوا واحد الصط ما عندوش علاقه بلونتربرونيا واللعيبات وجاي وجايب فكره زوينه وموتيفي وكذا تي ديك دكوف لان في هذيك الفتره باش يشد الفلوس مات 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 عاد ماشي بدع تيعاني معايا وكرا قبل ترى ماشي انا بدي عليه عاد ماشي بدا شنو عاش لا ما غادي ياكل شاديني هي المشكل القضيه كنا قلنا البارح راه شوف اكثر حاجه عندنا في المغرب هي الكابيتال هيومن كاين البشر كاين لي كومبيتون ما كاينينش ولكن لي كومبيتون ما كاينش بزاف ولكن ممكن نخلقهم ولكن لا عندنا بنادم راه تربطو كومبيتون تلقى مع واحد لي كومبيتونس كتكتسب لي فالور ماشي القرايه ماشي بالقرايه لي فالور الافكار اللي عندك لي فالور اللي عندك وتجربه جوج بيلا فخ لي كومونتير الله يسخر الشباب الله يسخر معاكم شي حاجه زوينه صبر صبر لي كومونتير انا مازال غادي تي الكازا الدراري لا لا صافي احنا باقيين بلادين خدام ان شاء الله اخي سوينكا شرفتينا في هذا اللايف والله الا لايف ماضي الشباب شي غنقول لك اخي سوينكا قبل ما يطلقوا لي كومونتير شي نصائح للشباب اللي يدخلوا لونتربرونيا اولا دير لونتربرونيا فيزيك تكون بيرسون فيزيك ما تخش كشركه ما تصاوب الشركه او اكبر غلط دير هو تبدا تصاوب الشركه اشنو هي لونتربرونيا في لوسونس جلوبال ديالها ماشي هو النظام الضريبي اللي عندك لا نقول لك اخي بالعكس اخي زوين يقدر الا مشى تربجا اجي يولي متابع هو ماشي ديك الشيء لا يدير اوتو اونتربرونور غير بجا كيف ما كان النظام هذيك هذيك كيف ما كان سواء اوتو اونتربرونور لا كيف ما كان النظام الضريبي اسمع سواء اونتربرونور سواء سي بي يو كيتسمى فورفيتير سواء كونطابيليتي هو نظام ضريبي الا درتي شركه غادي تزيدوا عليك الضرائب ضريبه على ما غير ضريبه على الدخل لانه كيفاش تاخذ فلوس من الشركه ما عندكش حق لان هي بيرسون وانت بيرسون خاصك تخدمك عندها سالاري باش تولي سالير غتولي تخلص ضريبه على الدخل وتولي تخلص ضريبه على الشركات فهمتيني وعاد مش الا ربحات هذه الشركه وتخلص فلوسك غتخلص واحد الضريبه ديال الديفيدون وما بعد الفيلم خدم بيرسون فيزيك فهمتيني عندك الماكسيم حتى هو زوين والله راه هو بيرسون فيزيك راه بيرسون فيزيك خصها ثلاثه لكن فيها واحد الاشكال داك بيرسون المهم ما علينا هي هذيك الدراري راه كندوي غير مصطلحات قانونيه بيرسون فيزيك ثلاثه الانظمه ديال الضرائب اللي ممكن دير اوتو انتربرونور فورفيتير او لا سي بي والكونطابيليتي دير اوتو انتربرونور الله يسخر او لا كون علاش اوتو انتربرونور وصلتي 70 مليون في حاله البيع والسلع طلع الفورفيتير كتوصل ل 2 مليون ما فتيها طلع الكونطابيليتي ايليميتي بحال طبيب محامي فهمتيني خدم ما ديرش شركه غير الشنعه والمشاكل كبدايه امتى تحتاج الشركه في لي زابيل دوفر بارفوا لي زابيل دوفر ديال الدوله
كيطلبوا منك شركه عندها واحد لونسيان ديال القد والقد وعندها واحد هذا الشيء باش دفعت الشركه. برافو برافو اخي عرفتي علاش؟ لان الدراري ملي كيتسنى كيجيونا هاد الكيستيون بعد ما الدراري شنو تيقول؟ تيقول لك انا والله هادي باقي زيرو ديالها. انا بديت الشركه تيقول لك بديت الكرياسيون. ما درتش الشركه لا بديت الشركه تيقول والله بادي غادي خدم راسك خدم على شي دقه 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 خدم على راسك بيع السيرفيس ديالك الناس كون الكليان. اشنو اللي مهم؟ اهم شيء المعقول. ماشي مهم تخدم بزاف، مهم تخدم واحد مغيز. هذاك الواحد مغيز يجيب لك واحد اخر. خدمتي بزاف واخا اعتذر على التصيد، ما بغيتش نقول هضره اخرى، واخا يصيدك ديك السيد واخا يخورك هذاك السيد راه غتصيد، راه ضروري تصيد. طرا لك مليار مره زعما سبع طرا لك مليار مره، بقى دائما اونيت. بقى دائما اونيت ومعقول. انا شخصيا طرات لي مع ناس اللي صيدوا لي ياك ومن بعد احترموني وبقاو كيجيبوا لي هما خدمه وعطيتو خدمته، كنقول ليه هاك خدمتك ما عمرك مازال تخدم معايا، ولكن كيبقى محترم. دائما كن معقول وما تفاجئ الناس التليفون. يتشوف ويك تفاجئ الناس التليفون. واخا تكون جهنم، درتي مشكل قدو قداس، قنبله نوويه صون عليك علاش طيحتيها. الو اسمح لي طيحت القنبله النوويه لان واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه جيب الحل. الله عطاه المثال الامريكي تيقول لك ملي تكون درتي شي غلط اولويز سي سوري. سوري ها الحل، ها الحل. عندك تقطع التليفون لانك تضرب الكاريير ديالك كامل. حتى بنادم شي برد ملي تجاوبو صافي سالي كتجاوبو كاين مشكل انا نمشي معاك ابعد تنحلو هذا المشكل. ملي يكون عندك مشكل مع الكليان ملي يكون عندك مشكل مع الكليان اناليزيه، جيب معك ديما الحل. انا دابا تعطيهم واحد راه صاحبي راه كتعطي الناس العصاره. العصاره صاحبي راه هاد الناس راه شي هاد اللعبه ديال ما تطفيش التليفون راه دبات مؤسسات مويخ دبات مؤسسات. ما رايح الزام على الاخر قال لك ما طفات التليفون جا عندو الدار ما وحده التليفون عليه. علاش واحد باني بروجي ديالو هاك العشق ديال توفيق راه هو كيشي بوين هو كيشي بوين كوم راه ضرب لي ضربو هو ما تفكرش هذاك البروجي وتيبان لي سي طايح صافي صافي راه رايح حماق جامي تفكر ما عمرك تفكر في التليفون فهمتيني. يكون وديما فاش يكون عندك مشكل مع الكليان جيب معك حل، جيب معك حل مع الوقت قبل انك تكون سكوندير ماشي ديما انت الرئيس. عادي عادي قبل انك تكون سكوندير دوز تعلم قبل انه مع ملي تكبر ليطاج ديال قبل انهم تعطيهم ناس اخرين وغيداروا ما مزيانينش واكسبتي مع الوقيتات يكون عندك مزيانين يكون عندك واحد المينيموم ديال التوليرانس فهمتي. وكاين بزاف الحوايج دوكا باكا وما تقولش لي خدمه عيانه قول لها ودي كون دار لها هكا احسن راه ناضيه ولكن هكا احسن مزيان الحكايه راك عارف اخي شحال من واحد يبقى تيهدم في الناس راه عييت خويا سوينكا عرفتي راه سوينكا والله ما جريناش منه حتى 50% الله يحفظك ولكن اخويا راه والله مازال والله اكسكلوزيف وما نضربش اخي حتى انا هاد المده كامله ولا قصه هاد الوقيته اخي سوينكا الله يهدي فراسك مازال عندك كازا ناري ودا سعيد الله ولنا فراسكم الله يعزكم ما سخيناش بكم بالتوفيق لكم اخوتي الله يعزكم حتى لغدا تعال غدا اللايف تا هو ناضي يلاه طل.